محاضرة أستاذنا الأستاذ العالم الدكتور صالح لمعي. أنا هتكلم في بس 30-40 ثانية كده سريعا قبل ما أستاذنا الدكتور يبتدي المحاضرة الجميلة عن المشروع. 60 ثانية. ربنا يخلي حضرتك، ربنا يخلي حضرتك. عن مشروع ترميم الأزهر. دكتور صالح لمعي بكالوريوس الهندسة المعمارية من جامعة عين شمس 56، دكتوراه من جامعة أخان في ألمانيا سنة 66، يعني أستاذ بقى مشارك في أقسام العمارة من جامعة اسكندرية، في جامعة بيروت، في جامعات كتيرة الحقيقة، وعضو اللجنة التنفيذية للإيكاموس، المجلس الدولي للآثار والمواقع، عضو المجلس الدولي للآثار والمواقع سنة 75، دكتوراه فخرية من كلية الإمام الأوزاعي في بيروت سنة 94، عضو الجمعية الألمانية لمؤرخي العمارة، عضو المجمع الألماني لعلماء الآثار، مستشار منظمة العواصم والمدن الإسلامية للعمارة والعمران الإسلامي، خبير اليونسكو، خبير التراث الثقافي في مؤسسة اليونسكو. طبعاً يعني الواحد لو اتكلم يعني ما شاء الله، يعني حاجة رائعة جداً. الجوائز والشهادات التقديرية: جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، جائزة منظمة العواصم والمدن الإسلامية، جائزة الأخين مرتين، مرة عن ترميم الجامع العمري الكبير، وجائزة الأخين لمدينة القدس، جائزة حسن فتحي للعمارة. احنا تشرفنا بالدكتور. طبعا غير الإشراف على الرسائل العلمية الكثيرة من رسائل الدكتوراه والماجستير، ومهمات خاصة باليونسكو والإيكوس. فيتفضل أستاذنا الأستاذ دكتور بقى يمتعنا بهذه المحاضرة الجميلة إن شاء الله. تفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بيسعدني يعني دعوة مكتبة الإسكندرية لإلقاء هذه المحاضرة عن ترميم الجامع الأزهر الشريف في القاهرة، وبشكر السادة الزملاء الحاضرين، و كنت أتمنى طبعاً كان لي في مطرة سابقة، لكن جت ظروف تأجلت المحاضرة، فإحنا يعني صممنا برضو إن إحنا نيجي إسكندرية ونلتقي مع زملائنا في الإسكندرية وأصدقائنا بالإسكندرية لتعرفهم بما يجري في القاهرة، وخصوصاً في الجامع الأزهر اللي هو إحنا نسميه قلعة الإسلام الوسطي في العالم الإسلامي. كان حقيقة لي شرف إن أنا يسند إلي هذا المشروع في التسعينات بمكرمة من الملك فهد عندما قدم إلى القاهرة وصلى في الجامع الأزهر، وطبعاً حس بأن هذا الجامع يحتاج إلى ترميم، ولكن للأسف يعني الشيخ جاد الحق توفى عام 66، اللي هو كان مسؤول عن اللجنة الوزارية اللي كانت تقوم بترميم المسجد، والدكتور طنطاوي شيخ الأزهر رحمه الله أسند المشروع إلى وزارة الإسكان الوزير سليمان، وكان هناك اختلاف شوية في منهجية العمل، ولذلك إحنا في بداية هذا المشروع يعني عندما عرضه هنتكلم على المنهجيات المختلفة والأطر المختلفة، لأنه الموضوع ليس المرتبط بصالح لمعي أو غير صالح لمعي. إحنا بنطبق المعايير والاستراتيجيات الدولية الخاصة بالمواثيق بحيث أن نلتزم بمنهجية معينة عندما نحدد المنهج اللي احنا هنشتغل عليه من خلال هذه الوثائق والمنتج. فللأسف طبعا يعني حتى احنا بنقول ان احنا بنرمم الآن ما تم ترميمه، يعني ترميم الترميم، يعني لأنه ما تم هنشوف بعض الحاجات بالنسبة اللي تمت في السابق في التسعينات والتدخلات الغير سليمة التي تمت بدون ذكر الشركات التي قامت بهذا العمل، لأنه حتى في هذه الفترة منع الإشراف من وزارة الآثار نتيجة للقوة بتاعت الوزير بتاع الإسكان في ذلك الوقت، ونتج منها طبعاً أن في أجزاء من المجامز سقطت أثناء عملية الترميم، منها جزء اللي هو المجاز المؤدي إلى المحراب الفاطمي،
وكان عليه أقدم زخارف فاطمية آنذاك، سقطت وتدهورت وتكسرت، لكن طبعا الظروف لم تسمح بأن أي حد يحاسب على مثل هذا العمل، ولكن نأمل أن احنا يعني في عرضنا الآن أن احنا نتحدث عن مشروع الترميم الذي يجري الآن، وهو يجري أيضا بمكرمة من المغفور له الملك عبد الله. ويعني هذا شعور جميل أن احنا يعني نشكر المملكة العربية السعودية على اهتمامها بالتراث المصري وخصوصا في الجامع الأزهر. وطبعا بتقوم بالأعمال شركة المراسم لبن لادن هي المسؤولة الأولى، ودار الهندسة اللي هي المكتب الهندسي، واللي أسند إلينا هذا العمل في عملية إعداد المشروع. المشروع أخذ حوالي 14-16 شهر إعداد، يعني عشان الناس تعرف عملية الإعداد مثل هذه المشاريع كيف يتم العمل فيه، يعني ما بيخلص في شهر أو اثنين. ويعني طبعا أنا كان يسعدني أن أشرف على العمل، طلب مني الإشراف، لكن عندما طلب مني الإشراف قيل لي أن العمل سيتم في خلال 18 شهر. وطبعا أنا كراجل يعني الآن بعمل في مجال التراث، أنا متخرج من الجامعة منذ 62 عاما، بعمل في مجال التراث من 66 حصولي على الدكتوراه في أعمال الترميم من ألمانيا الغربية عندما كانت ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، وعملت يعني في ألمانيا 3 سنوات إلى أن قدمت وعملت في جامعة الإسكندرية وجامعة بيروت العربية. فالحقيقة يعني أنا اعتذرت عن الإشراف لأن لا أقبل أن أنا أشتغل في مشروع 18 شهر. هو الآن المشروع الحقيقة بيتم في خلال 3 سنوات مر عليه، ولسه برضو العمل مستمر. وقيل لي يعني طب كنت تقبل والعمل حيمشي 3 سنين 4 سنين؟ أنا راجل معروف عني أن أنا لي التزام محدد، يعني ما يعني من الأول، لأن احنا طلبنا فعلا من الإشراف الجهاز المسؤول أنه على أقل 3 سنوات، لكن كان الكلام 18 شهر. لكن الحقيقة العمل ما تمش في 18 شهر، والحمد لله أنه ما تمش في 18 شهر، وأن الشركات اللي بتقوم بالعمل بتقوم فعلا بإخلاص كامل في عملية التنفيذ الموجود. أنا زرت الموقع مرة أو مرتين في منذ فترة قريبة، والحقيقة في شركتين بيعملوا، شركة الماء بكة اللي حاضرين الإخوة هنا من الشركة، تكرموا مشكورين لأن طلبت صور عن عمل التنفيذ، فسلمونا مجموعة من الصور، يعني حقيقة كبيرة اخترنا منها مجموعة نعرضها هنا، وبنشكرهم على جهودهم في هذا. الشركة الأخرى شركة أسوان رفضت أنها يعني تعطينا صور عن أعمال الترميم. هو المشكلة أن أنا لي علاقة مع اليونسكو من 75، ونفذت مشروعات لليونسكو خلال 30 سنة في العالم العربي وفي العالم الأوروبي أيضا، في قبرص، في سراييفو، في كوسوفو، في مولدوفا. ومن هنا كان يعني لنا موقف محدد، يعني حضرتك زي أن الترميم الأول لما تم استدعيت اليونسكو الحقيقة أنه يجي يقيم الأعمال اللي جت، وجت السيدة الأستاذة زينب أهومباي من جامعة إسطنبول، وهي رئيسة الإيكوموس التركي كانت آنذاك، وكتب التقرير ليس في صالح الترميم الذي تم. فيعني حتى عندما دار الهندسة رشحتني أن أنا أتولى مشروع الترميم، كان في تعليق مع وكان في سادة وزراء حاضرين، خلي بالكم ده لمعي بيروح يجيب اليونسكو كل شوية. فعلا أنا جبت اليونسكو للسيد فاروق حسني 3 مرات، وفي تقارير عن الترميم الذي تم في القاهرة برضو ليس يعني مضبوط، إنما ده مش موضوعنا. إنما إحنا طبعا بنتعامل مع اليونسكو ليس ضد مصلحة مصر، ولكن إحنا بنحافظ على التراث المصري، ده كان أهم حاجة. هنبتدي المحاضرة بتاعتنا، ترميم جامع الأزهر، قلعة الإسلام في مصر، في القاهرة التاريخية. وحضرتكم عارفين القاهرة التاريخية موجودة على لائحة التراث العالمي من سنة 78، وبالتالي فإن أي ترميم يتم هناك لازم يتم طبقا للمعايير الخاصة باليونسكو. يعني ليس هنا عندنا أن إحنا لازم أن تلتزم الدولة ويلتزم المرمم
أن هو يعني يقوم بهذه المشروعات طبقا للمعايير والاستراتيجيات الخاصة باليونسكو. ولهذا السبب قبل الدخول في المشروع هنتكلم على هذه المعايير وهذه التعريف عشان برضو الناس تعرف ان احنا كيف عندما تدخلنا في مشروع الأزهر تدخل بيتم طبقا لمعايير دولية وليس اجتهاد. ليه؟ لانه في الفترة الاخيرة برضو كما هو معروف في مصر دائما لازم هتلاقي النجاح في حاجة اسمه اعداء النجاح. حضرتك ازاي؟ واعداء النجاح هتلاقي حضرتك على الفيس بوك بتاع شويه هجوم ان الحقوا يا جماعه ده بيجددوا جامع الازهر. هذا غير صحيح وردينا عليهم، احنا ما بنجددش جامع الازهر، احنا بنرمم الترميم، احنا بنزيل الاعتداءات التي تمت على جامع الازهر باستخدام الخرسانه المسلحه والاسمنت، الاسمنت مرفوض دوليا من الايكوم الايكروم في روما في دراسه عن مصايب الاسمنت في استخدامها بالنسبه للمباني اللي هي الحجريه. وحضرتك ازاي؟ فيعني مش انا اللي بقول، انا لست ضد الاسمنت ولا عندي مصنع اسمنت ولا لي علاقه مع مصانع الاسمنت، لكن الايكروم وهو الجهاز الفني لليونسكو في روما مطلع كتاب عن ترميم من ضمنه مساوئ استخدام الاسمنت، ومن حتى من ضمن التقرير سوء استخدام الاسمنت في ترميم تم في الخمسينات في العماره المصريه القديمه في الاقصر. تسمحوا لي ان احنا معلش يعني انا اسف ان بطيل عليكم، لكن يعني طبعا انا بعبر عما يجيش في صدري يعني في احتراما للتراث، لانه انا يعني اوهبت حياتي للتراث، ما بعملش حاجه خالص غير ان انا اشتغل في التراث في العالم العربي من الشام الى عمان من مصر الى المغرب. وحضرتك ازاي؟ فاحنا بنعتبر نفسنا خدام للتراث مش مرممين للتراث، لا خدام للتراث. قبل البدء في أي من مشروعات الترميم يجب أن يكون هناك تحديد واضح للتعريف المختلفة: الحفاظ، الصيانة، الترميم، الإصلاح، التقوية، إعادة الإنشاء. كذلك يجب على اللجنة العلمية الفنية وضع الأطر والمحددات التنفيذية لكل المبادئ السابق ذكرها، بالإضافة لوضع القيم اللي هي الفاليوز التي على أساسها يتم تحديد قيمة كل أثر وأسلوب التعامل معه. يتم تحديد استراتيجيات العمل في مجال الحفاظ والصيانة في الآثار طبقا للمعايير الدولية اللي وضعها اليونسكو أو من خلال المواثيق الدولية الصادرة عن المجلس الدولي للآثار والإيكوموس أو من خلال إصدارات المركز الدولي للحفاظ على الممتلكات الثقافية الإيكوم والاتفاقيات الصادرة عن مركز التراث العالمي وورلد هيريتج سنتر، لأن إحنا القاهرة محطوطة على لائحة التراث العالمي. فعندنا في الحماية يمكن التعريف باللغات الأجنبية لأن هم اللي واضعين هذه الأسس وخبرك زي بتبقى أدق شوية. في عندنا protection حفاظ preservation، حماية مستدامة conservation، تقوية consolidation، تأهيل adaptation، ترميم restoration، إعادة الإنشاء reconstruction، إعادة تجميع العناصر المتناثرة اللي هي بنعملها في الأطلال anastalosis. تعريف هذه العملية، التعريف دي على تعريف دولية يعني ليست اختراع من عندي، واخد بال حضرتك ازاي؟ احنا طبعا بحكم وجودي في اليونسكو من فترة طويلة ووجودي في المركز الدولي، كنت عضو المكتب التنفيذي الدولي 12 شخص مختارين بنختار كل 3 سنوات بحد اقصى 9 سنوات عشان هناك في نظام ديمقراطي ما حدش بيقعد الى الابد، يعني بعد 9 سنين لازم الواحد يترك مكانه لحد تاني يجي جديد، انما الحمد لله ماكسيمم 9 سنوات، وانا كان لي الشرف ان اكون معهم 9 سنوات بالاختيار من الدول العالميه 189 دوله وهم 12 واحد اللي بيختاروا في هذا المجال. فعمليه هي عمليه وضع محددات خاصه بهدف التاثير على الظروف الفيزيائيه للمبنى التاريخي للدفاع عنه والحمايه من التدهور او الفقدان او التعدي، بوضع اسلوب وقائي للحمايه او الوقايه من الاخطار او السرقه او النهب، وضع مناطق عازله بافر زون حول المباني او حول المواقع بشروط خاصه، وهو احد الوسائل ضمن اساليب الحمايه. كذلك فان الحمايه تشمل وضع لوائح قانونيه او تخطيطيه بهدف توفير بيئه صالحه حول الممتلكات الثقافيه، كما تشمل الحمايه الفيزيائيه وضع سقف او سواتر او نقط الممتلكات
إلى أماكن آمنة على سبيل المثال إلى المتاحف. يعني بعض الأحيان لما يكون في ظروف صعبة في حرب تنتقل ممكن نقل ممتلكات اللي هي ممكن تنتقل إلى أماكن للحماية وما بنحطها في المتاحف. معايير الحماية قبل إجراء الحماية والتي هي في العادة ذات طبيعة مؤقتة والتي تسبق عملية الحفاظ، فإنه يجب التحديد بكل واقعية للتهديدات المتوقعة التي يمكن أن يتعرض لها التراث الثقافي. الحماية سوف تضمن سلامة الحالة الفيزيائية أو البيئية للممتلكات الثقافية أو المواقع الأثرية من أي تدهور أو أي ضرر تسببه الظروف المناخية أو الطبيعية أو تهديدات بفعل الإنسان. في حالة رفع أحد العناصر التاريخية والمعالم المعمارية من أماكنها، فيجب تسجيل ذلك بكل دقة وتحفظ في مكان آمن لحين إعادتها لمكانها الأصلية. وده حصل، اللي احنا نرى يعني معبد أبو سمبل اليونسكو هو اللي رفعه، يعني عندما لأنه من ضمن الشروط الموجودة في اتفاقية بتاع فينيسيا بتاعة الحماية إنه عدم نقل المكان الأثر، إنما في ظروف خاصة عندما تعرض الأثر إلى ظروف خاصة في عملية التدهور زي عملية السد العالي، فكان لابد من رفع هذه الأماكن إلى أماكن أخرى ونقلها إلى أماكن أخرى، ولكن ليس إهدائها لدول. يعني معلش هو حصل إن هنا يعني الدولة المصرية تفرط في تراثها فأهديت معابد كاملة إلى بعض الدول، واخد بال حضرتك إزاي؟ فأداب عن هذا يعني هو يعني ممكن تقدير الدول التي قدمت المساعدة بوسائل أخرى، ولكن ما فيش حد بيودي تراثه في مكان آخر يهديه لدول. العملية يعني حقيقة برضو هنا وجدير يعني بحكم وجودي أنا في المنظمات الدولية، وكمان أنا كنت السادس يعني في السنوات التأخيرة دي عضو في المجلس الإدارة المجلس الأعلى للآثار لمدة 6 سنوات 4 سنين بقرار من مجلس الوزراء. فطبعا الواحد بيتعرف على ما يجري في العمل. فطبعا إهداءات تمت في فترة عبد الناصر، إهداءات تمت في فترة السادات، إنما يعني حقيقة يجب نقولها إن فترة الرئيس حسني مبارك، معلش موضوع 25 يناير 1911 ده موضوع تاني، نحن نتكلم على إهداءات الأثار، لم يتم إهداء أثار واحد إلى خارج مصر. يعني عشان برضو نكون، أنا ليس لي مصلحة مع حد، وأنا لم أكن في يوم من الأيام لا عضو في هيئة التحرير ولا في الاتحاد الاشتراكي ولا في الاتحاد القومي ولا في أي منظمة. أنا ملك مصر، يعني مصري وماك زي، ومعلش يعني موضوع جذوري تعود إلى فترة محمد علي، ولكن مش عاوزين نخش في هذه التفاصيل. عملية الحفاظ، بندي أمثلة من عمليات الحفاظ اللي تمت في مصر. بيت جمال الدين الذهبي واحد بحر الذهب، هي عملية اتخاذ إجراءات تساند وتؤازر الوضع الحالي، لأن هذه الكلام ده بيتحول في الآخر إلى منهجية عمل. يعني احنا بنتكلم عليه عشان الناس هتحس ان الموضوع مش موضوع صالح لمعي ولا ابراهيم ولا خليل ولا بتاع، ملوش علاقة بالعملية. عملية هو انه عشان عندما نعمل علينا هنشوف احنا هنشتغل، هنعمل عملية حفاظ يبقى دي منهجية الحفاظ، هنعمل عملية ترميم يبقى دي منهجية الترميم. واحد حضرتك ازاي يعني في كل منهجية. ففي بعض الناس بتقول ايه في مدارس، هو ما فيش مدارس. واحد حضرتك ازاي هي منهجية، يعني واحد بيعتمد منهجية معينة والمنهجية دي بتستخدم، وبالتالي بنبقى ماشيين ضمن المنهجية دي في عملية الحفاظ أو عملية الترميم أو عملية إعادة الإنشاء أو بحيث إن إحنا عندنا مبررات وبناخد موافقة الدولة. واخد بال حضرتك إزاي؟ وبيبقى فيه بعض الأحيان اشتراك من اليونسكو، بما أن هذه المواقع مسجلة على لائحة التراث العالمي، فمن اتفاقية التراث العالمي إن ممكن إن الدولة تطلب من اليونسكو انه يساعده فنيا في مثل هذه الامور. وتشمل ايضا الزيارات التفتيشيه والصيانه الدوريه، ويتبع ذلك تسجيل الاضرار، وعلى سبيل المثال الاضرار الناتجه من المياه، حشرات، نباتات وازالتها. معايير الحفاظ، الحفاظ يضمن استمرار الشكل الحالي للمبنى وتكامله، مواد البناء، الهيكل الانشائي والموقع العام. إن إعادة الإنشاء الجوهري أو ترميم العناصر المفقودة ليست الهدف في عملية الحفاظ. يعني ده ما نعمل عملية حفاظ ما بنعملش العملية بتاعت يعني ترميم أو عملية أجزاء مفقودة. إن عملية الحفاظ تشمل توظيف جميع التقنيات لوقف أو تأخير عملية التدهور
للممتلكات الثقافية من خلال برنامج الصيانة الدورية. الحماية المستدامة هي تماس عملية الحفاظ ولكن بشكل أشمل، فهي حماية على مدى الزمن من تنظيف وإصلاح وتقوية، وهدفها النهائي والحفاظ على الأصالة والصورة المتكاملة للممتلكات الثقافية. هنا بنقدم مجمع الأيتام، هذا المبنى يعني المشاريع اللي احنا بنحطها هنا دي مشاريع المركز. اشتغلنا في القدس، انا كنت مسؤول الامم المتحده عن القدس وقمت بزياره القدس 25 مره، وفي النهايه اتعمل برنامج خاص للحفاظ عن القدس وحتى مخطط عام لمدينه القدس، كل ده موجود، مستندات موجوده، وانتهى العمل بتاعنا تقريبا في عام 2014. فهنا ده مجمع الأيتام، ده المشروع ده أخذ جائزة الأغاخان، يمكن حضرتكم في المعرض اللي خارج هتشوفوا هذا الموضوع، واخد جائزة الأغاخان سنة 2004. إن عملية الحماية المستدامة تشمل أسلوب الحماية مثل التسجيل في السجل العام أو وضع اتفاقية من المنظمة الحكومية أو المالك، حماية للموقع باستعمال النظم والشروط المخطط العام. إن عملية الحماية قد تشمل الصيانة والترميم وإعادة الإنشاء واستخدام مناسب جميعها أو بعضها. تشمل عملية الحماية الاحتفاظ بكل الإسهامات التي لها دلالات مميزة والمرتبطة بالمبنى أو الموقع والتي تمت عبر الفترات التاريخية التي مضت على المبنى. إن التغييرات اللي يمكن أن تحدث خلال عملية الحماية يجب أن تتم في أضيق الحدود ويجب أن تكون قابلة للاسترجاع وبدون أن تحدث تغيرات جذرية تؤثر على الدلالات الثقافية للبناء أو الموقع. تقوية هي عملية تدعيم فيزيائي للمبنى عن طريق إضافة مواد تقوية الأصلية أو العناصر المعمارية أو الإنشائية لضمان وحدتها الإنشائية وعدم تعرضها للدمار. إن عملية التقوية جوانب سلبية، وذلك إذا لم تكن محددة المفهوم، بمعنى هل التقوية للمدى القصير أم أنها للمدى البعيد، أما إذا كان ممكن إزالتها أو استبدالها. كل هذه النقاط يجب أن تناقش قبل بدء العمل. هنا بنعرض نموذج من النماذج المهمة، جامع المنصوري، ده بتاع منصور ألوون في مدينة طرابلس الشام، احنا بنسميها طرابلس الشام لان في طرابلس الغرب اللي هي في ليبيا، طرابلس الشام دي مئذنة وكان فيها مشكلة ان فيها شروخ، وعملنا نموذج حسابي برضو عشان الزلازل، وتبين من النموذج الحسابي ان نفس الشروخ الموجودة في النموذج الحسابي هي نفس الشروخ الموجودة على الطبيعة، يعني فعلا من الزلزال اللي تم في هناك سنة 56 لم يعالج وتركت العملية، يعني في بعض الأحيان كده عملية يعني علاج مؤقت أو علاج يعني تصور الزلزال. ولذلك بعض الأحيان معلش يعني احنا لا نهاجم المهندسين المدنيين، لكن في ساعات بيخش تدخل معماري أو تدخل إنشائي من ناس غير متخصصة في ترميم التراث، ودي عملية خطيرة للغاية لأن بيتم ده. هنا إن العملية دي عملنا تحزيم للمبنى بالكربون فايبرز، وطبعاً الكربون فايبرز حضرتكم عارفين إنه يعني في التنشن بيبقى حوالي أكثر من 12 مرة الستيل ستراكشر بتاع أي ستيل، وبالتالي وبعدين ده بيدي يعني بس يجب عند استعماله برضو اتخاذ احتياطات مهمة جداً، انه لما بتعمل الكربون فايبرز بتلزقه بالإبوكسي ممكن عند حركة المبنى انه المادة بتاع الحجر تكون أضعف من الإبوكسي فينفصل الحزام وبالتالي لا يؤدي الهدف بتاعه وكأن الواحد ما عملش حاجة. وهذا حضرتك ازاي؟ فبيتم عملية تقوية للأحجار في مواد موجودة وما في الأسواق بتاع، طبعاً مش مواد مصرية، ويجب هنا استعمال مواد يعني سبق أن استعمالها في عملية تقوية الأحجار. في عندنا شركة فاكر في ألمانيا، وشركة فاكر موجودة يعني فيها حوالي 13,000 موظف، أنا زرتها سنة 77 قضيت عندهم يوم بالكامل، عندهم معامل، عندهم جهاز فني، عندهم يعني ناس محترمين جداً، شركات ضخمة. وهذا حضرتك ازاي؟ وعنده ستون سترينكسر، واخد بال حضرتك ازاي؟ وده ميكشر من السايلين والسايلوكسين بيتعمل مع، واخد بالك ازاي؟ فده طبعا ده سوري سترينكسر ميكشر من مونوميريك والجوميريك سيل سيليكيت، معلش انا اسف يعني. هيجي بعد كده الووتر ريبلنت ماتيريال، ده اللي هو السايلين والسايلوكسين، معلش لا تؤاخذوني في بعض الاحيان، معلش الواحد يعني من صغر السن
يعني أنا الآن 82، فيعني سامحوني بعض الأحيان يعني لما يحصل بعض الميستيكس. فالفكر موجود، واخد بحضرتك ازاي، وده ميكشر رائع جدا استخدمناه، وكان أول استخدام ليه في بيروت في خان لفرانك، وجبت المادة أنا واستعملناها مع جامعة القاهرة، الإخوانا الدكتور حسن فهمي إمام صديقي العزيز بتاع روك ميكانيكس كانواش عرفوا حاجة عن المادة دي خالص، يعني لم تكن المادة معروفة في مصر، أنا استوردتها بمعرفتي باسم جامعة القاهرة عشان دخلها برضو بدون مشاكل الجمارك، ودفعت الفلوس كان يعني جبت عينة بس عشان بتاع ب7000 جنيه، وعمالك زي أنا دايما اتبرع كتير يعني عمالك زي 7000 جنيه طبعا في التمنينات برضو فلوس يعني، وبعدين كل واحد له مقدرة. المهم جبنا المادة واستخدمت هناك وجابت نتائج مذهلة في عملية تقوية الأحجار، واخد حضرتك ازاي. أنا زلت أتذكر أنه طبعا هو ممكن المادة دي ميزتها أنها تتغلغل في الحجر، وبعدين طبعا لما يكون فويدز كتيرة لازم حضرتك تعمل مرة واثنين وثلاثة، واخد بالك ما تعملش مشكلة يعني، أنت ممكن العلاج مرة واثنين وثلاثة، واخد بالك ازاي. في أول مرة طبعا ضربوا لي تليفون النتيجة بتاع الأحجار بتاع خان لفرانك، هي أحجار يعني جيرية رملية فيها بروزتي عالية شوية، فطبعا كان في فراغات موجودة، فبالتالي التماسك بتاع الحجر لم يتم، فقلت له معلش احقنها تاني وسجرب تاني مرة تانية وبتاع، وفعلا جربه مرة تانية وطلعت نتائج، وصلنا الكمبريشن ستريس في الحجر إلى ما يزيد عن 600 كيلو جرام على السنتيمتر المربع، عملية خطيرة للغاية يعني فعلا بتأدي نتائج كده. وهنا احنا عملنا كده، رشينا المناطق ديت الأول بالفكر عشان نقوي الحجر، وبعدين تحزم بتاعب الكربون فايبرز مع الإبوكسي ريزن، وبعدين رشينا الوش بتاع الكربون فايبر مرة تانية برضو بريزن مع ساند عشان نعمل سطح خشن، عشان أقدر إن أنا أعمل عليه طبقة بياض باستعمال هيدروليك لايم مع بودرة حجر بنفس نوع الحجر. وحضرتكم لو تشوف هنا الصورة بتاع الميزانة لا تستطيع أن تميز إلا إذا قربت جدا وتشوف المكان اللي تمت فيه عملية الترميم، وده هو ده المطلوب. لما تقرأ المواثيق إن هنا لازم الترميم إن يحصل تكامل مع الجزء المرمم مع الثاني، ولكن لازم تميزه إلى حد ما عن طريق إنك أنت عن قريب تقدر تشوفه، واخد بالك خصوصا العين اللي هي اللي عندها خبرة في هذا الموضوع، ازاي يعني دي الشطارة ازاي توصل انك انت لهذه المراحل في عملية الترميم، وده بيتوقف على حسب الشغل الناس الموجودة. هناك في فريق الحقيقة في لبنان احنا عملنا من سنة 82 ايام ما كنت موجود في الجامعة هناك، سمح لي الدكتور محسن خليل الله يرحمه ان انا اتعامل مع يعني مديرية الآثار، وكان في تمويل من الرئيس الحريري وقتها في الجامع العمري اللي دمر في حرب الاحتلال الاسرائيلي سنه 82، درجه التدمير كانت شبه شامل، لدرجه انه الرئيس الحريري اللجنه الهندسيه اللي موجوده في لبنان قالت الجامع لا ممكن ترميمه انتهى، ولكن والد الرئيس الحريري يعني له الفضل في هذا انه المكان ده له ذكريات تاريخيه في لبنان، وده برضه عمليه مهمه المشاركه الشعبيه، وإزاي المشاركة الشعبية السليمة إنها تؤدي في الآخر إلى تدعيم عملية البتاع، وصمموا إن هم يرمموا المبنى يعني رجعوا المبنى تاني. هنا كانت عملية ترميم مع ريكونستراكشن. لحزن الحظ العبد الفقير اللي واقف قدام حضراتكم ده، عندما ذهبت إلى لبنان أنا أديت خدمة جديدة للبنان، سجلت المباني بتاعت صيدا، سجلت المباني بتاعت طرابلس لوجه الله تعالى من خلال طلبة الجامعة بيروت العربية، وكان ده مش موجود في المقرر عملية توثيق المباني الأثرية. حولت أنا المنهج بتاع تاريخ العمارة إلى دراسة ميدانية، لأن هي دي اللي بتعرف الطالب على التراث بتاعه، وعملنا كتب في هذا المجال، وبالتالي الجامع لما تح كان عندنا بعض الرسومات الطلابية عشان نقدر إن احنا نستعيد الشكل اللي كان موجود، استكملت طبعا على الأضرار الموجودة، ويمكن يكون هنا في صور أو موجود صور في المعرض في الخارج، وده يعني بيوري واخد بحضرتك ازاي ان يجب توثيق التراث، ما نستناش لآخر لحظة لما يتم زلزال ولا يتم بتاعه وبعدين نقول والله التراث راح،
يعني لاجب ان الدولة يكون عندها مركز توثيق كامل. واخد حضرتك ازاي كان زمان الناس بيشتغل بالمتر والبتاع والشريط والبتاع والتيدوليد، تطور موضوع التوتال ستيشن مع فوتوغرامتري، دلوقتي بقى في ليزر سكانر، واخد حضرتكم ازاي، واصبح عملية التوثيق عملية مهمة جدا يجب انها تتعمل في هذا العمل. انا بس بحرض هذا عشان تشوفوا، يعني بنعمل عملية ليس الكلام بس ان احنا بنعرض بتاع، لا بنعمل امثلة تطبيقية كيف تتم عملية تقوية علمية في مثل هذا المجال. عملية التأهيل، وضع محددات لإعادة تأهيل المبنى بصورته الحالية لأداء وظيفة قديمة أو وظيفة مناسبة، وذلك من خلال إصلاح أو تطوير مع الحفاظ على أجزاء والعناصر بالمبنى القيمة تاريخية أو معمارية أو ثقافية مميزة عبر العصور تواكبت على المبنى منذ إنشاؤه. في عندنا هنا ده خان الفرنك، وزي ما حضرتكم شايفين الاحتفالات اللي استعملت في خان الفرنك سواء احتفالات ثقافية، معارض بتاع، يعني كيفية استخدام المكان مرة أخرى. وكان يعني فعلا بعد ما كان المبنى يعني متخرب بعد في الثمانينات، مؤسسة الحريري هي اللي تولت هذا. الله يرحمه الرئيس الحريري كان رجلا خيرا، أنا عملت معاه من 82 إلى وقت اغتياله في 2005، فكانت فترة من أسعد الفترات اللي عملت فيها معاه. عملنا شغل متميز جدا في سور، في صيدا، في بيروت، في بعلبك، في طرابلس، وعمل ازاي. يعني ده من حبه للتراث وحبه لبلده، وعشان كده احنا بنطلب من الناس برضه يعني عمليه عرض هذا الموضوع تثير الاحساس في الناس اصحاب المال ان هم يهتموا بتراث الوطن ان هو جزء اساسي من المبنى. معايير التاهيل، ان التصميم الحديث للتغيير او الاضافه للعناصر الموجوده حاليا لا يمكن قبوله، خلي بالك حضرتك شوفوا الا اذا كانت هذه التغييرات او الاضافات لا تؤدي الى الاساءه للعناصر الهامه ذات الصفه التاريخيه او المعماريه او الثقافيه، على يكون التغيير متوافق مع الحجم والمقياس واللون والماده والطابع والوسط المحيط والبيئه المحيطه. يجب التاكيد على ان الاضافه او تغيير الهيكل الانشائي يجب ان يتم بحيث ان ازالتها او تعديلها لا تغير من الشكل المتكامل للمنشأ ولا تؤدي الى احداث خلل به. ترميم، هنا بقى ما نخش في الترميم اللي هو هيجي لنا بعد كده، ترميم له مفاهيم متعدده، والمفهوم الغالب هو اعاده المبنى التراثي او العنصر الاثري الى صورته الاصليه بتفاصيله وموقعه في فتره زمنيه محدده مع ازاله اي اعمال مستجده. وفي مفهوم اخر فان الترميم، وده هو المفهوم الحالي المعتمد دوليا، أن نحافظ على جميع الفترات التاريخية التي مر بها البناء طالما أن وحدة الترميم ليست الهدف المنشود، وده موجود في ميثاق فينيسا عام 64 في مادة 9 إلى مادة 13 بيبقى في محدد، لأن الهدف الأساسي للترميم يجب أن يكون الحفاظ على الصورة المتكاملة وأيضا على القيم الثقافية، وأن يظهر ويحسن الصورة التصميمية الأصلية ضمن المواد المتواجدة في الموقع، وهذا يخالف ما كان عليه في السابق بإعادة بناء الأجزاء المفقودة. معايير الترميم، كل جهد سوف يبذل لإمكان استخدام المبنى في وظيفته الأصلية أو وظيفة مناسبة والتي تتطلب تغيرات أضيق نطاق في أضيق نطاق ممكن للمبنى والوسط المحيط. أعمال التقوية المطلوبة للاتزان الإنشائي أو إدخال نظم ميكانيكية يجب أن تحجب في حالة أنها تسبب إنقاص للقيم الجمالية والتاريخية، إلا إذا كان هذا الحجب سيؤدي إلى تغيير أو هدم القيم التاريخية المميزة للمواد أو الفراغ. إذا أدت أعمال الترميم لأحداث خلل بالمصادر الأثرية، فإن استرجاع المواد الأثرية يجب أن يتم بالتوافق مع الخبرة المهنية الحالية. هنا عندنا ده هالة سلطان تيكا اللي هو المبنى موجود عندكم في المعرض أيضاً، وده في جزيرة في لرنكة في قبرص، ده مشروع أنا بسميه التراث من أجل السلام، لأنه كان مشروع أمريكي بدعم من الحكومة الأمريكية في قبرص في محاولة لإيجاد الوحدة في جزيرة قبرص مرة ثانية. في مبنى مسيحي في شمال قبرص في الجزء التركي، وفي مبنى اللي هو المسلم ده موجود في الجزء التركي القبرصي، وبالتالي فكان هنا عملية محاولة لانه انجاح المبنى رغم انه مبنى صغير ان له قيمه تاريخيه مهمه جدا في الحضاره الاسلاميه، لانه ده يمثل موقع
لأول رحلة بحرية إسلامية سنة 648 هجرية، في 648 ميلادية، وفي بداية عصر سيدنا عثمان أيام ما كان معاوية حاكما على دمشق، مش أثناء الدولة الأموية، لا كان حاكم على دمشق، وطلعت حملة هناك، والحملة للأسف طبعا كان في عملية استيطان لكنها لم تستمر ورجعت مرة تانية بتاع، وهنا ماتت سيدة يعني مش هنخش في التفاصيل، لكن هنا المبنى ده تم ترميمه بدعم أمريكي تحت إشراف اليونسكو واليو ان دي بي، ويعني عندنا خطاب جميل جدا من اليونسكو عن هذا المشروع، لأن كان مفروض لدينا إشراف عليه على أساس إن هم يطلبونا يعني يا دمعي هنعوزك تعالى بكرة مثلا أو تعالى كذا. المشروع تم محدش سأل فينا، فقلنا خلاص والله ما حدش بعت لنا، بس جالنا جواب في الآخر كان في منتهى الجمال، وده احنا يعني بنقول هذا عشان برضو يعني نرفع من الروح المعنوية في مصر هنا، ان في ناس كويسة موجودة تستحق انها البتاع. قال ان المقاول لم يجد اي مكان في حاجة يسأل عليها، المشروع كان سوء متكامل لدرجة انه ما طلبش اي معونة، وبالتالي احنا اسفين جدا ان احنا ما طلبناكش، لان ما عندناش مشكلة في المشروع اللي انت مقدمه، كان سو كومبليت لدرجة انه كان ده فعلا من المشاريع المتميزة جدا اللي اشتغلنا فيها، وعملنا فيه يعني مجهود دولي مهم. يعني إعادة الإنشاء، عندنا هنا أعمال الوضع الأصلي لأجزاء المفقودة باستخدام مواد حديثة أو قديمة أو الاثنين معا إلى صورته الأصلية في الشكل أو الحجم أو التفاصيل، سواء كانت أعمال سواء كانت أعمال إنشائية أو عناصر معمارية طبقا للفترة الزمنية التاريخية على تستند العملية لدراسة أثرية وتوثيق معماري معتقد. عندنا هنا ده مسجد مدرسة الأم السلطان شعبان في الضرب الأحمر في شارع التبانة، زي ما حضرتكم شايفين الصورة هنا قديمة، المئذنة الجزء العلوي واقع، الجزء العلوي هنا انضاف، ده شغل اتعمل مع منظمة الأغاخان لما كان بترمم في الشارع اللي هناك او عم تعمل حديقة الأزهر، فالأغاخان لما جه وجد انه هو واقف في حديقة الأزهر بيشوف السلويت بتاع القاهرة في هذا المكان، فوجد بعض المباني تستحق انها يعني الاهتمام، منها المدرسة بتاعت خير بيه والمدرسة بتاع أم السلطان شعبان. كان ميزانتين الجزء العلوي وقع في زلزال في النصف الثاني من القرن 19، وبالتالي عملنا إعادة تاني لهذا الجزء. طبعا كان يتصور بعض ان احنا مثلا وهو واحد قاعد رسم ميزانة وبتاع كمل، لا، في خلال 50 سنة اللي انا عملت فيها في مجال التراث عملنا تحليل هندسي جيومتريك اناليسيس للديزاين كونسبت للمآذن للمساقط للوجهات لكل العناصر المعماريه الموجوده، وتبين ان هناك في مدرسه موجوده اساسا، وعندنا مخطوط للبوزجاني حاطط فيه اسس تصميم اللي كان بيعلموها للحرفيين زمان، وهو كاتب كده حتى يعني ده هذا الكتاب للحرفيين والمهندسين، وده مخطوطة من القرن الثالث الهجري، موجودة نسخة في القاهرة في مكتبة القاهرة في بتاع البولاع، في نسخة موجودة في اسطنبول، في نسخة موجودة في باريس. حضرتكم لما تشوف فيها هتجد فيها الراجل ماتيماتيكا بيحط أسس تعليم النظام الهندسي بتاعه، وتبين إنه العلاقة هي أساساً علاقة بين المربع والدائرة، مسميها هو تربيع الدائرة وتدوير المربع. حضرتك لو رسمت دايرة وحضرت عليها مربع ووصلت تطلع لك جيومتريك غير معقول وبتاع. طبعا بداية تطبقه على الديزاين، فاحنا لما رفعنا المآزن وبقى ازاي في مآزن يعني فيها اجزاء كاملة، قدرنا ان احنا نطلع، تبين فعلا ان هناك مدرسة يعني في كونسبت في عملية التصميم اللي بيخلي هذه النسب الجميلة اللي موجودة، يعني في نسب تورثوها الناس موجودة ناسقة من الدراع، يعني الدراع والشبر الصباع الخامات اللي هي المقاييس القديمه دي كانت موجوده، وتبعنا نطبق هذا الكلام وجدنا فعلا ان مثلا مداميك الحجر نص دراع، الدراع بيتغير حسب العصور برضه ماشي بتاع، يعني في العصر بتاع محمد علي الدراع وصل 75 سم
والذراع في الفترة بتاع حضرتك ازاي في الذراع الهشيم الصغير الذراع الهشيم الكبير 1.60 1.66. طبعا الحجر بيتقطع يدوي، يعني ما يجيش واحد بيقول لي والله نص الذراع يبقى 66 33 سنتي بالحرف، لا هتلاقيه 63 ونص 34 ممكن يبقى 32 و7 من 10، لان ده مش ميكانيكال ده بيقطع باليد. انما هتجد لما تشوف الواجهه بتاعت اي مبنى هتلاقي العرميس الموجوده، وحتى هو الناس بيسموه بتاع عرموس، هو اسمه عرموس عرنيس الدره، واخد بالك ازاي؟ فده فبتجد حضرتك الخطوط دي هي دي البروبورشنز. لما تاخد انت بص تلاقي في نسب بتترتب عليها بالنسبه لعرض الفتحه ارتفاع الفتحه الارش اللي موجود، كل دي عمليه مدروسه تبقى بتاع. فاحنا عملنا تحليل وجبنا المئزنه الجزء الثابت طبقنا عليه، لقينا بينطبق عليه التحليل الموجود عند برقوق عند الغوري عند يعني بتاع الفترات كلها العصر الايوبي، كل ده في مدرسه موجوده اللي هي النسب الهندسيه دي موجوده، وبالتالي امكن ان حضرتك تروح تتفرج عليه هتجد ان يعني فعلا كما لو كان ده موجود. طبعا احنا استندنا الى صور قديمه، يعني ما لازم يكون في عندي عشان في بعض الاحيان ان الجوسق اللي هو موجود فوق هنا اللي هو الجزء العلوي ده في منه جزء مشال على اعمده، في جزء ساعات الاعمده بتبقى مدمجه في حيطه. طب نعرف منين دي مدمجه ومش مدمجه؟ فبنشوف الصور القديمه، لازم يكون عندي مستندات عشان اقدر ان انا من خلالها استطيع ان انا احدد العمليه. انا بتكلم هذا عشان معلش الناس برضه تشوف المنهجيه اللي احنا بنشتغل بيها حضرتكم ازاي. في معايير اعاده الانشاء، ان اعاده انشاء لجزء او مبنى تراثي ينجزها في حاله اذا كان العمل سيؤدي لاعاده ابراز عنصر هام في تاريخ المنطقه، وعندما يكون عمل يعني حل تصميمي حديث غير مقبول به في ذلك الموقع. إن عملية إعادة جزء أو كل المباني تصبح ملائمة عندما يكون إعادة الإنشاء لهذا العمل سيؤدي لفهم أشمل للقيمة التاريخية للموقع، أو إذا كان لا يوجد مثيل له على الإطلاق سواء من ناحية الإنشاء أو العناصر المعمارية أو التنظيم العمراني، وأنه توجد مصادر ووثائق يمكن الاستناد عليها في إعادة الصورة الأصلية. إن إقامة الأجزاء المفقودة باستعمال مواد جديدة يجب أن يتم بحيث يكون متجانساً في التصميم واللون والملمس وكل المظاهر البصرية الأخرى، كما يجب أن يتم طبقاً لصور أو عناصر تاريخية مؤكدة وليس الاستلهام من عناصر معمارية ومظاهر فنية من مباني أخرى. بعض الأحيان واحد يقول إيه أصل المئزنة دي في مئزنة ثانية في نفس الفترة وبتاع. حضرتكم يجب أن تعلموا أن الفنان الإسلامي في الفترة الإسلامية كان مجتهد للغاية، وأحسن حاجة مثال لهذا حضرتك في جامع ابن طولون هتجد فيه 130 شباك، كل شباك النموذج بتاعه مختلف عن النموذج الآخر، لكن كله مرتكز على زي ما بقول لحضرتكم الدايرة والمربع، اعمل اللي بدك إياه تطبق العملية تجد يعني كل شباك شكل رغمه في جامع واحد. فهنا ما تقدرش تقول والله انا عشان الشباك ده موجود اعمل واحد زيه او بتاع، لا يعني احنا في هذه الحاله بنرفض مثل هذا الموقع. ان اعاده الانشاء على موقع اصيل يجب ان تسبقه دراسات وتحريات اثريه في الموقع بكل دقه لتعرف وتحديد اي معالم اثريه غير مرئيه، يعني تكون مشتغل في موقع لازم تتم حفريات الاول. ما حدش يشتغل في موقع الا لما تتم فيه حفريات عشان ما نطمس المعالم الاثريه موجوده في هذا المكان. ان اعاده انشاء اجزاء مفقوده يجب ان تتم بشكل او بطريقه بحيث لا يضر بالتكامل او الشكل العام للعناصر الموجوده الاصليه. الانستلوزيس دي بنستعملها في الروينز، الروينز يعني زي بالظبط الروينز بتاع مصر القديمه، ما بنقدرش يعني معبد الاقصر في ناس كتير تقول لك هم ما بيكملوش للمعهد. يعني في بعض الاحيان في ناس متعلمه، مش خلي بالك حضرتك مش مثقفه، في فرق بين المتعلم والمثقف، وبتيجي تقول المعبد ده ليه ما كملوش؟ ما هو في جزء موجود وممكن اعمل زيه واقفله وبتاع واسقفه ويبقى حلو قوي والناس تخش قدس الاقداس ونعمل التقاليد والمراسم اللي كانت موجوده ايام الفراعنه. هذا كلام غير موجود اطلاقا. احنا بنجمع الانستلوزيس اللي هي الاجزاء المتناثره، وعندنا هنا في مسجد سعد في الدرعيه، وانا كان ليا شرف أن تكلفني المملكة العربية السعودية، واشتغلنا من سنة 2002 ل 2016 14 سنة في الدرعية، موقع تراث عالمي مسجل في التراث العالمي من 4 سنوات، 37 هكتار، يعني مش مدينة كاملة اللي هي مدينة الدرعية اللي كان مقر الحكم السعودي الأول التي دمرت في حملة محمد علي
عن طريق إبراهيم باشا لما راح هناك في سنة 1818. فطبعا فحتى يعني هم بيهزم بيقول المصريين هدوه وانت المصريين بيصلحوه، فاهم ازاي؟ ويعني يعني لسه كان عندنا اجتماع مجلس الإدارة بتاع اتحاد الأسريين العرب، أنا عضو في المجلس منذ إنشاؤه، فكان الدكتور عايد رضوان يعني بيعرف الناس الموجودة ده فلان ده فلان ده فلان، فقال لمعي أنا روحت السعودية بزور الدرعية، قالوا لي ده لمعي هو اللي عامل الشغل دوت. قلت والله طب كويس. قال لا والله الناس يعني برضو بيذكروك بالخير، إلا هنا لا أذكر بالخير. هي عملية إعادة إقامة الأعمدة المتناثرة لأجزاء، وأصبحت في المفهوم الحالي إعادة تجميع الأجزاء المتناثرة في المواقع الأثرية، تشير إلى تجميع عناصر من الحجر أو الخشب، ولا تعني إعادة بناء الحوائط، وعملية ترميم ذات صفة خاصة باستعمال المواد الأصلية بالموقع وطبقا للدراسات الأثرية المتأنية. وبشكل عام فإن أقل تدخل ممكن في العملية الترميمية هو أفضل السبل في عملية الترميم للحفاظ على الأصالة الحقيقية للمبنى. يجب تطبيق المادة 15 من الميثاق الدولي للصيانة وترميم الآثار في مؤتمر بالنسبة للأطلال، حيث أن لها وضع خاص. تحديد مفهوم الأصالة المثال بتاع اللي هو عندنا في اتفاقية التوسع العالمي في موضوعين مهمين جدا، الأصالة الأوثنتيسيتي والإنتجريتي، دول مهمين جدا استحققوا هدول موجودين ممكن الموقع يتحط في التوسع العالمي. فبرضه هنا احنا بنتكلم على الأصالة، لأن في عملية الترميم يجب الحفاظ على الأصالة بتاع المنشأ، الحفاظ على مواد البناء الأصلية أو علامات أو كتابات أو رسومات بما في ذلك مظاهر القدم هي الباتنا أوف إيج، لأن ده هيجي برضه في عملية الترميم. هتشوف حضرتك في الأزهر لأول مرة في مصر بيتم التنظيف باستعمال البخار، لم يستخدم في مصر في السابق. احنا اللي ادخلنا هذا الموضوع وعملناه قبل كده في المملكة العربية السعودية بنتائج مميزة جدا. هنشوف وسائل التنظيف المختلفة طبقا برضو للمعايير الدولية، وان لماذا البخار هو افضل الوسائل في هذا الموضوع. يتم التمييز بين المواد الجديدة والاصلية حيث لا يتم تزييف الشواهد الاثرية، وان تعبر المواد عن طبيعة المنطقة الاثرية او المنطقة التي يتواجد بها الاثر، كما يجب الصيانة والحفاظ على المواد التي العلاقة بالتطور التاريخي للبناء، الحفاظ على النسيج العمراني التاريخي في المواقع الأثرية، وده مهم عندنا هنا أساتذة التخطيط والتخطيط العمراني موجودين وأحبائك زي فعشان يؤيدونا في هذا، وعدم إزالة المباني القديمة بالمنطقة وحتى إن لم تكن مقيدة في لائحة التراث الوطني، ويتم ذلك عمليا عن طريق أساليب الحماية للحفاظ على القديم وإطالة عمره، وأساليب إعادة بناء بمواد تقليدية في المناطق المدهورة، أساليب تقوية بإضافات المواد الأصلية عن طريق الدهان أو الرش أو المعالجات الكيميائية أو الفيزيائية. الأصالة في عملية الحفاظ، الأصالة في الحرفة اليدوية تتم عن طريق الحفاظ على العناصر التقنية في البناء، سواء في العناصر الإنشائية أو العناصر النظام الإنشائي أو مواد البناء، ويمكن تطبيق ذلك بإيجاد تناسق بين الجديد والقديم خلال عملية الإصلاح باستعمال نفس المواد ونفس الأساليب الحرفية اليدوية. أنا بأطيل في مثل هذا الجزء، لأن هذا الجزء مهم جدا قبل الدخول، لأن في ناس بتاخد موضوع الترميم عملية عشوائية كده عنطرة وعضلات، واخد بالك إزاي؟ ويقول لك أنا أستاذ في الجامعة، أنا أستاذ معرفش فين، أنا بتعكر منا، إحنا بنقول ارفعوا أيديكم عن التراث طالما أنت لسه متخصصا في التراث. واخد بالك إزاي؟ فهي دي العملية. يجب تتم توثيق ونشر أساليب الحرفة اليدوية، ويجب الحفاظ على العناصر اللي تظهر هذه الحرفة وصيانتها وتقويتها وتدريسها في المؤسسات العلمية والمراكز الحرفية. عشان كده بنقول لكم في الجامعات المصرية يجب أن يدرس هذا الموضوع، واخد بالك، بحرفية من ناس متخصصة، ما أجيبش واحد كتاب يقرأ منه. يعني عندنا في مشكلة أن واحد ممكن يقرأ بتاع ابن شبيه يقول له تعالى دارس، يدرس يجيب كتاب يقرأ من الكتاب. ده احنا حصل معانا زمان واحنا صغيرين في الكلية، كان كده، كان كتاب حسن عبد الوهاب الأستاذ اللي بدرس تاريخ العمارة بيجيبه يقرأه لنا، وهو ما راحش المباني ديت. ومرة حصلت معايا، يعني كنت في كلية الفنون الجميلة في الإسكندرية، يعني كنت بدرس فيها لما كنت في جامعة الإسكندرية هنا، كنت بروح عندهم، وبعدين في أحد الأساتذة برضه بيقيته قاعد، أنا قاعد كده، وكان الأستاذ حمود الله يرحمه، واخد بالك إزاي، كان رئيس القسم وقتها. وبعدين الأستاذ بيقول له إيه، عاوز يروحوا، بيقول للطلبة تروحوا ترفعوا
مسجد قايتباي. فأنا طبعا وأنا صغير كنت شقي شوية يعني زي، فأنا قاعد كده قلت له يا أستاذ، هو أستاذ قديم وأنا أيامها كنت لسه مدرس، قلت له يا أستاذ بس أنا بقى دي حرفتي أنا، ما ده ملعب بتاعي زي. فقلت له يا أستاذ أنهي أنهي مبنى لقايتباي؟ فسكت أنا يعني حسيت إن هو محرج. قلت له انت قصدك المدرسه بتاعت ايد بيه اللي موجوده في القرافه بتاع المماليك، واخد بالك، عند صلاح سالم، لان ايد بيه ليه ثلاثه، واخد بالك حضرتك ازاي، واحد في الجبش، واحد في الروضه، وواحد بتاع اجملهم اللي هو موجود في قرافه المماليك، واخد بالك حضرتك ازاي، المدرسه اللي هناك. فطبعا احنا بنقول مدرسه لان النص بيتكتب عليه مكتوب مدرسه، واخد بالك، هو طب الناس بتصلي فيه برضه لكن النص التاسيسي مكتوب مدرسه، فاحنا عشان كده بنسميه مدرسه. فده يعني كان انا بتكلم بس برضه عشان ايه، يعني لابد من انه الواحد يبقى عنده معرفه في التاريخ، في الاثار، في الفنون بتاع، يعني ما احنا ربنا كده يعني، لما رحنا المانيا قعدونا كده، واخد بالك ازاي، يعني الاستاذ بتاعي جاء قال لي شوف يا لمعي، الاستاذ بتاع الفنون بيدرس فنون، انا مش عاوزك تمتحن لكن عاوزك تروح تحضر تسمع تتعلم، واخد بالك ازاي، طول النهار طالع محاضرة نازل محاضرة طالع محاضرة نازل محاضرة، جميع الفنون اللي في العالم اللي بتدرس، واخد بالك ازاي، حضرتها، واخد بالك ازاي، عشان برضه الواحد يتعلم. فهي دي العملية، الواحد لازم يتعلم، واخد بالك ازاي، تاريخ لازم يقرا تاريخ، واخد بالك ازاي، يعني في اشياء كتيرة لابد الانسان يلم بيها. في الأصالة في الموقع عندنا هنا سانت كاترين، وكان لنا حظنا الحلو ايام المرحوم احمد قادري الله يعني يرحمه ويحسن إليه، لأنه من أفضل الناس اللي خدموا الآثار، واخد بالك إزاي، رغم أنه كان في الأصل ضابط طيار في الجيش، لكن في الآخر عمل دكتوراه في الآثار، وكان يعشق الآثار فعلا. فإحنا رممنا الجامع اللي هناك، جامع فاطمي موجود، وده يوري تسامح الإسلام، واخد بالك إزاي، جامع جوه الدير أثناء الحملة الصليبية، السلطان بعت مجموعة من العسكر عشان يبتدوا يحموا القاهرة، ويبقى فيه نقطة ارتكاز زي في الحرب كده، أن فيه نقطة أولية تبقى تتحسس الموقع، لأن كان فيه هجوم، واخد بالك إزاي، مش بس على مصر، كان فيه على مكة والمدينة، فكان النتيجة أنه فيه حملة هناك. طب الحملة عاوزة تصلي، فبنوا جامع هناك، والجامع اللي موجود هناك في الفترة الفاطمية في أعمدة عليها صليب، يعني شوف قد ايه، شوف التسامح قد ايه، يعني الناس بتصلي في الفترة الفاطمية، يعني هو يعني لما يعني كان ممكن جدا في هذه الفترات يعني الحاكم يهد معبد يهد كنيسة يهد بتاع، محدش هيحاسبه ومحدش هيقول له انت بتعمل ايه، لما تحافظ عليه وأعمدة عمل عليها وهدوم عليها صبان موجودة جوه الجامع الناس بتصلي فيه، يعني عشان تشوف قد ايه السماحه اللي كانت موجوده في الناس مع بعضيها، واخد بالك ازاي، عشق هذا الوطن في وجود الناس كلها. اسكندريه مثال حي لتزاوج الحضارات وتزاوج الاديان، وانا بقول هذا لان انا من اسره فيها ثلاث اديان موجودين، عاشوا مع بعض، اتجوزوا، خلفوا بتاع، واحنا من ناس لهؤلاء الناس، واخد بالك ازاي، ما حدش زعل من حد، عشان كده نقول الله محبة، وبقى ازاي لازم ناس تحب بعضيها، ناس تشتغل مع بعضيها، معلش انا يعني بتكلم هذا لانه برضو ده جزء من التراث اللي بنتكلم عليه، دوت جزء من التراث. في أصالة في التصميم، عندنا المقعد هنا في بيت زينب خاتون، العناصر الفنية والمعمارية الهندسية وموقعها في البناء وفكرتها الإبداعية يجب الحفاظ عليها في المباني أو المواقع، وعلى ذلك أن التطبيق يجب مراعاة التناغم بين الإضافات الجديدة والتوجه التصميم الأصلي، وتجدر الإشارة أن عملية إعادة البناء للأجزاء المفقودة في التصميم الأصلي مقبولة بشكل عام، إلا أنها تخضع لشروط عديدة قاسية يجب أن تتم من خلال خبرات متميزة في الحفاظ على التراث الثقافي. يعني عشان كده بنقول للناس يعني لازم يكون واحد، يعني فعلا هتلاقي حتى في المساق الدولي بيتكلم على ان يعني عمليه الترميم عمليه وعاوزه خبره طويله، يعني خبره طويله يعني ايه،
يعني مش شرط يعني واحد شعره ابيض يعني زي الدكتور غيث كده واخباك زي يعني احنا بنجيب بويه ندهن شعرنا ابيض كده ونعمل نفسنا عواجيز وبتاع ونروح نرمم واخدها زي. فهنا لابد من هذه الخبره في هذا العمل عشان العمليه معايير تقييم في معايير عشان احدد المبنى يبقى لازم اخش في تقييم هذا المبنى واخد حضرتك ازاي. وهناك العديد من القيم التي تلعب دورا هاما في تحديد اوليات الحفاظ وتحقيق الحمايه وتبدا هذه القيم من القيمه التاريخيه والفنيه والاقتصاديه وقد تتعارض بعض القيم مع بعضها مما يتسبب في صعوبه العمليه الاداريه. فعلى سبيل المثال فان القيمه الوظيفيه او السياسيه قد تكون دافعا للحفاظ او الصيانه ولكن في نفس الوقت تكون هذه القيم سببا في فقد المصدر التراثي لعدم توافقه مع المفهوم السياسي السائد. عشان كده بيحصل بعض الاحيان واحنا ضد هذا الموضوع يقول لك عاوزين نفتتح وده حصل معانا واحنا بنشتغل في دير سانت كاترين جم قالوا ايه احتفال بعيد سينا كنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم جاء محافظ قال الرئيس عاوز يفتتح اشتغلوا 24 ساعة مفيش ترميم حد بيشتغل 24 ساعة ترميم ارمي خرسانة 24 ساعة ماشي اعمل جزء 24 ساعة اسفلت شارع 24 ساعة انما اشتغل في ترميم 24 ساعة ده كلام لا يصح القول به اطلاقا ولا يعتمد عند اي حد انما السياسي عاوز كده. فقالوا لنا انا بتكلم حقيقي والله هذا ما حدث. فانا عملت ايه بقى رحت للمطران ديميانوس لغاية على النهارده عايش الكلام ده كان 86 فقلت له يا مطران خلي بالك دول عاوزين كذا 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 الدير بتاعك هيخرب. قال لا اعمل ايه قلت له اقفله قفله. جاء المحافظ قالوا له لا لما اول مشتغل كان ايامها بتوع علام هم اللي شغالين هناك فقال له انت هتقفل الدير ليه قال له والله انا بتاع الدير بتاعي قال له لا حتى ليه كلمه المحافظ كانت كلمه طريفه شويه قال له انت في سينا مش في اسينا يعني بيقول المطران المطران تبع اسينا فبيقول انت في سينا مش في اسينا برضه المطران قفل البتاع وعبر ازاي. والراجل طبعا قدر مني هذا الموقف وبالتالي حصل تصميم على عدم استمرار المشروع يعني بتاع الافتتاح واترفع من الافتتاح. ايامها الرئيس حسني مبارك راح افتتح آلة صلاح الدين اللي موجوده في طابه وعبر ازاي وما جاش عندنا بعد ما كانوا طالبين الأسامي الناس عشان يشرحوا للرئيس إيه اللي بيتم اتلغى المشروع. وهنا بدأنا بنتكلم عليه المفهوم السياسي وحضرتك حضرتك إزاي إن تحديد وتوصيف القيم الإنشائية للمباني التراثية يجب أن يتم عرضه في برنامج يتم بالمشاركة الشعبية كما أن الخطة المحلية للحفاظ يجب أن تتوافق مع الأهداف التي جاءت في المواثيق الدولية لليونسكو مجلس أعلى الآثار. ومن أهم القيم ما يلي قيمة تاريخية ترتبط بحوادث تاريخية تعقبت على المبنى ولعبت شخصيات دورا هاما. قيمة ثقافية اللي هي مرتبطة بواقع النظر الحالية من السكان للتراث الثقافي. للأسف جميع أعمال الترميم التي تتم في مصر لا يشترك فيها بتاع السكان. بيجوا بتوع الآثار أو يجوا بتوع يعني المهندسين بتوع البلدية أو بتاع هم اللي بياخدوا القرار. وما يحرك زي فحتى يعني شارع الألفي اللي اتعمل في القاهرة الدكتورة المسؤولة عن الحفاظ التراثي في المحافظة كان لها تعليق على الفيسبوك وبعدها أنا رديت عليها وقلت لها برضو يا ستي هي تعرفني كويس قلت لها ستي من فضلك علموا الناس الأول علموا أصحاب المحلات الأول بتاع. فردت علي على نفس الرسالة الكلام اللي أنت بتقوله يا دكتور لمعي بيقوله المحافظ ولذلك هنعمل دوره تدريبيه لاصحاب المحلات والبتاع وكل من ده. فانا رديت عليها برضه قلت لها معلش مع كل الاحترام انت ما عشتيش المنطقه دي قبل 52 دي كان سكن اجانب ما كانش سكن عرب ما كانش سكن مصريين سكن اجانب وهم اقدر مننا كانوا على الحفاظ على هذا المكان. دول الاجانب اللي كانوا بيشتغلوا في المحلات شيكوريل وأوروكو وشاملة وجاتينيو وسالوم فير وأنو وما عرفش إيه والكلام ده كله دول كانوا هناك ساكنين هناك عشان يروح المحل ما يتأخرش. وبعد ازاي مش زي دلوقتي تدور على الموظف لسه ما جاش يقول لك سايب جاكيتته وسايب طربوش وكان زمان لما في طربيش يسيب طربوش يبقى هو موجود وهو مش موجود
إنما دي علامة من البدع. فإحنا بنتكلم على هذا الموضوع إن فعلا في مشكلة عندنا. القيمة الثقافية مرتبطة بنظرة حالية السكان للتراث الثقافي، مجموعة من القيم المتعلقة بالروابط العاطفية للمجتمع مع أحد المباني أو أحد المواقع التراثية، ترتكز على العمر، العادات، الذكريات، الأساطير والملامح الشعبية، الروحانيات، الديانة، الرمز، الوطنية، المواقف السياسية. قيمة فنية تعتقد عن النقد التاريخي والتقييد العلمي من حيث الأهمية للتقنية الإنشائية والوظيفة والمهارة الحرفية، وذلك من خلال الربط بين الزمن الذي تمت فيه هذه الأعمال والدلالات الفنية الدائمة لهذه الفترة. الندرة وتعود المبنى النادر والمباني الأخرى في نفس الحقبة الزمنية من حيث الطابع والشكل والنمط المعماري وأسلوب البناء، ويلاحظ أن الندرة من العناصر الأساسية تشجع على وضع الممتلكات الثقافية في لائحة التراث العالمي. وإحنا بنعتبر التراث المصري القديم نادر لأنه لا يوجد إلا في مصر فقط. الروماني موجود في دول كثيرة، إنجلترا فيها روماني، ألمانيا فيها روماني، اليوناني أيضا كذلك موجود في مناطق كثيرة مطرح الإمبراطورية، إلا المصري القديم هو موجود في مصر. القيمة الاقتصادية مشروعات التنمية العمرانية تشجع بالدرجة الأولى على عدد استخدام المباني ذات صفة تراثية تلبي قدرا من احتياجات المجتمع والوسط المحيط والمجتمع بشكل عام من خلال عملية الحفاظ والتأهيل. قيمة وظيفية مرتبطة بالقيمة الاقتصادية ترتبط بإمكانية استعمال المبنى أو الموقع الأثري أو تاريخ الاستعمال مناسب. في قيم تعليمية زي المبنى بتاع الأزهر برضه هنا بنستشهد به لأنه المبنى بتاع الأزهر واخد بالك زي له قيمة سياسية لأنه كان بتطلع من المظاهرات المناهضة للاستعمار في فترة الاستحلال الإنجليزي. واخد حضرتك ازاي؟ حتى في فترة 56 الرئيس عبد الناصر راح خطب في الأزهر برضه عشان يثير الحمية في الناس. فهنا في قيمة تعليمية لأن المبنى الأزهر هو فعلا مركز إشعاع تعليمي للإسلام الوسطي في العالم الإسلامي ككل. إن القيمة التعليمية في المباني الأثرية تشمل القدرات المتوفرة بالثقافة السياحية والإدراك الكامل للثقافة والتاريخ والذي يتأتى من خلال الدمج بين المصادر التاريخية والحياة المعاصرة. القيمة السياسية تكون دائما مربوطة بحوادث هامة محددة في تاريخ الأمة وتؤدي إلى جذب انتباه المواطنين لضرورة الحفاظ على الثروات التراثية. المواثيق اللي عندنا اللي احنا بنشتغل على أساسها حضرتك في لستة مواثيق دي فعلا وهبقى حضرتك ازاي. وبعدين يعني يمكن في الفترات الأخيرة أنا كان لي الشرف أن أكون في بعض هذه المواثيق عضوا في عملية المواثيق. ميثاق أسينا الأولاني سنة 1931، ميثاق الدولي للحفاظ بتاع البندقية سنة 64، الاتفاقية الخاصة بحماية التراث الثقافي والطبيعي بتاع اليونسكو 72، ميثاق نيروبي لحماية ووظيفة المناطق التاريخية سنة 76، الأطر العامة للصيانة والحفاظ ده بتاع وزارة الداخلية بتاع لأنه تبع الصيانة تبع وزارة الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 79، عندهم توصيات محترمة جدا على فكرة واستراتيجيات ممتازة. توصيات مؤتمر لاهور في اللي كانت موجود في باكستان وانا كان لي شرف ان انا اكون موجود في هذا المنطقه 1980. ميثاق بورا للحفاظ على الاماكن ذات القيمه التاريخيه الاقتصاديه ده في استراليا، والميثاق ده يعني تعدل عده مرات ومن احسن المواثيق في الحفاظ على التراث. ميثاق فلورنس للحفاظ على الحدائق التاريخيه سنه 82، ميثاق الحفاظ على المدن والمواقع التاريخيه في واشنطن 87، ميثاق الدولي لحماية وإدارة التراث الأثري في لوزان سنة 90 ده كنا محضرين فيه، وثيقة نارا للأصالة سنة 94 برضو كان لي شرف إن أنا أكون موجود معها، ميثاق كراكاو أيضا كنت موجود في كراكاو سنة 2000، الاتفاقية الخاصة بحماية التراث المعنوي من يونسكو 2003، إعلان ياماتو للحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي في اليونسكو في نارا 2004. أنا بقول هذا عشان تعرفوا أنه يعني لا يعمل الإنسان في مجال الحفاظ على التراث من الهوى، يعني لابد أن نكون هناك في تعليمات موجودة نشتغل على هداية منها ليس له علاقة بصالح لامي. صالح لامي بيشتغل عشان لما يجي واحد يكلمني ويقول لي ليه أنت عامل، أقول له شوف تعلم الميثاق الفلاني في المادة الفلانية بتقول كذا وأنا ملتزم بهذا العمل. الميثاق الدولي بتاع
فينيسيا. انا يعني حقيقه هتخطى يعني لانه عشان الوقت برضه ما يستقناش كتير، ومش عاوز حضرتك تزهقوا مني والاقي الصاله فاضيه في الاخر، واخد بالك ازاي واعد لوحدي، واخد بالك ازاي زي بتاعه الاغنيه بتاع لوحدي قاعده في البيت، فهنا لوحدي قاعد في مكتبه اسكندريه، فمعليش يعني. فهنا الميثاق الدولي هنا بتاع اللي هو بندقيه 64 اجتمعوا مجموعه من المهندسين اللي عملوا في مكتبه طراز وعملوا في ميثاق سنه 64 ده قبل الايكوموس بتاع. لما تكون الايكوموس اعتمد هذا الميثاق، واعتبر ان ده ما تقول حضرتكم يعني ايه ده القران او الانجيل بتاع الترميم في عمليه بتاعه لغايه النهارده. انا حضرت بصفتي كنت موجود في الايكوموس فتره طويله وفي اللجنه الدوليه بتاع الاكسكيوتيف كوميتي، كان بيجي كلام كتير عمالين نعدله، ده فات عليه كتير، طب ما ممكن نعدل، لا طلع انه لا ما نعدلش، واخد بالك ازاي ده زي ما تقول تاريخ الاساسي بتاعنا في العمل، واخد بالك حضرتك ازاي، وبالتالي اللي عاوز يضيف عليه انما ما نغيرش حاجه فيه لانه لا. وبناء عليه طلعت مواثيق اخرى لكن مكمله لهذا الميثاق. فيعني معلش انا بتاع طبعا بيتكلم عن الصيانه، واخد بالك حضرتك ازاي، والغرض من الصيانه، واخد بالك ازاي الموجوده المواقع الاثريه، التنقيبات الاثريه، النشر. يعني نخش بقى الاسس العامه لمشروعات الحفاظ. يجب بذل كل جهد لتوفير استخدام متوافق لممتلكات تتطلب تمثيل الحد الادنى من بنيه المبنى او الموقع وبنيتها او استخدام المبنى للغرض الاصل المقصود. لا يجوز تدمير الصفات الأصلية المميزة أو طبيعة المبنى أو المبنى أو الموقع وبنيته. يجب تجنب إزالة أو تغيير أي مواد تاريخية أو سمات معمارية مميزة كلما يمكن ذلك. يجب يعترف بجميع المباني والهياكل المواقع كنتاج خاص في زمنه. يجب عدم تشجيع التعديلات التي ليس لها أساس تاريخي ولتسعى لخلق مظهر سابق. التغييرات التي تحدث خلال الفترة الزمنية في تاريخ هي دليل على تاريخ وتطوير مبنى أو هيكل أو موقع وبنيته، قد تكون التغييرات تسوية هامة اعتراف بهذه الأهمية. يجب التعامل مع السمات المميزة وأمثلة الحرف الماهرة لتميز مبنى أو موقع تعالج بحساسية. يجب إصلاح السمات المعمارية المتهورة بدل من استبدالها حيثما أمكن ذلك. في حال استبدال ضروري يجب أن تتطابق المادة الجديدة مع المواد التي يتم استبدالها في التركيب والتصميم واللون والملمس والصفات البصرية الأخرى. ينبغي أن يستند إصلاح أو استبدال السمات المعمارية المفقودة إلى ازدواجية الخصائص بدقة مدعمة بأدلة تاريخية أو مادية أو مصورة بدل من التصميم الغير أكيدة أو توافر عناصر مختلفة بمباني أو هياكل أخرى. يجب تنظيف سطح المبنى بأكثر من الوسائل الممكنة وطرق التنظيف التي من شأنها لا تضر مواد البناء ولا يجوز الاطلاع بها. يبذل كل جهد معقول لحماية وحفظ الموارد الأثرية المتأثرة بمشروع اقتناء أو حماية أو تثبيت أو حفظ أو إعادة تأهيل أو ترميم أو إعمار. لا يجوز تشجيع التصميم المعاصر والإضافات على العقارات القديمة عندما لا تؤدي هذه التعديلات والإضافات إلى تدمير مواد تاريخية أو معمارية أو ثقافية ذات شأن، ويكون هذا التصميم متوافقاً مع حجم ومقياس ولون ومادية وشخصية الملكية الحي أو البيئة. ينبغي كلما كان ذلك من خلال إضافات أو تعديلات على الهياكل بطريقة لا تؤثر في حالة إزالة هذه الإضافات أو التعديلات على الهياكل في المستقبل أو تشكيل للسلامة. في أطر عامة لمحددات إعادة التأهيل. البيئة، الحفاظ على عناصر البيئة، عندنا هنا صورة للبيئة مع حضرتكم كده، مثل الحدائق، المتنزهات، وحدات الإضاءة للشوارع، عناصر تأسيس الوصل المحيط، تراجعات البناء طبقاً للأصول الأثرية والظروف التاريخية للموقع. وحضرتكم يمكن أكبر شاهد إن في شوارع كثيرة عندنا في القاهرة التاريخية أو في بعض الأماكن في جمهورية مصر العربية تم توسيعة الشوارع وتغيير خطوط التنظيم مما أخل بالوضع التراثي الخاص بهذه المناطق. وعشان كده بنتكلم على مثل هذه العملية. بالنسبة للمواقع الأثرية الحفاظ على العناصر والشواهد كما كلما أمكن ذلك. ودي عملية كانت مهمة وعملت لي أنا نفسي مشكلة في الفترة اللي كان فيها الوزير فاروق حسني عندما أراد أن يقيم أمفيثياتر قدام أبو الهول، وطلب مني إبداء حديث على التلفزيون بناء على طلب من رئاسة الجمهورية والأستاذ صفوت الشريف عندما كان وزير للإعلام، وكان نتيجتها طبعاً
ان انا اخذت ما فيه يلزم من الحرب الشديدة، ووقفت جميع عملياتي، وحرمت من العمل في مصر كمان، يعني عشان بدي حضرتكم تبقوا عارفين ايه اللي يحصل، يعني يرفع صوته وهذاك لا صوت يعلو على صوت المعركة زي ايام زمان. حضرتك ما حضرتوش انتوا الايام دي، واخد بال حضرتك ازاي؟ ايام الرئيس خالد الذكر عبد الناصر، لا صوت يعلو على صوت المعركة، ما حدش يشتكي، ما فيش اكل مش مهم، وهذاك مش عارف تنام مش مهم، لا صوت يعلو على صوت المعركة. هو نفس العملية كده. عشان كده عم نتكلم هنا ان في حاجات مهمة جدا، يعني الواحد يشتغل في الاثار عليه ان يحافظ على هذه الاماكن بكل ده، حفاظ على نص الشواهد الاثرية، عدم تغيير معالم التربة باستخدام آلات ميكانيكية بهدف الحفاظ على الشواهد السليمة وخاصة غير مرئية. يجب أن يتم الكشف والفحص وعمل إسبارات بالمواقع التاريخية طبقا لأساليب الأطر المحددة والصادرة عن اليونسكو. تنسيق الموقع، توصيف وتحديد عناصر البيئة، الأشجار، الأسوار، يعني حتى الأشجار الأسوار برضه يجب الحفاظ عليها. حفاظ على عناصر القيمة التاريخية، حمايتها تحت القيمة التاريخية، تطور الموقع عبر العصور. يجب أن نستند القرارات لعمل عملية الإنشاء على معرفة حقيقية للشكل الأصلي، بناء على الصور، فوتوغرافية، رسومات، وثائق، أرشيف، بيانات عقارية، تهيئة الموقع بكل العناصر اللازمة لمنع تجمم مياه الأمطار وتنظيم عملية الصرف الصحي، عمل خندق حول البناء من الداخل والخارج وحول الحوائط الداخلية لعمق يتحدد حسب منسوب التأسيس، ووضع قصات المسقوبة مع عمل فلتر من البحص بهدف تجميع مياه الأمطار وتقليل الرطوبة المتسربة داخل الحوائط عن طريق الخص الشعرية. ده من ضمن الحاجات اللي هي بتتم الآن في جامع الأزهر، في خطوط محطوطة دلوقتي عشان برضو عملية المياه، لأن هنشوف دلوقتي من خلال الدراسة أن الرطوبة صعدة في الحوائط بشكل كبير جدا. النظم الإنشائية، إدراكا للمشاكل الخاصة المتأصلة في التنظيم، دي صورة من الحالة في المملكة العربية السعودية، بعض المباني الطينية، إجراء الاستقرار وإصلاح الأعضاء الهيكلية الضعيفة عند الضرورة، عناصر خارجية، البناء، الاحتفاظ بالبناء الأصلي والمونة، تكرار المونة القديمة في التكوين واللون والملمس، إصلاح الجص مع خلط الجص الذي يكرر الأصلي وقت المظهر والملمس، يعني كل الحاجات دي ده عشان كده حضرتك هتشوفوا احنا بنشتغل بقى ايه اللي عملناه عشان نقدر نحصل على الاصول لهذه المواد الموجوده. الاعمال المعدنيه، الاقلاع السمات المعماريه، الحفاظ بالمواد الاصليه، اصلاح او استبدال حيثما كان ضروري، ده حضرتك زي للمواد المتهوره تكررت في الحجم والشكل والملمس القديم قدر الامكان، تنظيف عند الضروره مع الطريقه المناسبه، تنظيف المعادن بالطرق التي لا تخدش السطح، الحفاظ على شكل السقف، الابقاء على مواد التسقيف الاصليه. ده هنا في الجامع بتاع سانت كاترين اللي احنا حكينا عنه، كان الكلام ده في سنه 86. استبدال السقف المتدهور القديم في التكوين والحجم والشكل واللون والملمس، الحفاظ على او استبدال عند الضروره جميع السمات بتاعت السقف طابعها الاصلي مثل الكورنيش والمذاريب، النوافذ والابواب، الحفاظ على اصلاح النوافذ والابواب بما ذلك الزجاج والعتبات، الدلف، احنا في للاسف في مصر هنا بنكتب ضلفه بالضاد، هي دلفه، ما فيش ضلفه في اللغه العربيه، هي جايه من كلمه دلفه يعني دخل، فهي دلفه بالدال مش ضاد. انا ارجو يعني الساده المهندسين ما يكتبوش الضاد، يكتبوا دال. تكرار المواد والتصميم من النافذه القديمه والابواب اذا تم استخدام دلف الابواب الجديده، تثبيت نوافذ الابواب التي لا تضر الاطارات الموجوده والتي يمكن ازالتها في المستقبل، استخدام الباب الاصلي وخردوات الباب عندما يمكن اصلاحه واستخدام المكان، المداخل، الشرفات والسلالم، الاحتفاظ بالمداخل والسلالم وتهذيب ما يكون المداخل الاضافات تعكس اساليب المعماريه اللاحقه اهميه بالنسبه للسلامه التاريخيه للمبنى، إصلاح واستبدال عند الضرورة السمات المعمارية المتكونة من خشب وحديد وحديد زهر وتيراكوتا والبلاط والطوب، تشطيبات أخرية، اكتشاف الألوان الأصلية والتشطيبات المنشأ وإعادة الدهان بتلك الألوان. أنا بقول هذا لأن حضرتك هتلاقي وإحنا بنشتغل عمالين ندور على يعني كل ما يمكن ناخد بقى حضرتك إزاي الكترونيك مايكروسكوب سكانيك مايكروسكوب بتاعكم من ده موجودة، واخد بالك حضرتك إزاي يعني بحيث إن إحنا كل شيء بيدرس على بنفس الدقه بنفس العمليه، وعملنا فريق عمل متكامل واخد بال حضرتك ازاي من الاخوه، واخد بال حضرتك ازاي تضمين دقيق، تضمين معماري، مساحه بتاعكم منا، بحيث ان في الاخر خالص ان احنا فعلا متمين تماما، واخد بال حضرتك ازاي بان كل شيء يتم بنفس الصوره اللي كانت موجوده. فعشان كده انا بتكلم هذا الكلام لان
في الاخر هنلاقي التطبيق. واحد هيسال بتعملوا الهيصه دي ليه كلها؟ ما هو في ناس قالوا لنا كده برضه، ليه كل الهيصه دي يعني؟ ما بالك ازاي؟ ما هو تضمين 94 وحضرتك ازاي كل ده ما اتعملش وحضرتك، وهو اتعمل مبنى برضه والناس صلت وبتاع، هي الفكره كلها الناس تروح تصلي، انما ايه اللي اتعمل في المبنى؟ فده السبب، المشكله كلها انه اصبح ايه؟ تضميم التضميم، وحضرتك ازاي؟ فهي دي المشكله اللي احنا بتاع الاحتفاظ بمداخل السلالم، كثيرا ما تقول مداخل تعكس اساليب معماريه ذات بالنسبه للسلامه التاريخيه للمبنى، اصلاح واستبدال عند الضروره السمات المعماريه المتدهوره من الخشب والحديد، الحديد الزهر، التيراكوتا والبلاط والطوب، تشطيبات داخليه، اكتشاف الالوان الاصليه والتشطيبات المنشئه واعاده دهام تلك العناصر الداخليه، الحفاظ على العناصر الاصليه والعناصر المعماريه، السلالم، اعمده، ابواب، اصلاح او احلال المواد المتدهوره مواد جديده تطابق القديم كلما امكن، الحفاظ على البياض الاصلي كلما امكن، لان احنا هجمنا هجوم شديد على عمليه البياض اللي بتعمل على الصحن، انما البياض اللي كان موجود على الصحن بياض اسمنتي، والبياض الداخلي كله بياض اسمنتي. للاسف للاسف تبص تلاقي ناس لا ليها علاقه بالشرق، لا جامد الشرق ولا من الغرب، ولا لهم علاقه بالموضوع، حتى هو ممكن مرمم، لما هو لا راح الازهر ولا يعرف حاجه في الازهر، واحد قال له وبالتالي وقال لك الحق دكتور سيد، الحق دكتور علي، يا جماعه بتوع الاثار فين كليه الاثار؟ طب ما احنا بنشتغل مع كليه الاثار. طب ازاي؟ احنا ما اشتغلنا هناك، اشتغلنا مع كليه الاثار. ازاي؟ من قسم الترميم، رئيسه قسم الترميم هي اللي كانت معانا، دكتوره منى فؤاد كانت معانا. طب ازاي؟ احنا يعني ما رحناش بعيد ولا بره ولا جوه ولا بتاع، كملنا، لا جبنا الناس المتخصصة من كلية الآثار عشان برضو الناس تبقى عارفة ان احنا، واخد بال حضرتك ازاي، فريق متكامل في ترميم معماري، في ترميم دقيق، في كذا في كذا، في بتاع كل يعني كل الخبرات المتوفرة في مصر، كل الأجهزة الممكنة في مصر استخدمت في عملية الترميم. الحفاظ على المواد الأصلية، هنا دي صورة حديثة للراجل اللي بيشتغل في أعمال البياض في المحراب الفاطمي، بتاع اصلاح واحلال المواد المتهوره، الحفاظ على البياض الاصلي، الحفاظ على المسقط الاصلي، العلاقه بين الفراغات، الانشاءات الجديده، الحفاظ على الاضافات الجديده والبناء الجديد، لان المبنى تم عليه اضافات كثيره في عصور مختلفه، وبالتالي فلا بد ان احنا نحافظ على كافه الموجوده. تصميم اعمال جديده متوافقه بحجم اللون والملمس مع المباني، استخدام التصميم المعاصر المتوافق مع شخصيه المبنى او المنطقه، لان هم يعني هنشوف في جامع الازهر ان الحمامات كان زمان، ما هو في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ضعوا المطاهر على الابواب، فكان المطهره موجوده على الباب اللي في الواجهه اللي هي تبقى الواجهه الشماليه، محطوط ملاصق للمبنى. طبعا مع عدم الصيانه المشهوره عندنا في الوزارات والنتيجه تسربت المياه دي كلها، واخد بال حضرتك ازاي؟ لان هنشوف دلوقتي واحنا بنحلل الاملاح ان عندي نتريت، النتريت معناه ان في تسربات من مياه مجاري، واخد بال حضرتك ازاي؟ طبعا جت منين ميه المجاري؟ طبعا في تسربات في الشارع، في تسربات من البيوت اللي موجوده حوالين المنطقه، انما مطهره كانت ملاصقه، ولما نقلت برضه قريبه من المبنى، وبالتالي ما فيش صيانه، ففي تسربات موجوده كتير. دلوقتي عملوا مطهره جديده، عشان كده بنتكلم على انه يعني في لما نبني مبنى جديد لازم تصميم يبقى مع شخصيه ليه علاقه برضه. فنظام الهندسه اللي عملت الدور في المياه الجديده حطت فيها ملامح من الملامح التراثيه عشان تنتع. جميع التفاصيل المعماريه، وضع المعدات الميكانيكيه في مكان غير واضح، انظمه تدفئه الكهرباء الصحي، لابد ان ده يتوفر عندنا في المباني، واخد بالك، تركيب نظام ميكانيكي في المتعات اقل قدر من التغيير، استخدام ميكانيكي مبكر، انابيب عمودية من الانابيب والكابلات، وتوقيف تامين التهويه الكامله، يعني لازم المبنى طبعا يوفر الخدمات الموجوده. عمليه كود السلامه، لابد النهارده، كان زمان الكلام ده مش موجود، لا احنا بنركب الكلام ده كله بحيث ان يبقى عندي تامين كامل للمبنى، امتثال الكود بتاع المحلي، التطبيق في العقارات التاريخيه، تركيب معدات وقايه من الحريق، اضافه سلالم او مصاعد لا تغير المرافق بتاع، يعني ممكن اضيف سلم عشان اسهل خروج الناس من فوق بتاع، لان ده جامع الازهر في مباني سكنيه للطلبه كانت موجوده، اضافت في فتره الخديوي عباس حلمي الثاني. ننتقل لجامع الازهر. القعده طويله شويه معلش، فما حدش يزعل مني، واخد بال حضرتك ازاي؟ يعني وانا لسه كنت بتكلم مع بعض الزملاء
خريج اسكندرية. يعني أنا ما كنت أخدش صالة الرسم 8 ساعات، الباب يقفل 8 ساعات. طبعا الناس بتستعجب، طب نروح حمام. كان يجي واحد يقول لي أنا رايح حمام، أقول له ما فيش حمام، أنا ما قاعد معاك، أنا ما رحتش حمام. وأحبها إزاي؟ ما عادش تروح تسأله الناس بتاعي. زي الدكتور محمد عوض يقول لك، بيقول يا معي جاء طبق النظام النازي عن في بتاع جاي من ألمانيا بيطبق النظام النازي في جامعة الإسكندرية. أنا ما تبقاش نظام النازي ولا حاجة، لكن كان يعني لابد إن إنسان، يعني إحنا جنود. واخد بالك إزاي؟ الطالب اتعلمنا كده، اتعلمنا كده. واخد بالك إزاي؟ لما كنا في عين شمس زمان وإحنا بندرس وبتاع، كنا بنبات في البتاع، بنبات في سرير، ما فيش سرير، والله بننام على الأرض. واخد بالك إزاي؟ وإحنا مش بنمشي على الأرض في بيوتنا. معلش يعني، واخد بالك إزاي؟ ومعليش يعني معليش كلمة بالكلام، احنا أصهار محمد علي، أسرتي أصهار محمد علي باشا، بننام على الأرض في الكلية، ما جاش حاجة أبدا، ما فيش حاجة، لا تقلل من قيمة حد. واخد بالك إزاي؟ ده زي الجندي بالظبط اللي قاعد بالظبط. طب الجندي بيحارب، واخد بالك إزاي؟ وقاعد في البتاع. لابد هنا يعني يبقى في جدية في التعليم، جدية في العمل، جدية في البتاع حقيقي يعني. فهو هو يعني ده العملية. فمعلش هنعود لجامع الأزهر، رمز وقبلة كل المسلمين ليس في مصر فقط بل أنه في العالم أجمع. الأزهر تاريخ، هنا مش هتكلم كتير عن تاريخ، لأن مكتبة الإسكندرية بفضل الله مطلعة جزئين عن جامع الأزهر من مدة قريبة، وبقى جزئين حلوين كده كبار كده محترمين جدا يعني. وبقى حضرتك زي ممكن تشتروهم يعني، إذا كانوا لسه بيتباعوا وممكن تشتروهم. واخد بقى حضرتك إزاي؟ فإحنا مش هنتكلم على التاريخ كتير، لا بالك ازاي، لانه يعني طبعا نحن في رحاب مكتبه الاسكندريه وهي طبع كتابين فبتاع جامع. بس هنخش برضه في هذا الموضوع. العمليه كلها ان العالم اجمع يعمل امانه، يحمل امانه الرساله الاسلاميه في كل الشعوب، حفظ التراث الاسلامي ودراسته وتجليته ونشره، وهو واحد من القلاع الوسطيه في الاسلام، وواحد من المؤسسات التي تحظى بدعم المسلمين والعرب تقديرا لدور الازهر الشريف. ومن هنا جه عشان كده المكرمة بتاعة الملك عبد الله، وقبليها المكرمة بتاع الملك فهد. واخد بالك ازاي؟ لجامع الأزهر بالذات، لدور جامع الأزهر في نشر الإسلام في العالم. الأزهر في العصر الفاطمي، احنا عندنا هنا في بلان. واخد بال حضرتكم ازاي؟ معلش انا اسف معايا. شايف حضرتك هنا ده البلان بتاع الجامع، ده شيء حضرتك الإضافات هنا، الإضافات ده الرسم بتاع كريزول. واخد بقى حضرتك ازاي؟ في الجامع كان الجزء ده كده 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 هنا فقط لا غير، والباب بتاعه هنا، اضيف في الوقت ده برضه في الفتره الفاطميه. واخد بقى حضرتك ازاي؟ وبعد كده في عندي اضافه هنا موجوده في العصر المملوكي البحري، في اضافه هنا المدرسه الجوهريه في العصر المملوكي الشركسي، في الاضافه الضخمه بتاعت عبد الرحمن كتخوده في الجزء ده كله بالكامل، وليه مدفنه هنا، وفي عنده هنا سبيل. واخد بقى حضرتك ازاي؟ وعندنا في ثلاث اسبله موجودين هنا، كانوا معروفين بس هو كان مطمورين. واخد بالك؟ تم الكشف عنهم. واخد بقى حضرتك ازاي؟ وتنظفوا وبتاع. وبعدين في الجزء اللي على الخط الجانبي ده كله هنا كده، ده بتاع الخديوي عباس حلم الثاني. بس ازاي؟ الاضافه بتاعت عباسي. فعشان برضه حضرتكوا تبقوا عارفين. دي المطهره. واخد بالك حضرتك ازاي؟ كان في مطهره هنا. واخد بالك؟ في الجزء ده احنا شلناها عشان بس ايه نبين البلان. هذه كانت عامله لنا مشاكل هنا، وروائح طيبه، كان في روائح طيبه يعني، اللي قاعد يصلي جوه بيشم روائح زكيه طالعه من المطهره. فتاءت المطهره اتنقلت هنا في الجزء ده هنا في الصور، برضه كان بتعمل مشاكل. دلوقتي المطهره بقت جزء هنا، وتكرمت جامعه الازهر انها ادت جزء من جامعه الازهر للمطهره، فالمطهره خرجت بره الحيز بتاع الجامع، بحيث ان الواجهه الشماليه دي كلها هنا بقت واضحه تماما. والجزء ده كان مضاف في فتره، الجزء اللي هنا ده في فتره الستينات حصل اضافه، فده شال الجزء ده، شال اضافه كانت اضافه سيئه وحديثه ما لهاش قيمه الحقيقه يعني، ما فشلوها. فهذا الجامع تاسس ما يزيد عن 1000 عام، امر تشييد الجامع القائد جوهر الصقلي عام 1972 أخذ حوالي سنتين. تطور المسجد وحقت به عدة إضافات منذ إنشاؤه. في العصر الفاطمي كان حوالي 6000 متر.
بذلك بما في ذلك مسطح الصحن اللي هو حوالي 2500 متر. أمر الخليفة الحافظ دين الله بإضافة رواق يحيط بالصحن اللي احنا عملناه دلوقتي. حفلت جوانب الرواق على الصعب زخارف وكتابات كوفية كلها آيات من القرآن الكريم. حفلت هذه الكتابات بالزخارف جميلة من أرقى نماذج الخط الكوفي في العصر الفاطمي. في العصر الأيوبي أفل نجم الأزهر في هذه الدولة الأيوبية، حيث وجه صلاح الدين يوسف الأيوبي همته لمحاربة الشيعة ومؤازرة المذهب السني، فأبطلت الخطبة من جامع الأزهر عملا بمذهب الشافعي لأن هو كان شافعي، وامتناع إقامة خطبتين للجمعة في بلد واحد اكتفاءا بإقامتها بالجامع الحكيمي اللي هو الجامع الحاكم بأمر الله، وظلت معطلة فيها حوالي 100 عام إلى أعيدت في أيام الظاهر بايبرس البندقداري. في العصر المملوك البحري أنا بنحط البلان عشان يبقى باين معاهم الكلام، الحق بالجامع مدرستين اللي احنا اتكلمنا عليهم، مدرسة طيبرسية هنا ودي المدرسة الأقبقوية. طيبرسية خزيني عام 1909، احنا برضو بنحاول هنا ان احنا الاسامي بتاعت الجماعه دي، يعني طيبرس يعني ايه طيبرس، يعني واخد بالك ازاي طيبرس معناها الفهد المتوحش. هما دايما الجماعه يعني المماليك واخد بالك ازاي جايين من القوقاز بيستعملوا الالفاظ اللي هي يعني بتاع الطور مش عارف ايه وبتاع يعني التور على القوه. نقيب الجيوش في دوله الناصر محمد بن العيون جعلها مسجدا لله تعالى زياده في الجامع الازهر، وقرر بها دروسا للفقهاء الشافعيه، الحق بها ميضاءه وحوضا لشرب الدواب، وعمير طيبرس وعني امير طيبرس برخامها وتذهيب صغرها، انتهت عمارتها في سنه 1309. المدرسه الاقبغويه امر بانشاء اقبوغه عبد الواحد، اقبوغه معناها طول ابيض، اق يعني ابيض، يعني لغايه النهارده في التركي اق ابيض، بغه يعني الطول، يعني هو الطول الابيض، راجل يعني ازاي يعني انت هنا. استضار الملك الناصر محمد بن علوون، استضار يعني رئيس الديوان بتاعه، وعهد بانشائها الى ابن السيوفي، ده كان رئيس المهندسين في ايام الناصر محمد ابن علوون، يعني عشان تعرف برضه ان في مهندسين. في كتاب جميل جدا واخد بالك ازاي عن المهندسين في العصر الاسلامي، في واحد لماير واخد بالك ازاي، وفي واحد ثاني بحد من المؤلفين العرب في القرن 19. الأزهر في العصر المملوكي، لما ولي الأمير طواشي بهادر مقدم المماليك الأسطوانية نظر الجامع، استصدر مرسوما من الملك الزاهر برقوق بأن من يموت من مجاور الأزهر من غير وارث شرعي وترك ثروة تؤول ثروته لمجاور الجامع، ونقش ذلك على حجر ثبته عند الباب الغربي في سنة 1397 هجري. هدمت منارة الجامع وبنيت مكانها منارة جديدة، وكان الفراغ من عمارتها في شهر ربيع 800 اللي هو 1397، واخذ هذه المنارة حتى هدمت في شهر شوال 817-1811 لظهور خلل بها، ولأجل ذلك بناء منارة فوق الباب الجامع، هدم الباب وأعيد بناؤه بالحجر فوق عقدي. أيضا هذه المنارة لم تعمر كثيرا فهدمت سنة 1424 لظهور خلل بها وأعيد بناؤها، يعني رغم الناس خبرة في عملية إنشاء المنارات إلا أنها بدعة. وإحنا نعرف برضو أن المنارة بتاع الجامع المؤيد شيخ، المنارتين اللي على باب القاهرة اللي هو البابلات زي ده اللي بتوع الجامع الأزهر اللي بيعبروا عن يعني القاهرة، لما محافظة القاهرة حط البوابة واخد بالك ازاي وحط المدنتين، مدنة منهم وقعت برضه واخد بالك ازاي، رغم طول المسافة حصل هبوط في الدكة اللي جوه المدخل بتاع الجنب الكتف بتاع البوابة وقعت المئذنة. فده يوري برضه انه يعني المواضيع رغم يعني عمليات بتوع حاجات اللي عندكم في اسكندريه هنا عماره الملك كده والملك كده وبقى ازاي، فده يعني له جذور تاريخيه في التراث وبقى ازاي، فما تزعلوش يعني. المدرسه الجوهريه اللي هي المدرسه اللي موجوده هنا دي مدرسه صغيره جميله جدا عند باب سر الجامع الأزهر، انشاها الامير جوهر القنقبائي خارج المتاحف، كان انشاها في السنه الاخيره لما توفى، دفن في المدرسة. مدرسة صغيرة اشتملت على جميع تفاصيل المدرسة، على 4 إيوانات، صحن مفروش بالرخام، الإيوانات مفروشة بالرخام الدقيق مثل الإيوان القبلي. الأزهر في العصر العثماني اللي هو زي ما حضرتك شايفين هنا الإضافة الضخمة اللي ورا دي كلها اللون الأزرق هنا، دي أكبر عمارة أجريت قام بها عبد الرحمن كتخودة سنة 1753،
زاد في الجامع الأزهر مساحة كبيرة بإضافة الأروقة خلف المحراب القديم، جددها الخديوي توفيق سنة 1306-1888، وباقي بها محراب من الرخام عن يسار قطعة مسمنة من الرخام مكتوب فوقها بالكوف المربع الله محمد وأسماء العشر المبشرين بالجنة. فوق المحراب قبة وبجوار منبر خشبي، ويجاور هذا المحراب محراب صغير عرف بمحراب الدردير، ده في عندنا قبة الدردير، بالقرب منه محراب حديث أحدثته إدارة حفظ الأصالة العربية، بيوجد باب يؤدي إلى قبة أنشأها الأمير عبد الرحمن كفورة دفن فيها، اللي هي القبة اللي هنا دي، هنا دي القبة بتاعته هنا هنا، وهنا في سبيل وفي صهريج، في من ضمن المشاكل بقى الصهريج اللي هنا، وفي صهريج هنا كبير، وفي بره هنا في الشارع في صهريج عمله السلطان قايتباي وبازاي، فده عامل لنا مشاكل برضه في عمليه الرطوبه. وامامها سبيل باب الصعايده، مناره في مناره باب الصعايده، وفي باب انشاء باب الشوربه هنا في المتعدات هنا المحلات هنا في هنا ده باب الشوربه، في هنا ستاند كبير كده كان يجيب الشوربه هنا والناس تقف طابور سيلف سيرفيس، كل واحد يجي ياخد الشوربه هنا في ستاند هنا طويل هنا كده ويجي هنا دي قبه الدردير هنا. الازهر في عصر الاسره العلويه قام محمد علي باشا باصلاحات سنه 1805 امام عباس باشا الاول سعيد باشا خديوي اسماعيل، حيث قام الخديوي بتجديد باب الصعايده سنه 1865، قام الخديوي توفيق بتجديد ايوان عبد الرحمن كدخوده والعقود حول الصحن واعاده الزخارف. في عهد الخديوي عباس حلمي جددت الواجهه الغربيه بما فيه الباب الغربي وانشا الرواق العباسي، وافتتح في 28 مارس 1898. الازهر في نهايه القرن العشرين 94 خلال زياره الملك فهد قام بالصلاه في الجامع وتبرع ب4 ملايين دولار 14 مليون ريال سعودي لاصلاح الجامع. شكلت الدوله لجنه من مجموعه من الوزراء ومحافظ القاهره للاشراف على المشروع برئاسه الشيخ الازهر انذاك جاد الحق، وكلفت الدولة المكتب العربي للتصميمات بإعلان المشروع، فقام المكتب برئاسة المهندس صلاح نصار بتكليفي لإعادة مشروع الترميم، وأسند التنفيذ إلى شركة نصر العامة للمقاولات، وبدأ العمل بعمل توثيق معماري ومساحي للجامع. بعد وفاة الدكتور جاد الحق في عام 96 تولى المشيخ الدكتور محمد صيد طنطاوي، وفي أول اجتماع للجنة أسند فضله الرئاسة إلى وزير الإسكان آنذلك الدكتور إبراهيم سليمان الذي قدم ورقة عن المسجد تحت عنوان تجديد جامع الأزهر. وهنا بقى ده كان الخلاف، وحبها زي كلمة تجديد دي بقى اللي فرقعت العملية وبناء عليه أنا بتاعه. أنا جبت هنا بس حاجة كده مما أدى للنقاش معي، أدى إلى خلاف كبير عن أسلوب الترميم والاختلاف بين التجديد والحفاظ في الموسيقى الدولية، وترتب عليه ترك المشروع، وأسنده الوزير إلى شركة المقاولين العرب لإعداد وتنفيذ المشروع الذي استخدمت فيه الخرسانة المسلحة على أوسع نطاق والأسمنت في أعمال البياض. دكتور موجودة وتقول لكم يعني حضرت العملية. مخالفا بذلك توصيات الترميم الدولية مما أدى إلى إرسال اليونسكو السيدة المعمارية التركية زينب أهومباي رئيسة الإيكوموس التركي لعمل تقرير عن الحالة بعد الترميم، أوضحت فيه مدى التدهور الذي حدث بالجامع خلال أعمال الترميم أنذاك والرطوبة والأملاح المنتشرة به وتفكك التكسيات الرخامية والسيفساء بالمحاريب بالمدرستين الأقبغوية والطيبرسية. بمكرمة من المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود يتم حاليا أعمال الترميم بالجامع، وأسند المشروع إلى شركة المراسم يعني ده برضو بن لادن، وتم تكليف مركز إحياء التراث الذي أشرف بن لادن على المشروع متكامل من ترميم مع دار الهندسة للاستشارات. يضم الجامع الأزهر، دي صورة بقى بعض الصور برضو تبين الجامع في القرن 18 والقرن 19 و20، يعرف باب المزينين، وعن يساره يوجد الباب العباسي نسبة للخديوي عباس حلمي، وفي الركن الجنوبي الشرقي يوجد باب الصعايدة، عن به على يسار باب الشوام، باب المغاربة، باب الأتراك. أما الواجهة الشرقية فيوجد بها باب الحرمين وباب الشوربة. وما زال الأزهر يقوم برسالته العلمية كجامع وجامعة، وما زال قلعة للمسلمين يهرؤون لعلمائه وأئمته للنصح والإرشاد. بعض الصور هنا بتبين النشاط التعليمي اللي كان موجود في الأزهر، دي صور من القرن 19، برضو هنا صور أخرى من القرن 19. دي صورة دي مهمة لأنه باب المزينين الآن يعني هنا الكتاب ده
هدم في عملية الإضافة اللي حصلت من خديوي عباس حلم الثاني، شال الـ هنا والمئذنة دي، كان في مئذنة هنا كمان، هنا اهي كل ده أزيل في الإضافة اللي تمت في الواجهة هنا بتاعت الخديوي عباس حلم الثاني. وزي ما انت حضرتك شايفين الشارع كان شكله ايه، هنا عمارات من ناحية دي وعمارات من ناحية، ده شارع الأزهر القديم، يعني ده كان اسمه شارع الأزهر القديم. شارع الأزهر الجديد ده 1920، ده شارع الأزهر اللي هو دلوقتي شارع الشيخ محمد عبده، والله ازاي اللي هو ورا البتاع ده من ورا، ودي الساحه اللي قدام هنا، وقدام هنا في مجموعه ابو الذهب اللي فيها الخنقاء ومسجد والتكيه. هنا بقى عشان برضو احنا حبيت، انا حطيت الصوره دي مش حاجه عشان الشرطه، لا الشرطه تزعل مني ويقبضوا عليا ولا حاجه، لا انا جايبها هنا عشان ابين النشاط السياسي الذي كان يتم. هذا الجامع كان له نشاط سياسي مهم جدا، تقوم منه المظاهرات وهتحرك ازاي. ودي الشرطه في الاربعينات، كل واحد شايل له شومه كده كويسه، واللي حظه كويس ياخد شومتين عليه العوض ازاي. فده انا حطيتها يعني بس عشان ايه بتاع للإظهار يعني ما كان يقوم به الجامع في نشاط سياسي. وده باب المزينين هنا، دي صور حديثه شويه هنا اهو. المحراب العثماني ده رسم من القرن 19. وبعدين هنخش بقى دلوقتي على المشروع بتاعنا، معلش انا ما تزعلوش مني يعني جلسه طويله شويه عشان تفكركم، يعني اذا كان في حد حضر معايا جامعه الاسكندريه في فتره بتاعه 69 ل 73 يتذكرني لما يخش جوه يقعد 6 8 ساعات ما يروحش الحمام وعباه ازاي، فمعلش يعني سامحوني يعني. فمحاضرتنا طويله شويه يعني ازاي. هنا طبعا بنقول عشان الكلام اللي احنا قلناه في السابق انه ما حدش يشتغل الا لما يدرس هذا الكلام وهبقى حضرتكم ازاي ويلم بيه، يعني مش بس كمان يعني هي الميزه يعني عارف حضرتك يعني لحسن الحظ ان انا ارتبطت مع اليونسكو وانا في جامعه بيروت من سنه 75، كنت ضمن الفريق اللبناني بتاع الايكوموس، ولما جيت مصر دخلت الايكوموس برضه في المصري، ولما توقف الايكوموس المصري جاء ليمون ليمير اللي هو الراجل المؤسس بتاع الميثاق فينيسيا يدور على واحد اسمه صالح مصطفى. فطبعا قابل الدكتور جمال مختار الله يرحمه رئيس هيئه الاثار، واحنا كنا في المجالس القوميه في عندنا لجنه الاثار، وانا كنت معاها من اول ما اتعملت. فسال جمال، قابل جمال مختار ساله صالح مصطفى، انا عاوز صالح مصطفى. فبالذات لومير كان هو يعني المسؤول عن الايكوموس، فقال له صالح مصطفى، ما اعرفش صالح مصطفى. فالراجل قعد يومين مشي في زيارته، بدور من ضمن الزياره ندور على صالح مصطفى، صالح مصطفى ما فيش صالح مصطفى. بعدين في الجلسه اللي تحت فبيقول صالح مصطفى، صالح دامع مصطفى، قال ده الراجل كان هنا بدور عليك بتاع كم من ده. فكلمته انا فريز كان سايب تليفون عند جمال مختار، فكلمته قال لي انا جيت ادور عليك وبتاع كم من ده، احنا عاوزينك يعني تخش معانا في الاكسوف كوميتي، انترناشونال اكسوف كوميتي ضروري وبتاع. فدخلت، دي كانت البداية، ورشحت نفسي وربنا سهل وترشحت 3 مرات وبتاع. فده ادتني فرصة مش عشان اتعرف على المواثيق، لا، انك انت بتقعد مع الناس اللي درسوا هذه المواثيق وعطوها، فانت بتعرف خبايا الميثاق، يعني عارف زي يعني الميثاق ده لما اتحط بأي هدف، اتحط بأي كلام، الكلام ده معناه ايه بالظبط؟ زي واحد بيحضر محاضرة، واخد بالك؟ ما هو موجودة المحاضرة في الكتاب، انما تسمعها من الأستاذ وهو بيشرحها غير لما تعرف. حضرت معاهم أنا مواثيق بتتعمل، واخد بالك ازاي؟ حضرت معاهم بتاع، حضرنا جلسات بيتكلموا في مشاكل، بيتكلموا الدول اللي عاملة ايه بتاع كم من ده، ادتنا نوع من الخبره المتميزه في ان احنا في معالجنا لموضوع الاثار. فهي دي العمليه يعني. هنخش بقى في دراسه، اول ما ابتدينا نشتغل ابتدينا نعمل دراسه بيئيه. بنعمل ايه في الدراسه البيئيه؟ تسجيل الرطوبه النسبيه ومتوسط درجات الحراره للفراغات الداخليه والخارجيه. عندنا جهازين زي ما حضرتك في شنطتين، واخد بال حضرتك ازاي؟ دول موجودين، انفيرومنتال كيت واحد، كيت 2، في حاجات بتشتغل
بالإشعاع الحراري ممكن تقيس بيه الرطوبة، واخد بالك ازاي؟ وفي حاجات لازم تقيسها تدخل جوه الحيطة وتقيس، فكل حاجة ليها حاجة، بحيث ان تسجيل درجات الحرارة للسطح ودرجات التكثف، لأن مهمة جدا لما يحصل تكثف على السطح بينشط الأملاح، واخد بالك ازاي؟ ويبتدي يعمل مشاكل على سطح الحجر. تسجيل مستوى الأملاح على سطح الحجر، تحديد أنواع الأملاح، تسجيل قياسات الرطوبة داخل الحائط وعلى عمق معين. ليه؟ احنا بنقيس على السطح، لما تقيس على السطح بقى فيها هيجروسكوب صوت موجود، املاح موجوده، املاح زي حضرتك لما تقف هنا تلاقي الملح واخد رطوبه، فانا لما هقيس الملح هيديني رطوبه غير حقيقيه. فاحنا بنعمل تو هولز، هتشوف حضرتك بنعمل تو هولز قريبين من بعض، ونقيس على عمق 20 سنتي. يعني المواصفات الدوليه تتكلم على ان في ثبات للرطوبه على هذا العمق، وبالتالي تستطيع ان تعرف الرطوبه اللي داخل الحائط بالظبط، فبنخش نقيس جوه الحيطه. تسجيل درجات الرطوبة على السطح، نختفتيش على الأخشاب، النجارة والحشرات داخل الأخشاب، وأخبارها إزاي؟ ده تسجيل قياسات الرطوبة الموشر كونتنت. الأجهزة موجودة، يعني لازم المكتب اللي بيشتغل ده يبقى عنده الإكويبمنت دي عشان يشتغل، غير كده ما يقدرش يشتغل. فإحنا يعني الحاجات دي بنشتريها زي ما حضرتك شايف، وبشتغل بنفسي يعني، وأخبارك زي ما بتاع باخد معايا أحد الصبيان بتوعي برضو عشان يساعدني، عشان برضو لو واحد تعب ولا حاجة أو وقع ولا حاجة، واخبارك ازاي؟ لازم تعرف يعني طبعا بنقعد نشتغل طول النهار، يعني في السعودية لغاية النهاردة ما بروح اشتغل في الموقع، وهما يعني بيخافوا علي الإخوان اللي هناك، هتطلع المئزنة؟ اطلع المئزنة على مهلي، ما قالش حاجة، يعني ازاي؟ كل واحد على حسب عمره بيطلع يتحس على الحيطه شويه كده وبتاع كم من ده، وسنه سنه، وعندي لمبه بركبها زي بتوع البتاع في دماغي، وبحيث انور السكه قدامي واطلع السلمه واحده واحده وانزل واحده واحده، وبقى ازاي؟ فيعني لازم الواحد يعني اصل لازم تشوف بنفسك، ما ينفعش انك انت تشتغل بالمراسله يعني. فهنا احنا بنشتغل هنا بنقيس درجات الحراره، وبقى حضرتك ازاي؟ داخل المبنى، فقياس درجات الحراره بنفتح في تبين انه طبعا نتيجه ان المبنى مفتوح على الصحن ومفتوح على بره وبتاع الشبابيك مفتحه وكام من ده، طبعا بتبقى درجه حراره جوه زي درجه حراره جوه بره تقريبا، وبالك ازاي؟ ولكن عشان تقيس مظبوط، لان يهمنا جدا حراره التكثف اللي هي ديو بوينت تمبريتشر، فده لازم ديو تمبريتشر ده يتعمل، واخد بال حضرتك ازاي؟ والجامع مقفول في الشتاء وفي ناس جوه النفس، وبالك ازاي؟ ولذلك عشان كده ده صحيح، ده احنا في العماره المصريه بتاع المقابر والحاجات دي بيمنع الدخول، حتى الهرم فتره من فترات قفلوا هرم وفتحوا هرم وبتاع عشان يبتدي ينظف الاملاح اللي موجوده جوه. ما عندكش فكره يعني الدخول جوه في هذا المكان بالوضع بتاعه، التنفس بيعمل تكثف على الحوائط ينشط الاملاح، وتبص تلاقي الاملاح طلعت والذرول الملحيه اللي موجوده والكريستالز ديت تبتدي تعمل لك مشاكل في الحجر. فهي العملية مش عملية بتاع كمان يعني دخول بعض، يمكن هنا ما فيش مشكلة احنا بنقلع الجزم واحنا داخلين الجامع، انما التاني المقابر والحاجات دي بيخش بالجزمة، الجزمة ماشي في الشارع ما يروس بهايم على استفافة على بتاع وساخة على ما اعرفش ايه، تخش بيها جوه تعمل مشاكل، واخد بالك جوه بيئية، واخد بالك ازاي؟ وتعمل عفن وبتاع وكم من ده، وتبص لا في فنجي راكب على الحرف، ناس بتاعك من الناس اللي دخلت، فلذلك بيحددوا دلوقتي عدد الناس اللي داخله جوه عشان مش لهذه المشاكل، واخد بالك ازاي؟ يعني ما هاش موضوع سهل يعني، يعني مقبره يعني نفسي تتفرج على مقبره نفرتاري، الجماعه بول جيتي انستيتوت عمل فيها شغل رائع جدا، واخد بالك ازاي؟ وصرف عليها ملايين بتاع الالوان اللي جوه، مناظر رائعه جدا وبتاع كم من ده، يعني لازم الواحد يخاف عليها، يعني مش كل مقبره بهذا الشكل. ففي حاجات مهمه جدا لازم ان احنا نبتدي يعني واخد بالك ازاي ناخد بالنا منها، وزي ما انت شايف اهو معانا الاستاذ صدوت واخد بالك ازاي وهو بيكتب الملاحظات بمليل الارقام، وبعدين بننزل الكلام ده بقى على البلان، ده البلان ده الرفع بتاعها. هنشوف احنا اهدينا المكتبه 3 دي في دي عليها اللوح، حوالي 200 لوحه، الجامع ده اتعمل فيه 200 لوحه، ده حضرتك ازاي؟ شايف البلان هنا اهو، وبقى فيه عليه الاماكن اتخذت فيها الحراره والجدول، تعرف المكان الحراره فين وبتاع ويوم ايه والساعه كام، واخد بالك؟ والحراره متقاسه على اي ارتفاع، واخد بالك ازاي؟ يعني بنقيس في ارتفاع معين اللي هو الارتفاع بتاع البني ادم عشان اللي هو بيحس بيه، فبتاع العمليه دي ده هنا
ادي الجهاز اللي بيقيس الرطوبه، واخد بال حضرتك ازاي؟ السن ده هنا، شايف حضرتك هنا في سنين، ده ممكن تاخد قراءه سطحيه، ما نقدرش نقرا هنا على الحيطه لان الحيطان دي عليها رطوبه، الرطوبه نشطت الاملاح، الاملاح بتديني بتاع، فانا بقيس درجه الرطوبه بتاع الاملاح، فلازم نخش نقرا جوه، بيبقى في مسافه هنا بتاع حوالي 2 3 سم وتعمل بولز وتخش تقرا على الجهاز. وزي ما انت شايف هنا الجهاز في عليه علامات، ده مسموح، ده متوسط، ده خطر هنا. وبعدين زي ما انت شايف، شايف النور هنا منور احمر، احنا بقى في مرحله الخطر. هذا ما كان في وجود في جامع، واخد بالك، في مدخل الوقي العباسي، القراءه 100%. ازاي؟ وعلى ارتفاع هتلاقي هنا في الجدول مكتوب هنا بتتخذ القراءه، واخد بالك، فين وعلى ارتفاع قد ايه، واخد بالك ازاي، عشان نشوف برضه مهم جدا، هل هي نتيجه المياه صاعده ولا نتيجه المياه نازله من فوق، واخد بالك ازاي. فبنبتدي ناخد قراءه تحت فوق بتاع، لما بيبقى عندنا وقت شويه بنرسم الحيطه دي بالكامل وناخد قراءات متعدده ونبتدي نرسم جراف يديني بتاع طلوع ونزول بتاع الرطوبه في الموضوع دوت، وتقوم تقدر تعرف ده جاي من فوق ولا جاي من تحت. فحص الاملاح، هي اجهزه الكترونيه يعني شكلها صغير كده، مش موجوده. هي المهم انها يجب ان تتواجد على كل من يعمل في حقل الاثار، عاوز يشتغل في الاثار، فاتح مكتب ترميم يكون هو متخصص، يروح يشتري له اجهزه ويشتغل. ما ينفعش كده. والله مره يعني من ضمن الحاجات الطريفه، كنا في السعوديه بنشتغل، وبعدين في واحد مهندس كان جاء كده، المهندس اللي موجود نزل اجازه فبعت لي واحد بداله وبتاع، فجاء قعد شهر فبيقول لي ايه ده الحجر عليه ملح. قلت له انت شفت الملح؟ قال لا هو مش باين. طب شفته ازاي؟ بيقول لي حسته بلساني. طبعا الحمد لله ضحك، لحس الحجر لحس بلسانه، يعني ما حدش بيلحس حجر بلسانه، يعني في يا اما اخد عينه ملح واشوف الملح وبتاعه كان منه. لما بدي لك فكره، والله هو مهندس متخرج بقاله 30 سنه، فانا بس بدي لك فكره يعني عامل ايه. فاحنا بناخد قراءات زي ما انت شايف هنا، ورقه ترشيح، واخد بال حضرتك ازاي؟ وكنا جايبين ورق ترشيح حتى مستورد عشان نضمن 100% ان الورق نظيف، لان ممكن الورق يكون نفسه فيه نسبه املوحه ولا حاجه وبتاع كلام من ده، الاوراق المصريه يعني صعبه شويه، واخد بالك ازاي؟ فاحنا بنجيب هنا بتاع بنستورده من الخارج، واخد بالك ازاي؟ ونجيب الماء غير معين، واخد بالك ازاي؟ مقطر، وتبتدي تبل الورقه تحطها على الحيطه، واخد بال حضرتك ازاي؟ لمده من 2 لـ3 دقائق، تبتدي هي تمتص الاملاح، تاخدها تحطها على الجهاز، تدي لك القراءه بتاع الجهاز، واخد بال حضرتك ازاي؟ الجهاز لغايه 10 مسموح، بعد 10 مش مسموح، واخد بال حضرتك ازاي؟ فهتبص تلاقي هو هنا بتاع قراءه اعلى من 15 نسبه من الاملاح. ده في السايت على طول، يعني ممكن حضرتك واخد بالك ازاي انك انت تقدر تعمل عندك فكره عن الشغل اللي بيتعمل. وبعدين القراءات في اماكن فين؟ محطوطة على الخريطة برضه، لازم كل شيء يوثق، واخد بالك، متاخد هنا ومتاخد هنا هنا هنا، شوف حضرتك، لازم تعمل من الداخل ومن الخارج، بحيث ان يبقى عندك صورة كاملة على عملية الأملاح اللي موجودة، واخد بال حضرتك ازاي؟ وبعدين طيب أملاح، نعمل تحليل كيماوي، طبعا ممكن تحليل، ده تحليل اون سيتيو، واخد بال حضرتك ازاي؟ انما طبعا ممكن تاخد عينه وتديها المخبر بقى وتطلع لك الاملاح بقى، واخد بال حضرتك ازاي؟ بنعمل كده برضه، بتاخد العينه وتروح وتطلع الاملاح، انما ده هنا لتحليل سريع في الموقع واحنا قاعدين. زي ما انت شايف ده هنا في كلوريد، ده هنا في نترات، وشايف اللون هنا احمر فراوله، في الوان ساعات تبقى اقوى من كده، وفي احيانا في عندنا اقراص بنجيبها من انجلترا، واخد بال حضرتك ازاي؟ مفيش حاجه مصراوي، معلش يعني مع كل احترام، مصراوي مفيش، في خواجاتي، واخد بال حضرتك ازاي؟ لانه معلش كل الاساتذه اللي موجودين في مصر في كليه الاثار سافروا للخارج وتعلموا في الخارج، انه احنا اتعلمنا برضه في الخارج، واخد ازاي؟ معلش ليه؟ الفتره بتاعت العصور الوسطى اللي كان فيها العلم في الدول العربيه، وعندنا علماء ابن سينا والخوارزمي وبتاع الكلام ده، الفترة راحت، كل سنة وانتم طيبين.
جامعة الفؤاد الأول كانت متميزة. متميزة ليه؟ بس لازم حد يسأل. كان عندنا خواجات قاعدين معانا في كلية العلوم وفي كلية الاقتصاد وفي كلية مش عارف ايه والبتاع والكلام من ده. خد بال حضرتك ازاي؟ قسم الآثار اللي موجود في جامعة القاهرة عاملوا خواجة كريزول. غلطان أنا ولا بقول صح؟ بس عشان بس ايه؟ يعني لازم ندي كل واحد حقه. خد بال حضرتك ازاي؟ كل الناس بتروح تدرس وتيجي، فعندنا في لابد ان احنا يعني مبارك ازاي، فالاراضي بتيجي بنعمل تحليل، لما يصفر الزياده يبقى نسبه الكلوريد عاليه، واخد بالك، وبيبقى كلوريد صوديوم، واخد بالك ازاي، الاملاح اللي طالعه مع التربه، واخد بالك ازاي، وده معناها في نيتريت، يعني هنا في تسربات لمياه المجاري، واخد بالك حضرتك ازاي. فطبعا المجاري هتيجي منين؟ من حوالينا، البيوت اللي حواليا. يعني رغم ان الشارع اتعمل فيه خط جديد في الازهر، واخد بالك حضرتك ازاي، ورغم المجمع الكبير اللي موجود شارع بورسعيد، كل الكلام ده حلو وجميل، انما البيوت اللي حواليا كلها بتصرف ميه، واخد بالك ازاي، يا ميه شرب يا ميه مجاريف، فكل ده طبعا بيروح فين؟ بيروح في التربه. منسوب الميه، هنيجي دلوقتي لمنسوب الميه في النسبه للازهر برضه، والعمق التاسيسي والبتاع والكلام ده، ونشوف المشاكل اللي موجوده عندنا في هذا الموضوع. برضو المواقع، كل حاجة لازم خدت عينة منين؟ تكتب وتعمل جدول، واخد بال حضرتك ازاي؟ والارتفاع اللي خدنا منه العينة، واخد بال حضرتك ازاي؟ عشان كل حاجة تبقى ايه؟ في مكانها الصح. بعدين بنقرا على السطح بقى نسبة القلوية والحمودة البي اتش فاليو، واخد بال حضرتك ازاي؟ في زي ما حضرتك هنا اهو، شايف حضرتك كده؟ ده زي الورق بتاع تحليل السكر، واخد بال ازاي؟ تغمزه في البتاع ده بقى، بتجيبه تحطه في الميه برضه، ميه غير معينه مقطره، وتسبريله وتحطه على الحيطه، واخد بال حضرتك ازاي، وتقارنه باللون، شايف حضرتك ازاي، نحركه هنا مع التيب بتاع اللون، ويديني هنا العمليه، وبرضه هنا الجدول بتاعه، يعني من واحد لسبعه حامضي، سبعه متعادل، سبعه ل 14، واخد بال حضرتك ازاي، ده اللي هو بيبقى قلوي. يبقى نشوف البتاع، عشان ده مهم في ايه بقى؟ طبعا واحد حسن مهم في ايه؟ مهم لو انا استعملت مواد تنظيف يبقى لازم اجيب حاجه تتمشى مع هذا الموضوع، واخد بالك ازاي؟ يا اما اجيب صابون متعادل اشتغل بيه، واخد بالك ازاي؟ عشان نعرف واحنا بنستعمل مواد التنظيف برضه ان احنا اي ماده نقدر نستفيد منها. وبعدين المواقع برضه كل شيء بيسجل، عشان يعني ما فيش حاجه لازم يكون دوكيومنتد علشان يبقى فيه موقع موجود. وادي هنا وبتاع، حتى دول مفتشين اثار، قالوا طب ما اللعبه حلوه يعني تعمل لنا معاكم، قلنا اهلا وسهلا، جم مفتشين الاثار اللي موجود في العناك، مسكوا البتاع وبتاع ومعانا وبتاع هنا، شوف الحموضه، واخد بال حضرتك ازاي، ودرجه الحموضه هي مش عاليه قوي، لكن ده ناتج طبعا من التلوث البيئي الموجود في القاهره، مع تلوث من نتيجه من حركه المواصلات، ثاني اكسيد الكربون، واخد بالك ازاي، مع برضه ان في الصناعه اللي حوالين القاهره، الحريق بتاع الزباله اللي كان بتحرق، انت حضرتكم لو تعرف ان حريق الزباله كان قريب قوي من عندنا عند عين السيره، كان هناك بتاع الزباله بتحرق تغطي القاهره كلها بروائح ذكيه وبتاع. فبيجي عندنا الضبخن، الضبخن اللي هو يعني الضباب مع اللي هو الدخان بتاع بتاع، يعمل طبقه على الحوائط، طبعا بتعمل لنا مشاكل، واخد بالك ازاي، وتعمل اضرار موجوده، وبالتالي واخد بالك حضرتك ازاي، لازم الحاجات دي تتنظف. بنعمل فحص الحوائط، واخد بال حضرتك ازاي، كان وقتها عندنا الديرما فوت اللي هي الكاميرا اللي بيعملوها الدكاتره بتوع الجلد عشان ياخد صوره على الايد على طول، واخد بال حضرتك ازاي، بعدسه مخصوصه هنا بحيث انها تديني بتاع، شايف حضرتك ادي سطح الحضر، ده لا يمكن تشوفه بالعين، دي متكبره 20 مره، شايف الاملاح، كل دي بطش املاح موجوده، شايف حضرتك هنا ده عفوا موجوده على الحيطه، ده صعب انك تشوفه بالعين، موجود على الكاميرا، واخد بالك ازاي، دلوقتي طبعا بالميكروسكوب الموقعي ممكن حضرتك تمسح الكلام ده كله ويبقى اسرع من الصوره، لان الصوره احنا بناخدها نرجع نحمضها تاني، واخد بال حضرتك ازاي، وبعدين دلوقتي ما بقاش في صور، انما ممكن تشتغل كاميرا ديجيتال برضه. عندنا فحص بالاندوسكوب، عندنا اندوسكوب هنا، واخد بالك ده ريجيد اندوسكوب، في اندوسكوب مرن اللي هو ممكن زي الاندوسكوب بتاع الجراحه يمشي جوه البتاع، هنا ده الاندوسكوب هنا، واخد بالك ازاي، والعبد الفقير لله مع الصبي بتاعه بناخد صور جوه الحيطه، وزي ما انت شايف هنا
3/11 2014، وادي الاندوسكوب بتاعنا اللي احنا بنشتغل بيه، جبناه برضو من المانيا العظمى. واخد بالك ازاي؟ وادي الصور اللي بتطلع من الاندوسكوب، تقدر تشوف اللي حاصل جوه الحيطه، وده مهم جدا عشان تشوف تكوين الحجر. طبعا انت ده بناخد عينه، يعني ده في الثقب ناخد كور سيكشن وناخد الحجر. واخد بالك ازاي؟ اشتغل معانا الدكتور ايمن حامد وعمل لنا التحاليل بتاعه العمليه ديت. واخد بالك حضرتك ازاي؟ ونتج منها هذا الشغل اللي موجود هنا. واخد بالك حضرتك ازاي؟ وزي ما انت شايف يعني بيتكلم عن الاندوسكوب. واخد بالك ازاي؟ هنا اهو اندوسكوب بروبينج، علشان بس العينات بتاعتي بقى لانه على قد يعني. واخد بالك حضرتك ازاي؟ هنا has been used to prospect the inside the masonry wall south Ottoman rework جوهريه مدرسه. Facade stone shows a smooth circumference and drilled hole, no bores, but few irregularity is noticed. In other words, the stone is solid, has good internal integrity. Detailed in scope inside the core of the masonry wall, the different location of the rock showed fine grain as well as light irregularity of the surface. طبعا اخواننا بتوع الستون وبتاع الحاجات دي بيكتب بالانجليزي، واخد بالك ازاي؟ ده بالنسبه له اسهل لانه بالنسبه للاصطلاحات والحاجات دي كلها. معناه هنا انه الحجر جيد، الجرينز بتاعته واخد بالك متماسكه، الماتريكس واخد بالك حضرتك كويس موجود، ترابط بين الجوتله موجوده، ما فيش شكوك. يعني يهمنا جدا في الاندوسكوب ان انا اخش جوه بشوف اذا كان في شروخ، او لان المباني ديت انت بتشوف حيطه 120، واخد بالك ازاي؟ في يعني في القدس لما اشتغلنا في القدس طبعا ما قدرناش نعمل الحكايه دي، اشتغلنا برادار سيستم. واخد بالك ازاي؟ الحيطه 270 سنتي، طبعا مش هقدر اخش فيها بالعمليه دي، انما بالرادار. فهنا بتخش تقدر تشوف اذا كان في شرخ جوه، واخد بالك؟ في مواد ثانيه، يعني لو الحجر اصله بيتكون قشره حجر من ناحيتين وفي فيلنج جوه، واخد بالك ازاي؟ حتى الفيلنج المفروض انه بيتعمل كسر حجر مع جير وطين. طبعا الناس بتقول حط الطين ليه؟ هو جير وطين عشان يتحول الجير الى هيدروليك لايم. واخد بالك ازاي؟ يعني عشان يعمل مده، لانه الهيدروليك لايم عباره عن جير فيه كميه من الطين بيتحرق وبتاع. هنا طبعا ما بيتحرقش مع بعض، انما الخلطه دي بتديني جير مائي يعني يتصلب في جوه الحيط، لان الجير الثاني بيتصلب اكسيد الكربون في الهواء. انا ما عنديش هنا هواء، الحيطه مقفوله، فلازم يستخدم هذا الموضوع. هتلاقي في الوثائق المملوكيه بيتكلم على بناء بالجير والطين. الطين بيجيبه منين؟ مش طين في الشارع، لا، بيجيب الطين من النيل، طينه حلوه عشان ما يبقاش فيها املاح. طب ازاي؟ فده بيجيبها ويخلطها مع بعض، يعمل منها مونه تتحول الى مونه تتماسك جوه في الوسط المائي. وهذا ازاي؟ ولذلك احنا في المشروع بتاعنا فعلته كلمناهم انه هاتوا لنا يا جماعه هيدروليك لايم، استوردوا هيدروليك لايم. وهذا ازاي؟ لانه مهما كان صحيح انا ممكن اعمل هيدروليك لايم واضيف له عليه بوتسلانا. وهذا ازاي؟ بوتسلانا اللي هي في مواد تضاف عشان تحول اللايم العادي الى هيدروليك لايم. وهذا ازاي؟ فيها نسبه من السيليكا ونسبه من الالومنا، يوم في الحاله دي المونه تتصلب في الميه. واخد بالك حضرتك ازاي؟ فهنا طبعا الوضع ما يعني طبعا لما اجيب انا اكياس ستاندرد زي الاسمنت مقفوله لها سبيسيفيكيشن اللي هي بتاعتها من ده، افضل كتير جدا من ان انا اجيب جير واطفيه في الموقع واضيف له اضافات. كان زمان بنضيف اسوميل، الاسوميل النهارده ما بقاش الاسوميل، كان الاسوميل زمان لما نشوف الدراسه بتاع مدرسه الفنون والصنايع بتاع محمد علي باشا زمان. واخد بالك حضرتك ازاي؟ في كراسه من مواد الانشاء من ايام محمد علي باشا موجوده في دار الكتب. واخد بالك حضرتك ازاي؟ تجيبها يقول لك الاسوميل عباره عن كناسه الشوارع وكناسه البيوت مش زباله البيوت. خلي بالك حضرتك في فرق بين كناسه البيوت وزباله البيوت. كناسه البيوت اللي هي التراب على حته خرقه على حته خشبه على حته بتاع كلام من ده، ده بيتاخد مع كناسه الشارع بما فيها من سبلة خيل سبلة بتاعه كم من ده، وبتروح تشتغل في المستوقد بتاع الحمامات، تتحرق هناك تطلع يشتروها. ده يعني عملية بتاعت ريسايكلينج. واخد بالك ازاي؟ تاخد الحاجة دي استخدمها في عملية البناء. عيبها بس انها طبعا ملهاش مواصفات، يعني غالبا عم نتكلم على فترة القرن ال 18 القرن ال 17 القرن مش عارف ايه كم من ده. طبعا ما كانش فيه مواصفات، فما اقدرش استخدم نفس العمليه. وبعدين النهارده يعني للاسف بعض المواصفات المكتوبه في هيئه الاثار بيقول لك برضه اسوميل. اسوميل النهارده عباره عن زباله، اكياس بلاستيك
كاوتش محروق بتاع كاميرا ما ينفعش، فده خطر كبير جدا. في طريقه اخرى برضو اللي هو اضافه الطوب المحروق. الطوب المحروق بتاع زمان كان طينه، واحنا بنتكلم على ان الحجر الجيري دي في بورسلانه طبيعيه في بورسلانه صناعيه. كلمه بورسلانه اساسا جايه من كلمه بورسولي، دي مدينه جنب نوبلوي ونابولي، واخد بال حضرتك ازاي؟ اتوجدت فيها المواد بتاعه الاضافه اللي استعملوها الجماعه الرومان، واخد بالك ازاي؟ اللي هم عملوا منها الاسمنت بتاعهم اللي بيعملوه الاسمنت الطبيعي ناتشرال سيمنت اللي بنوا بيه الرومان الحاجات بتاعتهم، واخد بالك ازاي؟ فجاد الاسم بقى ناتشرال بورسلانه وارتفيشال بورسلانه. ارتفيشال بورسلانه اللي هو الطوب الاحمر. الطوب الاحمر زمان كان طين، اتننع الطوب الاحمر، دلوقتي بقى الطفله. حضرتك اقرا مواصفات مصلحه المباني القديمه، يتكلم على على الحمره، واخد بالك ازاي؟ انها تكون خاليه من الطفله. طب ازاي خاليه من الطفله؟ ده انا عندي طوب طفلي اضيفه ازاي؟ سوا بقى، فبيجيبوا الطوب الطفلي يحطوه، فطبعا ما بيطلعش هيدروليك لاين، بيطلع كلام فارغ، واخد بالك ازاي؟ فده هنا في خطوره كبيره جدا، ما حدش قادر يفهم اصول هذه المواد واستعمالات هذه المواد. فدي مشكله عندنا في سوء الخبره في عمليه المواد القديمه، وللاسف لا تدرس هذه المواد في الجامعات المصريه اطلاقا خالص. كليه الهندسه ما لهمش علاقه بهذا الموضوع، لدرجه ان احنا لما استعملنا الاخشاب في الربط بين الحجر، واخد بال حضرتك ازاي، في المئذنه بتاعه ام سلطان شعبان وبتاعه خير بيه، ومش اي خشب، احنا كتبنا خشب تيك، خشب التيك خشب متميز ما يتمددش مع الميه، ما بيعمليش مشاكل في الحجر. خشب التيك لقيناه مستعمل في الأبب اللي موجوده بتاعت برقوق اللي في القرافه، في المنطقه اللي فيها التنشن، خلق رينج تنشن جوه الحجر عن طريق القطعه الخشبيه اللي بيسقطها في الجوينتس، بيبقى عنده رينج، وده كان السبب انهم يفتحوا يشوفوا، لان الجماعه بتوع لجنه حفظ العربيه تصعبوا أوبة 15 متر والدرام بتاعتها 36 سنتي، واخد بالك ازاي؟ طب الثرست ده بيروح فين؟ واخد بالك ازاي؟ الدفع الافقي ده رايح فين؟ فكوا البتاع لقوا الخشب موجود بقى له 800 سنه وهو موجود، 600 سنه وهو موجود، لا اتغير ولا اتاثر ولا حاجه ولا زي الفل. فاحنا قلنا لهم كده. اخواننا بقى المهندسين الشقيين اساتذه العظام في جاخرها بتاع الستيل، حوالي لحضرتكم بقى ستيل كرامبس، ميتال كرامبس المستعمله في الاحجار والمصايب اللي عملتها في الازهر، هيجي معانا دلوقتي عشان تشوفوا حضرتكم يعني العينه بينه. فهنا هنا بنمري الاماكن والعينات اللي كل ده موجود على الجداول، واخد بال حضرتك ازاي؟ وعندك الصور هنا بتوري السيرفيس بتاع التكسير بتاع الحجر والتعليق عليه، واخد بال حضرتك ازاي؟ هنا استخراج عمليات الحجر عشان برضه مهمه جدا عشان نشوف الاستراكشر بتاعها، واخد بال حضرتك ازاي؟ ويتعمل عليها دراسه بكمبريشن وتنشن عشان نشوف تنشن في الكوابيل، الخشب الحجر بيشتغل تنشن، الكابولي فيه كانتليفر فيبقى لازم فيه تنشن، عشان كده الناس بتقول لك انت بتعمل تنشن في الحجر ليه؟ انا عندي كابولي في الكوابيل بيشتغل تنشن، فلا بد ان اعرف التنشن بتاعي عشان اقدر احسب الكابولي بتاعي والزماكه بتاعته والتخانه بتاعته. فهنا ادي الاماكن اللي بتاخد منها العينات، بناخد كور 40 سنتي علشان ياخد المسافه، هو غالبا بتبقى القشره اللي بره واللي جوه دي حوالي 20-25 والباقي فيلينج، فانا بنفسي اخد من الفيلينج ايضا علشان اخد منه عينه، واخد بالك، واعرف المورتر بتاعه شكله ايه، واخد بالك حضرتك ازاي، عشان اعرف الفيلينج عشان يوم ما اجي اعمل حقن للحيطه يبقى انا عارف المونه اللي هحقنها شكلها ايه جوه. فهنعمل هنا كده، واخد بالك حضرتك ازاي، ده الراجل هنا بياخد العينه، وادي عينه ثانيه، اماكن العينات كلها محدده، واخد بال حضرتك ازاي؟ اهي، ولما بتطلع العينه والعينه بتتاخد بدون ميه. خلي بالك في الموضوع ده، ناخدها يعني الكور دراي كور. وزي كثير من الناس بتقول لك لانه بياكل السن بتاع الكور نفسه، واخد بالك ازاي؟ لما ما اقدرش اخد دراي. ليه؟ لان الميه الحجر بيطلع زي النار من جوه، والميه تغير الخواص الكيماويه بتاعته. فبالتالي ولذلك احنا اول ما ناخده ونلفه في ورق حراري عشان نعزله عن الهواء وبتاع كمده عشان ما يحصلش عليه اي تغيير، زي بالظبط ما واحد عين دم بيبقى مقفوله وبتاع كمده، احنا هنا نفس الحكايه، لابد ان احنا ناخد كل الاحتياطات اللازمه بحيث ان الكور اللي عندي يطلع ما يحصلش عليه اي حاجه، لا عوامل جويه ولا ميه ولا حاجه. ادي ستون سامبل بتعمل عليه اكس ري ديفراكشن
عشان تطلع التكوينات بتاعته، واخد بال حضرتك ازاي؟ تعرف مكونات الحجر، وبعدين هنا هو سكاننج الكترونيك مايكروسكوب، واخد بال حضرتك ازاي؟ عشان نشوف برضو التكوين بتاع الحجر والفويدز الموجوده جوه والماتريكس شكله ايه والحبيبات بتاعها. هنا هتلاقي هنا اهو بيتكلم على لوس كريستال كالسايت رومبس اوف ذا المايت نون از سبارايت and more coherent attention with the bulk mass. في تفكك في الحجر جوه. تعال شوفوا منين ده بقى؟ يعني معلش بقى عاوز اصلح حجر. كان زمان زمان انا بكلمك برضه من خلال الخبره، كان العمال بتوع الحجر بالشحوطه يرن عليه كده تن تن تن، يقول لك سامع بيه؟ شوف ايه يا عم؟ قال بيرن رنه بتاع زي العمله، عارف العمله اللي هي مزوره والعمله مش مزوره، واحده بترن والثانيه مكتومه، ادام بيرن يبقى الحجر كويس. ده كلها دي سطحيه، انا ما شفتش حاجه جوه. الفضل لهذا يرجع للتكنولوجيا الحديثه، للعلم الحديث، واخد بالك ازاي؟ عشان كده اخواننا اللي موجودين في كليه الاثار عندهم الاجهزه موجوده، وبعدين في اجهزه في بعض الاحيان معلش بعض الجهات الجهاز قديم، فبنعرف احنا بقى ايه. معك بحوث البنا عنده جهاز كويس، كليه العلوم عندها جهاز، مش عارف المساحه العسكريه واخد بالك الجيولوجيه عندها جهاز، يعني بتتم عمليه كامله لعملية التوثيق الكامل للمباني في هذا المجال. لدرجة يعني معلش والاخواننا بتاع الشركة بتاعة بكة موجودين، الجماعة بتوع المراسم من خلال برضو احد المستشارين الموجودين عندهم هناك، ناسي يعني انا اسمه الدكتور مش عارف ايه سألوه بتاع، يعني بيتكلم بيقول ايه يعني ما شافوش رسومات كده، ايه اللي حاصل ده؟ واحد قال لهم والله هو ده لمعي، يعني هو ده الشغل اللي احنا بنقدمه، ما غير كده ما بنقدمش شغل. في بعض الاحيان واحد يقول لك ده انت بتاخد مني مثلا مبلغ قد كده ليه؟ ده في واحد تاني بتاع، ايوه مش هديك المستوى دوت. اللوحه دي اتعادت ثلاث مرات، اتراجعت ثلاث مرات وتعادت ثلاث مرات، يعني انا بكلم بامانه يعني، فاهم ازاي؟ يعني هو جهد مضني، يعني لدرجة في عندنا بعض الأحيان مهندسين بيمشوا بيقول لي أنا عيناه وجعتني، والله في ناس كتير عيناه وجعتني أنا ما يعني بتاع ما تست يعني مش، واحد تاني يقول لي هنروح نلون بتاع نعمل بتاع لاندسكيب عند مش عارف الدكتور فلان عبد العزيز الدكتور إسماعيل مش عارف إيه، بنعمل فيلا بنعمل بتاع فيه بتخلص في بتاع، وأنت تفضل تعيد اللوحة 10 مرات وبتاع كمل ده ورجع اللوحة وشيل اللوحة وحط اللوحة، ففي صعوبة حتى في الستاف اللي بيشتغل يعني. معلش انا حبينا بس عشان تشوف حضرتك كمية الجهد اللي معمول، زي ما قلت حضرتك المشروع رسومات فقط في 3 DVD مش CD، 3 DVD سلمناهم للمكتبة هدية مننا للمكتبة نظير استضافتنا للقاء هذه المحاضرة ودعوتنا البتاع، عشان برضه يعني نخدم التراث. ليه بقى؟ حضرتك افتح الكتاب اللي عاملاه مكتبة اسكندرية ونزل شوف الرسومات بتاعت هيئة الآثار المصرية العظمى، اتفرج عليها وافتكر اللي حضرتك شايفه هنا، بس عشان تعرف فرق بين بتاع يعني لاين دروينج حاجة يعلم بها الله، يعني واخد بال حضرتك ازاي؟ بكلم حقيقي يعني. افتحوا الكتاب، الكتاب موجود في المكتبة، روحوا اتفرجوا عليه، روح اتفرجوا عليه، انا يعني روح اتفرجوا عليه عشان تشوف حضرتك البتاع. ما في جزء في المبنى ما ترسمش، واخد بال حضرتك ازاي؟ بس حضرتك ادي وجهه الصح بالمآزم بتاعتها على اللوحه، طبعا هنا من تصغير المقرنصات والبتاع طالعه غامقه وبتاع كملنا، انما حضرتك هتشوف بعض اللوح في تفاصيل المقرنص، كل المآزم اترسمت الاربع وجهات بتاعتها، وترسم بعد كده ستون ديتوريشن ماب لكل المبنى بالزخارف بكل حاجه، مفيش حاجه ما يعني دي كلها الاربع وجهات بتوع الصحن، الواجهات الداخليه، الغرف اللي موجوده بتاعه الدراسه، المكان بتاع الخديوي اسماعيل، مساكن الطلبه فوق. وبعدين في حاجه مهمه برضو حضرتك بتتفرجوا كده، انما هديكوا سر من سر الصنعه عشان تعرفوا. بص حضرتكم هنا شايف القبه دي، تبص القبة من تحت نص دايرة، القبة من فوق طلع كده، طب ليه طلع كده وجوه نص دايرة؟ ده سؤال. أنا هقول لكم قصة بعدين يعني كمان طريفة
ده حضرتك بتعلق هنا شانديليه نازل، تنوره الكبيره بتاعت الاناره وزنها بيوصل بعض الاحيان لطن، ما تشالش كده، تشالش هنا. جوه هذا الفراغ في ترس، ترس في الاتجاه ده وترس في الاتجاه الثاني، عمود ترسين جايين كده، ترس جاي. وانا اتحدث كان حد يعرف الكلام ده. شوف يا حضرتك بقى، اتحدى. وهذا الترس بيدفع الفورس بتاعته، بتيجي في الدوران بتاع القبه بتاع الحجر، متحمل عليه كده، واخد بالك ازاي، ومتحمل عليه كده. يبقى لما بتشد حضرتك الدفع ده كله بيجي في سمك الحيطه بالكامل اللي جاي كده ده، عشان تقدر تعلق الشانديليه. حضرتك روح اتفرج على الشانديليه، شوف الشانديليه في ده. سيبك من ابو محمد علي، محمد علي اتصب بعد كده حجر، ده اتعمل خرسانه مسلحه سنه 35، كان بيشرف عليها الامير محمد علي ولي العهد زمان. لان خلاص بتاع القبه باظت من العثمانيين عاده، عشان يضيع الرينج تنشن. القبه لما بتعمل كده بتيجي على مسافه حوالي 50 درجه من فوق، تدي ضغط افقي كده. هما يعني طبعا هما بيحسبش، ما عندوش ستراكشر هو، فبيجي في الحته دي هو من الشو من الممارسه تراي اند ايرور، عرف ان في تنشن هنا في الحته دي، فبيجي يعمل ايه؟ يحط بتاع حديد، رنج حديد، واخد بالك ازاي، عباره عن جنزير، جنزير حديد بتاع المراكب، يحطها جوه. مع الوقت الجنزير الحديد ده يصدي ويفرع القبه. محمد علي عمل كده، بعد كده القبه فرقعت، اضطروا انهم يفركوها ويصبوها بالخرسانه المسلحه في الثلاثينات من القرن الماضي. كان بيشرف على المشروع الامير محمد علي توفيق ابن الخديوي عباس حلمي، اخو الخديوي عباس حلمي ابن الخديوي توفيق، لان هو كان راعي الفنون اللي عامل قص المانيال الجميل اللي في مصر. وبعد ازاي؟ فهي دي العمليه. فهنا ده يعني برضه تعرف الراجل ده كان بيفهم في الهندسه الانشائيه وبتاع، ونتيجه لان الحيطه بيبقى فيها ثراست جامد هنا، لقينا في القبه اللي انا بحكي عليها، والكلام ده مكتوب بتاع الدوفتل جوينت، ديلي اليمامه الخشب اللي مسقطه في العرانيس بتاعت الدوران بتاع القبه في المنطقه اللي فيها التنشن. افتح الكتاب بتاع كايرو، واخد بالك ازاي، مطبوع سنه 1902، واخد بالك، بتاع فرانس يوليوس باشا، كان رئيس لجنه حفظ الاصل العربيه، هتلاقي رسم البتاع دي. يعني مش هكمش من عندي انا، ده يعني في دوكيمنت. لما نتكلم عشان كده بنقول يا جماعه، يا اساتذه الانشاء، لازم تعرف اي نوع من الخشب واي نوع من البتاع، وشوف الاجهادات اللي موجوده في هذا الخشب الموجود، شوف البراطيم اللي في الاسقف بتاعت القديمه بتاع السرايات. وما كان شغال، ما كانش في حديد ساعتها، يعني اي بيمز حديد وبتاع ده دخل بعدين. فلابد هنا ان احنا نفهم اساليب الانشاء اللي موجوده في هذا الموضوع. فده هنا في القبة دي هو كل الإقباب كده، المملوكية والبتاع، عشان الشندلير اللي نازل يتحمل، هيتحمل على الحجر، ما ينفعش بقى ازاي. ففي ترس خشب جوه موجود، وبقى ازاي بيشيل الحمل ويوزعه على الدوران بتاع القبة، واحد بيجي كده وواحد بيجي كده. يعني ده معلش عنديكوا سر الصنعة، عشان بقى انا قربت ارحل، واخد بالك ازاي، فبسيب بقى العلم، علم المنتفع به زي ما قال رسول الله، واخد بالك ازاي. فهنا شوف حضرتكم هنا، ده كل دي رسومات الاولاد هلكوا معايا، انا بكلمك حقيقي يعني، هلكوا معايا يعني، واخد بالك ازاي، واللي مشي مشي، واللي جاب داله والبتاع وكان مد، واخد بالك ازاي. كل واحد يجي يقول لي بحب التراث، بعد ما يقعد معايا يقول لي انا ابو التراث، تراث ايه يا عم، واخد بالك ازاي، ده عينيا وجعتني، انا مش عارف ايه، انا بتاع، انا اروح اعمل لي فيلا عند الدكتور فلان، واخد بالك ازاي، وبتاع كان مد. طب انا هعمل بدا ايه؟ بيتصوروا انه لما يرسم هنا ان هو رسام. والله بيقول انا مهندس بشتغل رسام. قلت له طب ايه، اقرا الكلام ده هنا، اقرا، ادرس العلاقات الهندسيه اللي موجوده، اسال لو عاوز حاجه، اسال. انت دي مثلا هنا، دي الدوم اللي فوق دي، هل دي سوليد ولا مجوفه؟ ما ده سؤال برضه. القبه دي مجوفه، وفي منوع في الزلزال بتاع الفئه بتاع 1992، واخد بالك ازاي؟ هي سميكه صحيح، لها حجره بتخش كل شويه عشان توزن، لان الدوران ده
هيقع بره، فبيخش جوه ويمسكه وبعدين بيعمل تصليبه جوه بالخشب مش بالحديد عشان يمسك القبه ديت. اخوانا المدنيين بتاع البتاع ومكاتب محترمه يعني بدون ذكر اسماء وزراء كانوا كمان، خشب ايه على معي بتاع ده كلام فارغ خشب، ما دول قاعد ازاي. المشكله بقى ان هذه القباب في الاربعينات اللي وقعت جم فوق هنا الحته دي صبوا رنج خرسانه مسلحه فوق الاعمده دي، واللي عملها فاهم ان هو كده ربط القبه وبقت فل فل. حصل زلزال 94 ولا 92، القباب اللي كان فيها الرنج الكونكريت اللي هنا دي فرقعت كلها وعملت شير على الاعمده، والاعمده اتقصت زي ما تجيب صبع موز وتقصه. وامثله كانت موجوده، كان معايا الدكتور علي عبد الرحمن، عملنا جوله معايا قال لي تعالى معايا وريني، نزلت وياه طلع معايا من سنتين ثلاثه وبعدين قال لا انا مش هطلع تاني خلاص كفايه كده مش هقدر اطلع. واخد بالك ازاي؟ هذا الاستاذ العظيم بتاع الانشاءات في مصر، راجل من احسن اساتذه الانشاءات في مصر، قال لي انا عاوز اتفرج عشان اشوف، لان ده بتشوف حقيقه الزلزال ماذا يفعل الزلزال، سيبك من المرسوم على الورق والبرنامج الالكتروني والمزازه والبتاع كمان، اللي بتشوف المثال على الطبيعه ايه اللي حصل على الطبيعه. تبين كل المآزل اللي اتزادت هنا في الاربعينات حط فيها كونكريت طارت، واللي ما تحطش فيها كونكريت اتشرخت بس وقع منها حته، اما الثاني لان حضرتك لكل فعل رد فعل، الكونكريت ماسك كده خد حضرتك ازاي بيحاول بيشتغل هيعمل ايه، فبيقص في الجزء الضعيف، الجزء الضعيف العمدان الرخام اللي موجوده هنا قص العمدان دي. فلابد الواحد يعني يعيش مع المشكله واحده ازاي بحيث ان هو يقدر يعرف الماده دي بتتصرف ازاي، يعني ده العمل اللي موجود هنا. فانا معلش سأثقل عليكم في الرسومات لأن الأولاد اللي رسموا لهم حق عليا، يعني أخبارك إزاي طلعت عينهم أنا الحقيقة، والله صحيح عادوا اللوح والله بالمرتين ثلاثة على الأقل عشان تطلع المستوى ده، ما أقدرش أطلع لوح أنا أخبار حضرتكم بال في كل الاتجاهات قطعات في كل حتة وجهات بالكامل. ده المحلات اللي ورا اللي هي موجودة في الجزء بتاع عبد الرحمن كانت خدها، دي الواجهة بتاع العصر العباسي بتاع الخديوي عباس حلمي، دي الواجهه الغربيه بتاع عباس حلمي، حتى شو حضرتك الشجره لما بصور فوتوغرامتري واخد بالك ازاي الجزء اللي مستخبي مستخبي ما اقدرش اعمله حاجه، فتنزل الشجره زي ما هي زي ما طلعت في الصوره بتسقط العمليه. طبعا احنا بعتنا زمان، انا جبت الفوتوغرامتري ده سنه 94، ما كانش حد بيشتغل فوتوغرامتري معلش بكل امانه، في 94 92 بتاع ما كانش حد بيشتغل فوتوغرامتري. بعتني اثنين المانيا قعدوا اسبوع عملوا انتنسيف كورس وجابوا الكاميرا، اول كاميرا معاها كان كاميرا هاز بلاد تخينه كده، رجعنا تاني بعد كده طوروا هم البرنامج فجبنا كاميرا تانيه واخد بالك ازاي نايكون 200 نايكون 300 وعملوا لنا عليها البرنامج، يعني في برنامج بتحول الكاميرا هنا ما تشتغلش بقى غير وايد انجل يعني بس عشان تقدر تاخد صوره كبيره على البرنامج عشان تقدر تاخد الدراسه بال توتال ستيشن تنزل النقط وبعدين تحشي بالفوتوغرامتري ازاي. فعاوز برضه تريننج يعني مش ده الشغل اللي في الاخر حضرتك ازاي هنا اللي موجود، ودي المآزن اللي موجوده اربع وجهات، وزي ما حضرتك شايف قطاع في كل منسوب قطاع راسي هنا، وفي مآزن هنا في مآزنتين فيهم سلم دبل، دي التريك بتاع اللعب اللي بتاع البتاع سلم طالع في اتجاهين، يعني في باب في الشرفة في باب من هنا وباب من هنا تطلع كده وده يطلع كده ويلفوا الاثنين فوق بعض ويطلعوا في الاخر فوق. طب ازاي في بعض المآزن ده موجودة في كل الجسم وهنا موجود في دور واحد بس، واخد بالك ازاي؟ في عندنا كذا نموذج في مصر بهذا الشكل. عشان برضه حضرتكم يعني تعرفوا الدنيا ماشيه ازاي في المانيا، انا ما كنتش عارف يعني الحقيقه دي، بس بعدين عرفت يعني بعد نتيجه الاتصال بين الاستاذ اللي بيشتغل في معهد اسمه المعهد العالي لدراسه السلالم في الجامعه، يعني بيدي معهد عالي لدراسه السلالم
سلالم بقى لها مدرسة خاصة، والراجل عامل كتابين منتهى روعة عن السلالم في العالم في المباني التاريخية. فهو لما جاء مصر، جاء بالنسبة لمصر، قال لك والله ما فيش غير عم لمعي ده بعت عم لمعي السلالم، قولي السلالم مزدوج والسلم مش فين، فين في مبنى فين ومبنى فين ومبنى فين، وبعته لي، بعت له الحاجات دي. واخد بالك ازاي؟ في نظير لهذا بعت لي جواب رقيق وبعت لي كتاب هدية. واخد بالك ازاي؟ ما قاليش طز فيك، واخد بالك ازاي؟ زي ما بيعملوا، لا بعت لي كتاب هدية. فهنا يعني، وبعدين طلعوا كتاب تاني عن تركيا السامته. حتى قال لي ايه؟ قال لي انت ليه ما تعملش كتاب على السلالم؟ واحد زيك يعني متابع السلالم وبتاع. بعد قلت له خلاص انا الزمن بتاعي ولا ما لما عنديش الجهد خلاص، ان انا اقعد اشتغل تاني عشان اعمل شغل زي ده، عاوزه وقت وعاوزه مش فلوس. خلاص ما بقاش صحه موجوده اللي تقدر الواحد يجاهد في هذا العمل الموجود. مآزن، كل المآزن في عندنا في أربع مآزن أو خمسة، دي المآزن العثمانية بتاع بعمام كتخدة، واحد على باب الصعيدة وواحد على باب الشربة، وكان في واحد اللي هو على باب المزينين، ده اللي راح أيام الخديوي وعم بس حلو. وبعدين تفاصيل بقى بتاعت النجارة، تفاصيل أبواب، يعني كل الحاجات دي رحبك ازاي، تفاصيل يعني مش بتاعه. واخد بالك ازاي؟ حجاب الخرط بتاع كل الزخارف، واخد بالك ازاي؟ هنا قطعات في الأسقف، شبابيك نحاس، شبابيك حديد، شبابيك خشب، أرضيات، يعني لم نطلق شيء، زخارف. يعني مكان الزخرف مكانه، وزي ما حضرتك شايفين هنا اهو، شايف هنا اهو الشكل العام، وبعدين الزخرف مكانه فين، ويتعمل انديتيل هنا برضو، واحد تاني هنا قبل، يعني وبعدين نقلنا بقى إلى مظاهر الستون، ديتوريشن في الستون. طبعا عشان تشتغل ديتوريشن في الستون لازم يكون عندك ريفرنس. الإيكوموس اللجنة الدولية، ماخد بالك حضرتك بقى مش لجنة علي بابا ولا بتاع كلام من ده، لا، اللجنة الدولية للأحجار في الإيكوموس فيها أساتذة متخصصين في الترميم، في الروك ميكانيكس، في الجيولوجي، في البتاع كلام من ده، بتطلع نشرة. طلعنا نشرة عن مظاهر التلف في الأحجار، وده حضرتك ازاي؟ فعامله هنا زي ما حضرتك شايف في حوالي 32 نوع: كرامبلينج، ساندينج، فرمنتيشن، بيلينج، وده حضرتك ازاي؟ هنا شوف مايكرو كراست، سكالينج، الوفيزيليشن، إروجن، يعني بتيجي معلش انا بكلمه حقيقي، يعني لازم الموضوع يتعرف، وبيتكلم وحاطط في الكتاب ده ليه وايه الفرق. في بعض الاحيان بيقول لك ده تقريبا مشابه لده لكن مش هو، يعني ازاي؟ يعني عشان ما تقعش في الغلط. هنا ميكانيكال دامج، كراست، بيتنج، بيرفوريشن، كل الامثله موجوده. واخد بال حضرتك ازاي؟ بتاع ديبوزيتس جايه من الطيور، واخد بالك ازاي؟ بتاع الطيور بتعمل ديبوزيتس على البتاع، بتعمل مشاكل، واخد بالك، فيلم، جرافيتي، مش عارف ايه بتاع كل البتاع، حتى التدهور بتاع الليشن والموس والمولز والبلانت. يعني احنا لما تشوف عندك هنا كم نوع بالنسبه للنباتات، خمس انواع، ست انواع، لازم الواحد ناخد ده نعمل منه ماب، وانزل يا ابني بص على البتاع واطلع بتاع، بنجيب مهندسين كويسين يمشي وبتاع، وبعدين واحد يروح يرجع عليه، وبعدين العبد الفقير لله يرجع للشعب الثاني ويمشي وراهم، واخد بالك، يشوف الكلام ده صح ولا مش صح. فانا بدي بس عشان فكره، عشان تشوف حضرتك الجهد الذي يبذل في مثل هذا العمل الموجود، واخد بالك حضرتك ازاي بتاع.
بعدين ادي التدهور اللي عندي بقى، اللي عندي هو دول الامثله دي، يعني من 32 مثلا بطلع عندي طلعوا 7 طلعوا 8 بصورهم وبالالوان، يبقى عندي كارتوغرافي، في كارتوغرافي بسميه كارتوغرافي بيمشي على الجنب هنا اهو، واخد بالك حضرتكم هنا اهو اهي، وابتدي امشي على المباني ووقع الكلام بتاعي اللي موجود هنا. اتعمل تاني على كل المبنى تاني من جديد، يعني اللوح اللي احنا رفعناها مشينا تاني ماسكين اللوح، اقعد يا ابني هنا وعلى سقاله، واقعد اعمل شوف لي الحاجه دي والبتاع، وينزل بعد كده ثروت يراجع عليه، وبعدين ينزل انا راجع عليه. فهتبص تلاقي المشروع تاني لوح تانيه موجوده عليها الكارتوغرافي بتاع الستون ديتوريشن. احنا بقى يعني بنعمل هذا وهباك ازاي مع اخواننا، هتشوفوا لسه الجهد بتاع الترميم الدقيق وهباك ازاي عشان تشوفوا الناس دي عملت ايه وهباك ازاي. والله استاذ الترميم ريستوريشن ساينس في جامعه ميونخ التكنولوجيه اشتغل معايا في قصر كازدغلي، لما جه شاف التوثيق المشروع ده كان ممول من وزاره الخارجيه الامريكيه، لان المبنى شوف شوف مدى، يعني سيبك امريكا وماليش دعوه انا الاحتلال وما اعرفش ايه، ما نتكلمش سياسه، نتكلم كلتشر. لمجرد ان السفاره الامريكيه في يوم من الايام كانت في فيلا كازدغلي في ميدان سيمون بوليفار من سنه 43 ل 47 ولقينا الكلام ده ما عندنا احنا جبناه، رحنا بيه السفاره بدعم من اخونا العزيز زي حواس ايام ما كان في الهيئه امين عام، قال لي روح لست لاف جوي المستشارة الثقافيه كلموا اياها. رحت لها قلت لها عندي معلومات كذا 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 كذا، قالت لي طب سيب لي الورق. بعد كلمتني قالت لي الكلام مظبوط، طيب احنا عاوزين نعمل مشروع، قالت والله نكلم الخارجيه الامريكيه. خدت لي موافقه من مدام كلينتون وهي وزيره الخارجيه، والمستشاره الثقافيه بتاعتها جت عشان تشوف، عملنا الشغل وسلمنا لهم مشروع زي اللي بتاع الازهر كده برضه، ما بقوش مصدقين. اشتغل معايا في الترميم الاستاذ بتاع جامعه ميونخ، عمل لي تقرير يعني حقيقه من اروع ما يكون، لدرجه هم بيقولوا يعني الراجل كان 5 ايام يعمل تقرير زي ده. قلت والله ده الماني، وقلت لها ما تزعليش مني، انتوا مش حاربتوا الالمان؟ حاربتوا الالمان في الحرب العالميه الثانيه، عارفينهم ايه الالماني يقدر يطلع ايه؟ واخد بالك زي هو ده الشغل اللي طلع. الراجل جه كلمت انا رئيس الايكوم الصحبي مايكل بيتست، فقال لي انا عندي استاذ محترم قوي في جامعه ميدان، خليه يتصل بيك ابعت له انت عاوز ايه. بعت له، الراجل شاف شويه الصور بتاع القصر اتجنن، قال لي انا عندي استعداد اشتغل. قلت له بس انا كنت الحقيقه في اتفاقي مع الامريكان ما كنتش عامل حسابي على كده، لما اشتغلت في القصر لقيت لا انا محتاج لحد، واخد بالك حضرتك ازاي، يكون في الاوروبيان اركتكتشر واوروبيان ارت، لان ده شغل فيه ارت عندي لوحات موجوده مش عارفين مصادرها جايه منين، فلازم حد يجي يعني بتاع. فالراجل جه حللنا الطلسم ده كله واخد بالك ازاي، وادانا تقرير في منتهى الروعه. بس لما قال لي بقى اديته رسومات، قام قال لي انت بتعمل شغل ده للامريكان؟ قلت له لا، يعني من كتر حلاوه الرسومات بيسالني الشغل انت عامله ده عشان الامريكان يعني عشان شام امريكا؟ قلت له لا، انا اوريك الشغل بتاع السعوديه، احنا يعني عاملين برضه القصر السعودي في جاردن سيتي اللي هو المصريه السعوديه بنفس الستاندرد. والله قال لي كلمه ظريفه جدا يسعدني ان انا اقولها قدامكم، اصل يا لمعي المستوى ده صعب الحصول عليه في المانيا النهارده. فاحنا بنفتخر ان في مصر ان احنا نستطيع ان احنا فعلا نقدر نشتغل لو اتيحت لنا الفرصه واتيحت لنا الاجهزه واتيحت لنا البتاع، ويشتغل واحد بقى ما بيدورش على القرش. هي دي مشكله ثانيه، انا بدور على المشروع بقى بتاع. انا يعني كل الناس اشتغلوا معايا اللي طلبوه خدوه على غير المليم، لم اعمل مع اي حد لا مناقشه ولا حاجه، انا نفسي يديني كل اللي عنده، يديني الحلاوه اللي عنده كلها، الاجهزه اللي موجوده تشتغل، الناس تشتغل بتاع كمان. المهم في الاخر اقدم شغل الاقي بتوع بن لادن يقولوا احنا ما شفناش لوحه زي دي، والاخوه موجودين اهم موجودين من الشركه اسالوهم.
احنا بنفتخر ان احنا بنطلع شغل زي ده. واخد بالك ازاي؟ صحيح دفعنا في حياتنا، دفعنا في وقتنا، دفعنا في عينينا، لكن we are happy to present such a work. ولما يجي الناس بتوع الغرب اللي هم متقدمين عندنا كتير يقولوا لي هذا الكلام، فيعني الواحد بيبقى سعيد في الاخر انه بيقدم شغل زي ده بهذا المستوى اللي موجود في العمل. شوف حضرتك الزخارف بتاع الشبابيك دي، عاوزة واحد ينقنع عينيه. يعني بكلم صحيح يعني، وما بحسبش حد بقى قاعد اسبوع قاعد 10 ايام مش خلص بقى وبتاعه كملنا خلصنا، احنا عاوزين، لا عاوزين نخلص. اه صحيح، لكن we have to receive fine work. يعني شغل ما مش ممتع ما يروحش، ما بسلموش انا. الأوبر اللي حضرتك شفتوها هنا دي ما فيهاش الكلام ده. واحد هيقول لي طب هنا ما فيش ليه؟ دي قبه بتاعت العصر فاطمه مبنيه بالطوب مش بالحجر. دي مش كل لوح لعلم سيادتكم، يعني برضو اللي احنا بنعرضه هنا ده مش كل لوح، ان احنا بس بنوري الجهد اللي اتعمل. واخد بال حضرتك ازاي في هذا العمل اللي موجود عشان حضرتكم تشوفوا ماذا حدث. كل المآذن 4 وجهات، مش وجهة واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، الا 4 وجهات بالقطاعات بتاعتها. هنا بقى عشان ستون ديتوريشن ما فيش قطاعات، لكن بنوري التدهور اللي موجود واللي موجود بتاع. شوفوا حضرتكم اهو، شايف حضرتك هنا دي متل كرامب، هنا ده متل عملوه، وهذا ادي اللي حصل. ده لو عمل الحكاية دي بالخشب التيك ما كانش حصل الكلام ده. في مرة بقول لواحد خشب تيك ومهندس، قال لي يعني ايه تيك؟ خشب التيك ده بيجي من ملايو، فيه تيك مش في افريقيا، فاهم ازاي؟ ده خشب بتاع التيك بتاع الملايو، وبقى ازاي ده نمرة واحد بتعمل منه المراكب بتاعت زمان بتاع الصيد وبتاع تروح الكويت والبتاع والكلام من ده بتوع اللؤلؤ وبتوع مش عارف ايه. خشب تيك تحطه في الميه مفيش حاجة، اهم حاجه انه ما يحصلش فيه لا يشرب ميه ولا يتمدد وبتاع، ما فيش خشب، خشب صلب كويس وبتاع كمل ده وممتاز هنا. فانا صورت الحاجات دي مخصوص عشان اوري يعني بلاش تستعمل ميتال كرام. والعلم ساعدتكم برضو عشان برضو ايه راح بتعلمش بلاش. انا فكيت المئذنه بتاع الجامع العمري اللي موجوده بره في الجائزه بتاع الاغا خان هنا دي، الجامع اللي اتضرب سنه 82 من اسرائيل في الغزو الاسرائيلي لبنان. وبقى ازاي المئذنه طبعا حصل فيها مشاكل، فاضطريت نعملها ديسمانتلينج، طلعتها ورقمتها وحطيتها على البتاع، لقيت فيها محطوط رينج ايرون مش ستيل، ما كانش بتاع رينج ايرون، وبقى الحديد ده موجود جوه. احنا كنا في الفترة دي الاحتلال الاسرائيلي موجود، ما عندناش امكانية، فلمينا شوية خردة وعملنا تاني رنج تاني حطيناه. وقلت طيب اما الجماعة دول زمان ما صبوش عليه رصاص عشان يحموه من الرطوبة، طب انا هطلع جدع وحصب عليه رصاص. فعلا حطيته صبيت عليه رصاص، واخد بال حضرتك ازاي؟ ورجعنا المئذنة بنيناها وبتاعه كلام من ده. بعد 20 سنة لقيتهم بيكلموني الحق، وجاء مهندس مدني بقى في جامعة البيوت العربية قال المئذنة ده عيب في الأساسات. طبعا هو مش عيب في الأساسات، هو اللي حصل إن الرينجز الستيل صد التاني، الحجر فيه بروزتي. إحنا كنا متفقين وياهم إنه يرشوا الواجهة بتاعت البتاع بوتر ريبلنت ماتيريال، في فاكر بوتر ريبلنت ماتيريال عشان يمنع النش بتاع المية، ما جابوش. فالبحر عيد مكتب على البحر، البحر عمال يخبط فيه طول النهار، فالحجر واخد بال حضرتك ازاي ابتدى يتسرب، ابتدى الحديد يصدي رغم مغطي بالرصاص، في حتت الرصاص مش متغطي حسب بخبخه، دخل البتاع بصينا الى شروخ في البتاع. اضطرينا ان احنا فعلا هحد الميزانه هفك الميزانه ما نديتش بتاعها. جبت الصبيان بتوعي اللي هم موجودين هناك، ودي كانت اجمل حاجه هناك، الوفاء والولاء عند الجماعه اللبنانيين. سنة 82 ابتدينا نشتغل هناك،
الست بهية الحريري، كان في مكتب خاص بالرئيس الحريري خاص بعملية المتاع، فقعد اشتغلنا فترة طويلة. الشباب اللي جم ما يعرفوش لا ترميم ولا دياولو، قالوا تعالى يا ابني نعمل كذا نعمل كذا بتاع، كان من ده يتعلموا معايا. حتى الصناع عملنا فرقة صناع حوالي 40 واحد، ننقلهم من هنا نجيبهم هنا، ننقلهم من هنا نجيبهم هنا، ناس معلمين كبار مش عيال صغيرة عمالك ازاي بتاع يخطف ويجري، لا ناس معلمين بيعاوزين بتاعه كان من ده، وشغلناهم معانا. اصبح عندنا طقم موجود متمرن بتاع كان من ده من 82 لغاية النهارده، هذا الطقم موجود في لبنان لغايه النهارده بيشتغل، منهم مهندسين شغلوا معايا تعلموا معايا وبيعترفوا بهذا. بعتين لي واحد بتاع بيقول لي احنا بنشتغل بالعلم اللي انت علمته لنا، ده كان على النت. فحتى الست السكرتيره قلت لها ابعتيه للناس اللي بيشتغلوا معايا وعباك عشان يعرفوا ان يعني الناس بتعترف بان انا هنا ما بتعترفش بحد عباك ازاي، يعني تعلم عندك وتوظ فيه من ده وينسب يمكن شغلانة يسمعها يقولها هو وتبقى نص بتاعه وبايظة وما بتاع. لا ففي مشكلة عندنا فعلا في هذا الموضوع. في هناك ناس حلو، قلت له يا ابني قص الحيطة، قصينا الحيطان، قصينا الحيطة بتاعت الرصاص، في الحيطة فيها الرصاص، طلعنا الحديد طلعنا الرصاص وبتاع، وابتدينا نركب خشب تيك، ربطنا به الحجر تاني وعملنا دولز دخلناها ورشينا بقى المئزنة ووتر ريبلنت ماتيريال عشان برضو نحاول نحافظ عليها. ورجعت بقى لها 6 سنين النهاردة الحكاية دي واحد بقى لحضرتك ازاي زي الفل، لا عيب في الاساسات ولا عيب في البتاع وكان من ده. يعني لازم الانسان يبقى ملم باساليب العمل التقني والبتاع. وحرمت تاني ان انا احط اي ميتال جوه البتاع جوه الحيطة ما زي. انا بحب اشتغل، قلت الله الجماعه ده بتوع زمان اشتغلوا بالخشب، خلينا شغالين بالخشب، خشب عاش وبتاع كلام من ده، اي ميتال هيعمل لي مشاكل. لا تقول لي ادهنه بالبوكس ريزن مش عارف بتاع ايه مش عارف. لا يعني افضل حاجه اذا كان تقدر انك انت توفر مثل هذه الخدمه في المكان ده يبقى كده احسن حاجه. هنا بتبين بعض الاملاح الموجوده واخد بالك حضرتك ازاي، شايف بقى ادي المشاكل واخد بالك ازاي اللي بتاعت اختنا الدكتوره عملت التصوير وابتدت بقى تبين الاضرار، كلها اضرار من اعمال ترميم سابقه، كلها ترميم اللي تم، ولذلك احنا بنسميه ترميم الترميم واخد بالك حضرتك ازاي. نتكلم على تنظيف الأحجار، عملنا محاولات كثيرة للتنظيف واخد بال حضرتك ازاي، بالمية المقطرة اهو، بالفرش السلك، خلي بالك بس يعني سلك خلي بال حضرتك عشان ما حدش يفهم غلط، ده سلك نحاس فوسفوري طلي موجود في الشركة، جاء الفوسفور دي شاريها من فرنسا واخد بالك بيتباع عند المرممين. حضرتك لما تحكها على الحيطة الفرشة تتفتفت وتنزل بوضة، مش بقى تحك الحيطة عشان بنحاول نشوف وسائل التنظيف المختلفة ومدى الضرر ومدى البتاع. بتنظف تنظيف كامل اهو، هنا مثلا حضرتك شايف هنا دي الحتة دي اهي، هنا اتنظفت شوف بص حضرتك، ده مش متنظف ده متنظف، ودي الفرش اهي، مش بقى الفرش السلك بتاعت البتاع اللي فيها المسامير دي والبتاع، لا لا دي فرش مخصصة، فرش نحاس فوسفوري طري واخد بالك حضرتك ازاي، عشان بس برضو ايه الناس تبدع. هنا واحد بقى حضرتك ازاي برضو بيشتغل بالسفنج، وجبنا سفنج طبيعي مش سفنج صناعي واخد بالك ازاي، لا جبنا سفنج طبيعي بنشتغل بيه واخد بالك ازاي، هنا اهو بالماء بتاع مع السفنج اهو ماء مقطر وبتاع. وبعدين جبنا ترايتون اكس 100، ترايتون اكس 100 ده مجموعه مواد منظفه واخد بالك ازاي، كان اوصى بيها المعهد الالماني المعهد الامريكاني الامريكان سيلز سنتر لما اشتغلنا وياه في عند باب زويله، قال لنا والله يعني ايه هنفضل ان تشتغلوا بالترايتون اكس 100. جبنا ترايتون اكس 100 هو في مجموعه مذيبات بيطلع الوساخة وبتاع، بس خلي بال حضرتك ان ده كيميكال وبتاع، بعد ما تخلص المفروض تمسح الحيطه كويس بالميه المقطره والبتاع عشان تشيل بقايا الكيميكالز اللي موجوده في الحجر، مش هتشيلها 100% لازم تعرف كده.
في عندي هنا برضو يعني كل حاجة لها فايدة ولها غبنة. فاحنا هو شوف حضرتك هنا بنشتغل، واللي بيشتغل ده مهندس واخدك، ما قالش بقى هات الواد علي عبده بالجلبية الدبلان بتاع أخوه شلبي ويقعد هنا يشتغل، لا دول مهندسين بيشتغلوا. واخد حضرتك ازاي هو هنا في التعليم والجوانتي ويطلع الوساخة من العالم بتاع هنا هو اشتغل في التاج بتاع العمود كمان عشان نشوف مدى التأثير في التاج، لأن حتت مزنقة وعاوزين نشوفها. هنا هو هو بيشتغل تحت في القاعدة اهو، بيشتغل في الحجر. وبعدين عملنا مايكرو بلاست. مايكرو بلاست ما جبناش رمل بقى وبتاع وكلام من ده، لا برضه الالمان بيقولوا ايه، بيقول في اكسيد الومنيوم، وجبت الاكسيد الومنيوم من المانيا، بجيبها مسافر بجيب معايا الحاجه في الشنطه، مايك 50 مايكرون ناعم قوي زي البودره بتاعت الاطفال، واستعملناه برضه. واخد بال حضرتك ازاي هنا اهو، واخد بال حضرتك ازاي، وبالضغوط اللي مكتوبه هنا، واخد بال حضرتك ازاي اهو، ضغط الهواء 1.5 كي بي اي مش عارف ايه والكلام من ده، ماشي الحال. ما اشتغلنا وعملنا اهو، وادي الجهاز هنا اهو، وادي الراجل شايله على كتفه، ده موجود عندنا برضه، يعني الجهاز كل حاجه موجوده وبنشتغل هنا اهو. واخد بال حضرتك ازاي، طبعا يعني المفروض الواحد يغطي عينه ويغطي ايده وبتاع، يعني ساعات كده برضه الواحد بيشطر على حاله وبعدين يروح ينام يومين عيان. فعملنا برضه هنا شويه تجارب، واخد بال حضرتكم هنا اهو، فوجدنا برضه بيأثر على الباتينا، برضه الباتينا بتتأثر. يعني برضه الواحد لازم يقول ده ايه وبتاع وكلام من ده. اشتغلنا بعد كده بالبخار، دي ماكينه جبناها من بيروت وشلناها معانا في الشنطه ودخلناها برضه واخد بالك بدون جملك وبتاع وكلام من ده، بس ما تقولوش بتوع الجمارك يمسكوني في السكه. واخد ازاي؟ هنا عملناها في الرخام، عملناها في الحجر، واخد بالك حضرتك ازاي؟ هنا وده هنا الالترا ساوند، واخد بالك ازاي؟ ده برضه بنشيل بيه الكريستالز لما يكون في كريستالز، واخد بالك حضرتك ازاي؟ فبنشيلها بيه، لكن ده ما ينفعش في المعمارات الكبيره، ده بنستعمله في الاوبجكتس لما يكون في اوبجكتس وبتاع وكلام من ده، ممكن نحن ننظف بالالترا ساوند. ده كل ده كل ده موجود عندنا، يعني مش صور من كتاب ولا حاجه، لا ده شغلنا واجهزه بتاعتنا. واخد بالك حضرتك ازاي؟ سوري اهو، كان في حته هنا فيها ملح جامد، كريستال جامد في الملح، فحبينا ان احنا نشتغل فيه برضه نشوف مدى التأثير هيطلع قد ايه وبتاع وكلام من ده. فوجدنا انه بقى طبعا المسطحات الكبيره ما تجيبش نتائج، عاوزه اوبجكتس يعني بتاع، انما هنا هو اهو. بعدين نظفنا الملح حتى بالبخار، يعني برضه حضرتك ازاي، وطلع نظف البخار فتبين ان البخار مودي نتيجه رائعه جدا، فحطيناه في المواصفات. يا جماعه نظفوا البخار، نظفوا حضرتك، روحوا نتفرجوا على المآذن، تفرجوا على الحيطان، فعلا فل فل، يعني ما نقدرش نقول بتاع فعلا. وده كويس في البيئة كمان، يعني البيئة أي حاجة تانية حضرتك بتأثر على البيئة، بخار ما بيأثرش على البيئة، يعني ازاي؟ فما فيش تأثير ضار بالبيئة المحيطة من خلال استعمال البخار في هذا الموضوع هنا. بعدين هنا دي صور الجراوتنج عشان حقن الحوائط، واخد بالك ازاي؟ في ملي الحيطان، واخد بال حضرتك ازاي؟ سواء جراوتين يدوي او جراوتين ميكانيكال. فهنا طبعا زي ما حضرتك شايف هنا، ادي ده هنا حط خوابير وبعدين نحن. العمليه دي اتعملت في الاسطول بتاع المئذنه، الاسطول هو كرسي المئذنه، الاثريين يسموها كرسي المئذنه، الجزء المربع اللي تحت ده، واخد بال حضرتك ازاي؟ كشفنا عليه بالرادار، جراوند رادار، وطلع فيه فعلا فراغات موجوده جوه. انا قلت لهم خلي بالك فيه، لان احنا لما اشتغلنا في القدس لقينا فيه المشكله دي، الحوائط بتاعت الحرم الشريف كلها الضخمه 2.70 متر لقيناها كلها فاضيه من جوه. بقى ازاي؟ المونه كلها سقطت مع المياه الامطار، مع المياه الصاعده، مع الثلج، مع الكلام ده، فاثر عليها. فالطريقه ان احنا عملنا هذا الموضوع، وبالتالي نحن وبنحن بهيدروليك لايم، مونه هيدروليك لايم، بقى ازاي؟ بحيث ان احنا لان عشان تتصلب في الداخل، والعلم حضرتك ان حضراتكم انه الحيطان فعلا رطوبه عاليه، يعني لما قيسنا الرطوبه لقينا الرطوبه عاليه موجوده. وبيحرك ازاي؟ رغم ان الاساسات هي اساس سطحيه، يعني الضخم ده كله الجامع ده اساس سطحيه على 1.60 متر من سطح الارض. ازاي؟ ميه، ما فيش ميه مباشره تحت، انما في ميه في منسوب اوطى تمتص التربه، الميه ده ردم بيمتص يطلع مع الحيطه ويبتدي يطلع معايا في الحيطان، واخد بالك ازاي؟ فالرطوبه موجوده. عشان كده
لابد كان من معالجة هذا الموضوع. يا إما إن إحنا بنحن الحيطة، واخد حاجة إزاي؟ في عندنا SMK 550 بتاع فكر رائع جدا، وده ازاي بيتعمل خضوم تحت في البتاع وعلى منسوب فوق سطح الارض وبتدي احد، يا اما زي فنفوني ما عمل في المولويه اللي هي في السوفيه عند ناحيه جامع السلطان حسن، قطع الحيطه بالمنشار. احنا عملنا نفس الشغلانه دي مع مركز البحوث الامريكي في مسجد فرج البرقوق، قطعنا حيطه 120 وحطينا بوليستر شيتس مدرجه، وحقنا في مونة أسمنتية مخصوصة واحدة حضرتك طلياني، الشرينكج بتاعها ضعيف جدا، فيري لو الالكالين، واخد بالك ازاي، لو سيري لو سرفيت، بحيث انها ما تأثرش تعمل ليش املاح في الحجر. استعملها فنفوني من اكثر من 30 سنة، احنا استعملناها في التسعينات، بقى لها دلوقتي فوق 20 سنة، حيطة مية 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 مية، ما فيش فيها مشكلة اطلاقا. انما هنا بقى في الازهر طبعا يعني كان عملية صعبة شوية عشان برضو المصاريف بتاعت ال، وبعدين هنا مشاكل الإزاز. ده الدكتور معانا من فنون تطبيقية، إخصائي أستاذ إزاز، إزاز مخصوص اشتغل معانا. بيعمل ترميم دقيق، وبيعرف ازاي الدكتورة منى طبعا قامت بعمل رائع هنا في العملية دي ومعانا، وبيعرف ازاي، وعملنا توثيق كامل، وبيعرف ازاي الاعمال الترميم الدقيق زي ما حضرتك شايفين الاضرار اللي موجودة، شايف حضرتك اهو، شايف املاح الرخام حصل فيه ايه هنا، شايف حضرتك الأتربة والاتساخات الموجودة هنا. بقى شوف حضرتك ازاي في المحراب ده للأسف استبدلت هنا، كان في حاجات ناقصة في الترميم القديم، جابوا خشب دهنوه حطوه بدالة، واخد بالك ازاي، ده تراكوتا مزججة، واخد بالك ازاي، عشان يعني ما هوش خشب، واخد بالك ازاي، ده بتتحط في منطقة المحراب، في تلاقي الداير كله موجود بهذا الشكل كده. للأسف ده طبعا متدهور وعاوز يا إما بعض الأحيان استبدال، فيه منه مفقود، جابوا خشب ودهنوه استبدال على البتاع. أدي الترميم اللي تم في سنة 94 96 98 حوالي 4 سنين، واخد بالك ازاي، أدي عملية الترميم. اسمع بس شايف حضرتك اسمنت اهو الفيانس هنا، شوف بص ده الفيانس تراكوتا، واخد بالك ازاي، عليها طبقه مزججه في الفرن، المفروض تتاخد ده تعمل تراكوتا وتخش الفرن تاني وتطلع لي عينات تانيه من دي، واخد بالك ازاي، عشان اركبها بدل ده المفروض يتعمل كده، ما اجيبش خشب ادهنه. ده الترميم بتاع، شوف حضرتك كاتبين هنا اهو، شوف كله ده، شوف دي المشاكل كلها اللي عندنا، كل الحاجات دي مطبله مفصوله من الحيطه، الرطوبه طلعت فصلت الرخام من الحيطه واصبح مطبل، ورا في ملح. يعني حتى في عمليه استبدال الرخام بيجيبوا رخام اي نوع، يعني واخد بالك اي لون، يعني مفيش فيه التزام. بتاخد هنا بقى تحليل باشعه تحت الحمضاء عشان الالوان، واخد ازاي، بعدين هنا النماذج بتاعت النجاره عشان شغل النجاره، شوف حضرتك اهو، شايف التدهور في الخشب هنا شكله ايه باستخدام الميكروسكوب، شوف ادي حاله النجاره، بيبان هنا بقى مناطق التدهور فين،
مكان الباب فين، وبعدين صورة للباب، وبعدين هنا زي ما حضرتك شايفين هنا مدهون، واخبارك ما نحش عارفين اللقر ده جايبينه منين، اي نوع لقر جايبينه، واخبارك ازاي. ولما دهنوا يعني المفصلات بتاعت الباب، النحاس بتاع الباب كله، يعني اللي قاعد يدهن هنا جاب فرشة وخد الباب من فوق لتحت، النحاس على المفصلات على كل حاجة دهنه زي بتاعه. فعليك انت هنا تنظف ده كله وترجع تعمل لقر تاني، واخبارك نستعمل شلك، واخبارك ازاي، واخبارك ازاي. يعني شلك ده عبارة عن لقر بيتاخد من حشرات بتعيش في جنوب شرق آسيا، معروف اسمه في السوق كفرنش بولش، واخبارك ازاي. وده بيتحط، واخبار حضرتك ازاي، يعني بتاع يعني المعدل بتاعه 30 جرام على 100 ملي متر من دي ناتوريت الكحول. يعني ففي نسب معينه، ولازم يجي واحد مرمم يشتغل هذا. هو بقى تاني كان يعني طبعا كانوا منعين حد يخش، على فكره الترميم هناك لما كانوا بيشتغلوا منعوا الناس زمان، كان منعين حد يخش خالص، سواء اثار ولا غير اثار. وازاي هو سليمان كان ضارب الدنيا كلها في وشه، واخد بالك ازاي، ولا حد ولا بتاع ولا الوزير ولا حاجه خالص، ما حدش يخش عنده هناك في العمليه. فده الوضع اللي كان موجود، واخد بالك حضرتك ازاي، بالنسبه لان جهد كبير اتعمل بالنسبه للترميم الدقيق يعني فعلا. حضرتك ازاي في حاجات ما متشاله، فحص الاخشاب اهو بالاشعه بتاعت الحمراء. برضه هنا فحص بتاع السليولوز، واضح ان السليولوز اللي هي الماده الرابطه اللي في الخشب، واخد حضرتك ازاي، كلها ضاعت مع الوقت، واخد بالك ازاي، والنتيجه للرطوبه وتعرض للشمس وبتاع كلام من ده. فطبعا ما فيش صيانه، خلي بالك برضه، يعني احنا رممنا دلوقتي، عارف هيحصل، ما فيش صيانه بعد 4-5 سنين هيحصل مشاكل تاني، ما هو لازم يبقى في صيانه، يعني لازم في حد بيتابع وحد بيشوف عشان يعمل صيانه. شايف حتى الـ 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 يعني الحتت اللي بتاع التطعيم اللي موجود في الخشب هنا كل ده الدهن. شوف شافوا هنا نفس الحكايه. شوف هنا اهو الشلك اهو محطوط على ايه، على الهنج، وعلى ما سابوش حته. يعني اللي بيدهن ده زي راجل قاش كده جايبه عندك في البيت، وبقى جدا الحيطه بياخد الحيطه مع الباب مع البتاع، يعني ما بيشتغلش في اثار يعني في العمليه دي. هنا بقى بنتكلم بقى عبارك ازاي بالتفصيل، وعبارك يعني فعلا هي مدرسه، يعني الدراسه اللي اتقدمت لاول مره في هيئه الاثار. احنا اتفقنا كده مع اخواننا اللي اشتغلوا معانا ان احنا عاوزين نعمل كراسه، بعدك ازاي بالتفصيل الممل كيف يتم البتاع، يتم شوف ازاله الدهان باستخدام كحول ياسين ناخد نركز تركيز كذا، استخدام الفرز المشارط مش عارف ايه لازاله الاتربه وكذا كذا، تنظيف الخشب من تسخات التولين، واخد بالك ازاي، باستخدام الكحول الياسين النقي، سد الشقوق والثقوب، واخد بالك ازاي، يتم بودره الخشب، يتم تجهيزها صنفره كهربائيه والخشنه منشره من نوع الخشب الحلبي. انا ما اعرفش طبعا، انا ما تابعتش الموضوع في السايت، انما هذه هي مواصفاتنا، ان نروح نجيب خشب حلبي، واخد بالك ازاي، ده ما بتاع عشان نشتغل بيه، واخد بالك البينس ازاي، ده بتاع عشان نشتغل استكمال، واخد بالك الخشب باستكمال خشب البلصه، خشب البلصه اللي بتعمل منه المكتات من احسن الاخشاب في عمليه الاستكمال، استعملوه الالمان معانا في حوض شرب الدواب اللي عملناه سنه 1996 في خلف جامع الأقصر، واخد بالك ازاي؟ خفة الوزن، قوة التحمل، مقاوم للفطريات، للحشرات، لحباس الحديد، كفاءة هذا النوع من الخشب في عمليات استكمال الأخشاب. بعدين استعمال البتاع من الخشب باستخدام مادة الكوليسيل جي، الكوليسيل جي ده واخد بال حضرتك ازاي؟ عبارة عن 2% سوليوشن، واخد بالك ازاي؟ محطوط في المحلول، بتعمل بالنسبه للكونسوليديشن على السطح من يعني كل المواد المستخدمه دي. في كتاب لهوري حلو قوي عن الماتيريال المستخدمه في عمليات الترميم، يقول لك الماده دي وحشه،
ما تستخدمهاش. ومش هو بقى اللي بيقول، يقول لك الكتاب الفلاني، الكتاب الفلاني استعمله في الحته الفلانيه، الحته الفلانيه اثبتت كذا، عمل ضرر كذا، عمل بتاع. فدي من ضمن يعني هنا يعني تحاول ان احنا احسن مواد موجوده، ونامل ان يكون فعلا تم استيراد مثل هذه المواد وتم استخدامها في عمليه الترميم. واخد بال حضرتك ازاي؟ اعاده دهان بعد كذا وكذا وكذا، يعني بحيث ان عند حضرتك خطوات واحده شرعيه في كل الاعمال. التطعيم يتم ازاي؟ تنظيف ميكانيكي، تنظيف كيماوي، استكمال، تقويه. الشريط الكتابي اعلى الابواب. واخد بال حضرتك ازاي؟ يعني ما في شيء ترك لحد يشتغل فيه على مزاجه. وبنامل باذن الله ان يكون بتاع ترميم اعمال النحاس، واخد بال حضرتك ازاي؟ في عندي تنظيف ميكانيكي، في عندي تنظيف كيماوي بيتعمل بايه؟ في عندي ملح روشل، واخد بالك، روشل سولت، في عندي ثاني، واخد بالك ازاي، اللي هو ثلاثي فوسفات الصوديوم، وعندي ثلاثي ميتا فوسفات الصوديوم. كل واحد له عمل بالنسبه لنوع معين من التثلثات الموجوده على السطح، واخد بالك ازاي؟ فهنا يعني كان حضرتك في كليه الاثار بتاخد محاضره، واخد بال حضرتك ازاي، من البتاع، واخد بال ازاي. دكتوره منى فؤاد يعني ساعدتنا مساعده جليله جدا في حط التفاصيل ادق التفاصيل في مثل هذا العمل، علشان نقدر بتاع عمليه التقويه والعزل، واخد بالك ازاي. يتم بعد التنظيف تعمل غسيل بالماء المخطط، بعد ما شاء التجفيف بالكحول الاسيلي بنسبه كذا، ثم يتم عزل النحاس باستخدام البارالويد بي 72 بتركيز 3% في الاسيتون. النحاس في الاماكن الخارجيه المعرض للشمس لا يفضل استخدام البارالويد، لأنه هو ما استخدموا البارالويد، لأنه تعرض لأشعة أستاذ دكانة ومش عارف إيه مادة بتاع كذا. فكل هذه الحاجات دي، واخد بالك إزاي، نتيجة للخبرة الطويلة في مجال الترميم. حضرتك بتستفيد من خبرات ناس، واخد بالك إزاي، يعني سيد بورو فؤاد كان رئيس قسم الترميم في جامعة القاهرة، واخد بالك إزاي، وخبرة طويلة في هذا المجال. فطبعا لابد إن نتعاون كل الفريق، واخد بالك إزاي، بحيث إن إحنا ترميم الحديد نفس الحكاية، في تنظيف ميكانيكي، تنظيف كيماوي، تنظيف شايف تعلف بيولوجي، واخد بال حضرتك ازاي، المدرسه الجوهريه شايف الحديد شكله ايه. حاجه صعبه كانت. شايف حضرتك الخشب حصل له ايه؟ يعني مش معقول. زي ما حضرتك يعني ان كل مكان فحص، يعني مش مثلا خدنا عينه من الشباك ومشينا وبتاع، لا، الناس لفت على كل المبنى حته حته، واخد بال حضرتك ازاي، بالتصوير وبالفحص، واخد بالك، بالاجهزه، واخد بال حضرتك ازاي، بحيث انها مبينة المضار اللي حصل من استخدام مواد غير سليمه في عمليه ترميم يعني تمت في السابق، واخد بال حضرتك ازاي. كل بند لوحده، نحاس، حديد، خشب، بتاع سقف، واخد بالك ازاي، التقويه، العزل، التلف، ما في حاجه. ادي سقف مدرسه الجوهريه، واخد بال حضرتك ازاي، وادي الرسم بتاع السقف بتاع مدرسه الجوهريه، عشان برضه حضرتك تشوفوا الرسومات اللي اتعملت، يعني ما هوش فك بتاع مظاهر التلف في السقف، شايف حضرتك مظاهر التلف واسباب المظاهر، يعني سبب التلف ايه كمان، مش مظاهر بس واسبابها ايه. انفراد، الفطريات اللي تكونت على الخشب، تخط عمليه مسحه زي ما الواحد بياخد مسحه ويروح المعمل ويشوف البتاع وكمل ده، السقف الخشبي، لا، خدنا نموذج من كل واحد، لان ده تم لكل مبنى اتعمل له كراسه لوحده، بس احنا خدنا نموذج من مزابك، بحيث ان احنا محاريب بتاع المدرسه الاقبغويه، شايف حضرتك المشاكل الموجوده في المحراب،
الأملاح الموجودة. ففي بعض الأماكن الفسيفساء دي اتعوض عليها بمونة وتلونت. يعني مش اتحط فسيفساء جديدة، لا، اتعملت مونة وتلونت. احنا بنتامل ان شاء الله، لانه يعني في ضمن فريق العمل في شركه بكه في الدكتور محمد، والحقيقه يعني من الناس المحترمه جدا في اعمال التضميم في المتحف المصري الكبير، وحضرتك ازاي بيشتغل مع شركه بكه وهو المسؤول عن عمليه زي دي. واحنا متوثقين انه يعني ان الموضوع اخذ فعلا عنايه ورعايه كامله من الشركه في عمليه البتاع، لانه موضوع الحقيقه صعب ومحتاج لجهد كبير. حضرتك ازاي زي ما حضرتك شايفين الدراسه كمان واخده وقت جامد، يعني مش يعني لم يترك شيء للبتاع، كله مدروس ومتحلل، وطريقه العمل بتاعه محطوطه بالتفصيل، بحيث انه يعني واخدك ازاي، لانه الحقيقه المحراب من المحاريب الجميله جدا اللي موجوده من العصر المملوك البحري، واخد بالك ازاي، ومحتاج فعلا لرعايه جامده كانت، واخد بالك ازاي. وده كله من رطوبه، يعني حضرتك ازاي رطوبه طالعه في الحيطه، التكسيه بتاخد الرطوبه، الملح بيجي معاها وبيعمل هذا التزحلق. بص حضرتك، بص شايف الانفصال بتاع الرخام، فقدان اجزاء منه، فده المفروض يطلع وتعالج الحيطه وتعمل لها كمادات، يتشال الملح وبعدين يرجع الرخام تاني. واذا كان في اجزاء عاوزه تستبدل او تستكمل او بتاع وكلام من ده بنفس نوع الرخام، وترجع تاني، واخد بالك حضرتك ازاي، بمونه هيدروليك لايم، وتبتدي تشتغل حته حته. يعني ما ينفعش فيه شوف حضرتك تشوه ناتج من اضافه الالوان على الفسيفساء، حته مفقوده حط مونه وادهنها بويا، ولا ما كل واحد بيشتغل فين؟ فين في الجامع الازهر في شغل من اجمل ما يمكن هنا. يعني في دراسه متعمقه جدا بالنسبه للاضرار واساليب بتاعه وكم ده، ودراسات يعني مش بس عمليه تصوير، تحليل كامل. وبعدين اسلوب العمل بقى، يعني تعمل ايه وبتاع كم ده، كل ده بيبان هنا، شايف حضرتك هنا اهو. وبعدين جينا في الاخر بقى ان احنا قلنا لهم في حته فسيفساء عاوز تتنزع، الحقيقه ما زنزعوش، يعني كان نفسنا ان تتم عمليه نزع للفسيفساء لانها لغايه الان مطبله. يعني انا رحت زرت الموقع لقيت في حتت مطبله ومحتاجه انها يتم نزعها، ما يعني لا ما تمش نزع، واحنا حطينا لهم عمليه النزع بالتفصيل. وبعدين عرضت انا بقى ايه هنا، شايف حضرتك ازاي دي طريقه عمل نزع خطوه بخطوه في نزع الفسيفساء عشان ترجعها تاني، تنظفها وتنظف تحتيها وترجع ترجعها تاني بعد ما تعالجها. شوف حضرتك هنا اهو بالتفصيل الممل. انا بقى هنا قضيه اخن دي من اعقاب الجروس، واخد بالك ازاي، اللي هو كان ايام هارون رشيد، وكان في بينه علاقه مع هارون رشيد، بعت لهارون رشيد ساعه، وهارون رشيد بعت له فيل ابيض، والفيل وصل المانيا فعلا بس عاش شهرين ثلاثه ومات. وفي كتاب اسمه الفيل الابيض، واللي تولى هذه العمليه تاجر يهودي كان عايش في اخن، واخد بالك ازاي، وهو اللي تولى هذه العمليه بالبتاع. وفي كتاب حلو كده كاتبه الكاتب بتاع عن البتاع بالتفصيل، لدرجه ان انا خدت الكتاب، اشتريت الكتاب فعلا بالمانيا،
وحبيت اشوف الاسامي لانه فات على القاهره وبيقول قابل الوالي بتاع القاهره اسمه فلان الفلاني مش عارف ايه وبتاع. رجعت للدراسات العربيه لقيت فعلا الوالي ده كان موجود في الفتره ديت بالظبط. يعني طلع الراجل مش هجاص، انا قلت بقى ايه يعني راجل بيحكي فيه الابيض وفيه الاسمر وبتاع وكلام من ده، طب خلينا نشوف ايه الحكايه ايه. طلع لا كلامه صحيح وراح بغداد وقابل كذا وعمل كذا، طلع الاسامي متوافقه تماما مع هذا العمليه. فقلنا طيب خلينا نوري الناس كيف يتم عمليه نزع البتاع، واخد بالك ازاي؟ الاول قبل ما ينزع بالمكنسه بينظف وبتاع وكلام من ده، مش حتى بينزعه بوسخته. خلي بال حضرتك برضه يعني الالمان اصلهم ايه نمكيين شويه، يعني يقول لك ما دام هصلحه طب ما اشيله زي ما هو بعبله كده. لا نظفه خالص. حضرتك عمل تنظيف اهو، شايف حضرتك هنا شايف الحته دي عمل تنظيف، واخد بالك حضرتك ازاي؟ وبعدين ابتدى ايه ينزع العمليه، وبعدين بيحقن عشان برضه يثبت العمليه مع بعض لما يجي ينزعه ما يفكش منه البتاع يتطر، فبيعمل حقن، واخد بالك حضرتك اهو شايف هنا، علشان يبتدي يجمع الحاجه مع بعضيها، واخد بالك ماء الجير، ويبتدي عشان يبقى في ظهر موجود يقدر يمسك بيه ويطلع الحاجه، بيعالج الشروخ. حتى لما رجع البتاع جايب مش بقى لا صمغ عربي ولا بتاع بغيره ولا بتاع ولا كلام من ده، ده نباتي من في عندهم نباتات يعني زي الجماعه اليابانيين. يمكن اخونا عارفين اليابانيين عندهم برضه بيجيبوا نباتات بحريه بيطلعوا منها مواد لاصقه، واخد بالك زي معروفه يعني عندهم في العمليه دي. هو الالمان هنا برضه دي بتاع ناس اسمها السقان بتاعتها بياخدوها ويعملوها ويطلعوا منها اللي ماده اللصق اللي موجوده ايه. وبعدين زي ما انت شايف هنا لا واحنا يعني ما فيش بقى يعني عندنا يجيب الواد عبده سعاده ساعدني كلهم مرممين، ما فيش حد يخش في يمسك اي حاجه هنا، ما فيش حد يمسك حاجه جوه الا مرمم. ما ازاي؟ ومرمم عنده خبره زي ما انت شايف حضرتك، مش ولاد صغيره ولا حاجه، لا هنا الناس بتتسم حته حته حضرتك ويرجع يفكها ويرجع يرجعها تاني يعني. فانا قصدت من هذا علشان الناس تشوف يعني كيف يتم العمل بتاعه، واخد بالك ازاي؟ في مثل هذا الموضوع عمليه شاقه طبعا ما اعرفش، فالخبرات فيها برضه قليله، خلي بالك ازاي؟ لان احنا بلد ما فيهاش موزايكس كتير، واخد بالك ازاي؟ يعني ما عندناش موزايكس. تونس عندها موزايكس كتير، واخد بالك ازاي؟ اريحه فيها كميه موزايكس، واخد بالك حضرتك، ممتازه جدا من العصر الاموي. فالمشكله هنا انه يعني يهمنا جدا، واخد بالك ازاي، ان حد برضه واخد بالك ازاي ياخد الخبره ويمارس عمليه العمليه، بس مش كتاب على الكتاب، لما لازم يكون تمت عمليه ممارسه حقيقيه في عمليه نزع وعاده استرجاع في هذا الموضوع. فانا قصدت من هذا ان احنا يعني واخد بالك ازاي نبين كيف تمت عمليه زي دي، وبيسحب الحته ازاي، وبيعالج الشبك ازاي، وبيحقن المكان اللي جوه، واخد بال حضرتك ازاي؟ شوف هنا، هنا بقى بتاع في مقاول، هنا بقى بنعرض الشغل بتاع شركه المراسم، شركه بكا، الساده الزملاء هنا موجودين، واخد بالك ازاي؟ والحقيقه احنا بنشكرهم مره ثانيه انه انا طلبت، لان انا مش موجود في الموقع، وطبعا يهمني جدا ان انا اعرف برضه ايه اللي تم في هذا الموضوع، فتفضلوا مشكورين. دونا كمية صور كويسة نقينا منها مجموعة من الصور بحيث ان احنا نعرف برضو الشغل بتاعهم ونشكرهم على مساهمتهم، لان الشركة التانية رفضت انها تدينا، واخد بالك ازاي؟ بيقول لك لمعي ده راجل متعب وبينقد الناس وبيعمل مش عارف ايه وبلغ مش عارف ايه. انا بلغ حد ولا حاجة، الشغل ما دام كويس والناس شغالة وبتاع وكملنا، الناس يعني تكرموا علينا، والدكتور جالي المكتب وجاب لي الصور وابدا استعداد يعني في اي حاجه، وقعدنا نحكي فتره طويله على الشغل والبتاع وكان منه. فطبعا روح طيبه يعني، واخد بالك ازاي؟ وخصوصا ان احنا عاملين الشغل، يعني احنا عاملين الشغل ومقدمينه، فعلينا نطمئن على ان الحاجه بتتعمل مظبوط. فهنا برضو ادونا بقى البلاوي اللي كانت موجوده، واخد بالك، قبل الترميم، واخد بالك ازاي؟ هنا شايف حضرتك بقى يعني برضو بتحس انت هنا من الصور ان الناس فعلا مرممين بيشتغلوا، واخد بالك ازاي؟ وبيشتغل وبيحقن وبينظف يعني الراجل شغال، واخد بالك ازاي؟ وبعدين واضح انه مرمم، واخد بالك حضرتك ازاي؟ مش النقاش ولا صنايعي ولا بتاع كلام من ده ويقول لك كله زي بعضه، لا.
فالحقيقة احنا يعني نشكرهم على مجهودهم بحضرتك ازاي، وبيوري مراحل الترميم والناس بتشتغل وبتدهن اهو. كان الوضع سيء جدا يعني. هو طبعا برضو احب اكرر مرة تانية ان لابد من عملية الصيانة. اذا لم يتم الصيانة لهذا العمل فده طبعا كل ده هيضيع تاني مرة اخرى البتاع. احنا في مصر هنا عملية الصيانة دي يعني ملهاش ميزانية، لازم يبقى في ميزانية وفي ناس تمر على السقف ويبقى في سقالات متحركة يبص على السقف يشوفه بيصرف مية في تراب في بتاع يشيل التراب اول باول. يعني لابد في حاجات مبدئية في عملية الحفاظ بحيث انها الناس تشتغل، واخد بالك حضرتك ازاي؟ ف يعني انا في بعض الصور يعني تبين الاهتمام. يعني الراجل هنا بيشوف حضرتك هنا بيحن اللي هي هنا شوف ماسك حته هنا عشان لو حاجه بتسيد يلقطها على طول. وهل بقى الواحد بيلاحظ ايه؟ انه اللي بيشتغل يعني مش بقى بيحن وبتسيدت على البتاع، لا يعني برضه واضح هنا انه واخد بالك ازاي؟ الراجل بيراعي انه ما فيش حاجه تقع منه ولا تقع على تبوظ حاجه فماسك. فدي بتدي لك فكره على يعني برضه مدى الاهتمام بعمليه التنظيف وعمليه الذكاء. شوف هنا البخار اهو. شوف بس حضرتك بقى شايف الواجهه بقى عامل ازاي؟ يعني في حتت على الجناب لسه ما اتنضفتش. يوري لك التنظيف بالبخار ولا عمل ضرر ولا عمل بتاع، والباتنة موجودة، هو شال وسخ. يا حضرتك اللون لا ده لون الحجر بالباتنة بتاعته زي ما هو ما فيهاش مشكلة. ازاي؟ وبعدين طبعا يعني في حاجات لابد من إعادة البياض مرة تانية لأنه في تدخلات، واخد بال حضرتك ازاي؟ في البلاط البياض بتاع القبه كان في حاجات كل يعني اسمنت كان سمه من سمات الترميم السريع، واخد بال حضرتك ازاي؟ انت عارف زي العمليه المعلمين اللي عندنا لما يجي يركب حاجه يقول لك ايه هات شويه جبس حطه على الاسمنت عشان يشد بسرعه عشان عاوز يروح هو، واخد بالك ازاي؟ مع ان لا الجبس ينفع مع الاسمنت ولا الاسمنت ينفع مع الجبس، انما دي بقى مع اي صنايع مصري تلاقيه جايب اسمنت ومعاه جبس. شايف حضرتك بص الشباك قبل التنظيف، الشباك بعد التنظيف بتنظف. بص حضرتك عملتها فيع عليها قطنة تنظف، واخد بالك ازاي بالمحلول. فبيودي الامثله قبل وبعد، واخد بالك ازاي؟ هنا هو بيشتغل الهندسة الجوهرية. يعني انا رحت شفت البتاع حضرتك فعلا ما يعني لا دهن الحشوات بالشلك، واخد بالك ازاي؟ يعني اللكر يعني على الخشب لما الحاجات الثانيه النحاس بتاع كلام من ده كله، واخد بالك ازاي؟ تعالج معالجه سليمه، واخد بالك ازاي؟ اتشال بقى الدهانات القديمه دي كلها واصبح الخشب كده، وبعدين ابتدى يتعالج ودهن ثاني من جديد. شوف حضرتك النحاس هنا بتاع النحاس بعد ما تنظف نفس المادة، يعني الاساليب اللي احنا مكتوبه في الورق المفروض انهم طبقوها. الناس قالوا ان احنا تعهدنا ان احنا ننفذ هذا الكلام الموجود كما هو. وبعدين دهان لحفظ النحاس وبتاع يعني ما، وانا يعني حقيقه اصدقهم لانه يعني الناس صادقين ومعاهم يعني الاخ الحقيقه يعني المرمم الدكتور احمد يعني من الناس المعروفين من المشهور لهم بالكفاءه يعني في العمل.
هذاك الميزانة بعد التنظيف. هنا بيعمل عزل بالملح، بيشيل الملح، كان مداد بالملح بالطين وبقى ازاي. هنا طبعا يعني كنا نفضل ان نجيب فيه طين مخصوص اتابولجايت وحضرتك زي ليه مواصفاته موجوده وبتاع، لان اهم حاجه في العمليه دي المسميه عشان يقدر يشد الملح زياده. لكن في بعض الاحيان انا استخدمت الطين برضو على فكره في حوض شرب الدواب، لان ما كانش عندي امكانيه ان اجيب اتابولجايت. موجود في السعوديه، بنستعمله في السعوديه احنا، موجود اتابولجايت موجود في السعوديه وحضرتك بمواصفاته، يعني اكياس معبيه زي الاسمنت زي الجير زي البتاع، كملنا بمواصفات معينه واخد بال حضرتك بدرجه نقاء معين، فطبعا بتجيب نتائج افضل. لكن لا يعني في الظروف زي دي بشوف حضرتك بتاع نزل البياض القديم كله، مش الاسري، خلي بال حضرتك مش اسري، ما يقدرش ينزل بياض اسري. يعني لو في بياض موجود وتعبان وبتاع بحقنه وبثبته وبتاع كمان، انما هنا ده كل ده بياض عاملاه شركه المقاولين العرب لما دخلت هنا، واخد بال حضرتك ازاي؟ في الحقيقه يعني احنا بنبل الحيطه وبعدين نحط عليها طبقه الطين ونسيبها، بس نغطيها عشان ما تتعرضش للعوامل الجويه عشان ما تنشفش بسرعه، لان يهمنا جدا يفضل الطين برضو رطب لمده اسبوعين ثلاثه يشد البتاع لغايه ما ينشف، فبنغطيه ببولي ايثيلين شيت وبقى ازاي عشان ما تتعرضش للشم الهواء والبتاع وكمان وينشف بسرعه، وبالتالي نقدر نعمل البتاع. هنا شوف اهو بينظف بالرخام، شايف حضرتك يعني شوف العمود اللي جاء، بص حضرتك هنا اهو يعني الجزء ده متنظف الجزء ده مش متنظف، ما عملش حاجه لا حكه بالسلك ولا عمل حاجه بتاع، ده كله بخار نزل الوساخ الموجوده، اهم حاجه ننزل الوساخ بس لا غير، لما لا حكيناه ولا عمل ده تبين. احنا بعد عمليه التجارب اللي عملناها كتير تبين احسن حاجه البخار، وده انترناشونال ريكومندد دلوقتي، يعني واخد بال حضرتك ازاي في العمليه انه اسلم شيء، واخد بال حضرتك ازاي. لان هنا ده تنطفه ازاي، ده باسكت كابيتال، ده بنسميه باسكت كابيتال، واخد بالك ازاي، من العصر القبطي، عصر المسيحي يعني البيزنطي، ده تنطفه ازاي، ده بخار ينزل لك كل الوساخ اللي موجوده. ففعلا يعني انا سعيد ان هم ده، احنا بنكتب بقى بما ان العمل معطى لشركه واحده، يعني هي شركه مراسم، ما عنديش بقى، ما في قانون مصري بيقول لك ايه، ما تكتبش اسم الشركه اللي هتشتري منها، لازم تحط تالي الشركات تاخد اقل سعر وبتاع. لحسن الحظ هنا ان احنا مسعدين عندنا منحه مكرمه من المرفوض له الملك عبد الله، عندنا شركه هي صاحبه المشروع، عاملاك ازاي يعني بتاع، لانه جابوا بن لادن، بن لادن اختار الشركه الفلانيه، اذا انا ممكن اكتب له هات لي الماده الفلانيه من الشركه الفلانيه، هات لي الماده الفلانيه من الشركه الفلانيه، ما عنديش مشكله. فكتبنا له اسم الشركه الانجليزي اللي بتبيع الاجهزه دي وبتاع، الالمان عندهم برضه بس المكنه صغيره، موجود هنا في مصر في القاهره وبتاع الالمان، لكن الشركه الانجليزي ما كانش ما لهاش توكيل، واخد بالك ازاي؟ فجابوا المكن، واخد بال حضرتك ازاي، والحمد لله يعني الناس اشتغلت تمام. يعني المنظر اللي حضرتك شايفينه هنا ده، ان واحد ماسك جوانتي وماسك كمامه وبيشتغل وبتاع وكمان، يعني على بالك على فكره الصور دي يعني مش صورت مخصوص عشان يدوها لي، خلي بال حضرتك ازاي، لا ده هم مصورينها من زمان على الناس اللي بتشتغل حقيقه، يعني بقولها قدام الناس كلها مش مجامله، انا ما اشتغلتش وياهم ولا انا بشتغل وياهم ولا هم ما يعرفونيش، يعني بتاع يمكن الدكتور يعرفني لانه بيشتغل في المهنه بتاعتنا، واخد بالك ازاي؟ فده بقى انا شركه ماليش علاقه معاها خالص، فتضموا مشكورين دون البرع، وواضح منها يعني الواحد بيدرس الموضوع يلاقي ان الناس بتطبق معايير الامان والنظافه والبتاع وكمان ده بالنسبه للشغل، واخد بال حضرتك ازاي؟ يعني حتى شوف بص شاف حضرتك الكميه بتاعت الجص اللي بيشتغل بيها عشان يعني مش شايل له جاده بتاع، يعني برضه كميه على قد الشغل عشان برضه ما تشكش ما تشتغلش ما تعملش، يعني تحس ان هنا ان في واحد حريص على انه يعمل الشغل بطريقه سليمه يعني. ومن هذه الصور انا يعني بكلم انا لما جاب لي الصور شفتها فعرفت يعني ان الناس دي ادت عمل جيد يعني.
بس انا كنت اتمنى انه ينزعوا لي الفيانس بتاع المحراب ده، يعني كنت اتمنى هذا. واخد بالك ازاي؟ لما شوف بس شوف شوف تنظيف حلو يعني الحقيقه. انا اسف بس سيادتك، واحنا هو تم استبدال كل الاعمده الفيانس اللي الفيانس ما طبعا مشكله اللون كمان طبعا لانه انت عارف عشان تظبط اللون القديم اللون الجديد هتبقى عامله فرق، فيعني ما يجراش حاجه. والقديم بقى اديتوه لهيئه الاثار تشيله. هنا الشبابيك برضه ذكر المبلغ اللي موجوده في الجزء العثماني. كان يعني شغل الثاني كان شغل فعلا قديم صعب جدا يعني، وكتبوا الكلام بتاعهم على بالك ازاي عشان يبقوا ايه مأكدين ايه ما بيشتغلوا. للاسف بقى الناس اللي دخلوا يتفرجوا على الشغل ده كتبوا لنا في الفيسبوك الحقوا يا جماعه دول بيهدوا الجامع ويجددوا الجامع وبتاع. ما جددتش جامع، نجدد الجامع ليه؟ على بالك ازاي؟ يعني فواحد في حد رد عليهم قال لهم ده اللي بيشتغل فيه فلان الفلاني وفلان الفلانيه استاذه في كليه الاثار على استاذ لمعي على كتاب مش عارف ايه، يعني ناس مش جايه من الشارع يعني. والله ازاي انما احنا كده واخد بال حضرتك ازاي نحب دايما نهرج وبتاع ده. طبعا يعني بيحمي الاجزاء بتاعت الموجوده هنا. واخد بال حضرتك ازاي؟ لا يعني يعني الحقيقه عمل يعني متميز، ونتامل ان شاء الله يكون يعني استعملوا المواد اللي احنا طلبناها مستورده بتاع كلام من ده بحيث ان هو يحصل على نتائج جيده يعني. فأنا سعدت بأنهم يدوني هذا لأن ده طبعاً بيسري العرض أن الناس تشوف اللي جرى في المبنى. لأن احنا مرة عملنا عرض قبل كده في جامعة القاهرة وبعدين الناس طب حلو قوي يا لمعي كلام مكتوب جميل، طب إيه اللي بيجرى هناك دلوقتي؟ إزاي؟ فكان لسه المشروع في أوله وفي نفس الوقت أو أنت بتضمن بتاع والله ربنا سهل أنت بتشرف تقول والله أنا ما بشرفش. إزاي؟ طب هتعيد بتاع لما يعني طلبنا منهم الحقيقه يعني تبين والكلام اللي كاتبينه كلام علمي سليم. خصوصا يعني الدكتور بيشتغل في المتحف الكبير كمان في قسم تضمين في المتحف الكبير وهناك يعني مكان مميز يعني في اجهزه محترمه جدا. اليابان كتر خيرهم مدينا دعم جامد في المختبر بتاع المتحف الجديد. ده الزيارة بتاعتي بقى في 25 مايو 2017 رحت انا ايه بصيت على الحاجة واخد بالك ازاي والتقيت مع الناس اللي هناك، لكن طبعا ما كانش في وقت ان احنا نتحدث فصورنا الوجهات. يعني الحقيقه اتبسطت يعني ان المبنى وصل لهذا الوضع كده. دي دوره الميه الجديده اللي اتعملت ازاي. بنامل بقى ان الشعب المصري يحافظ عليها لان الحقيقه الجماعه بتوع بن لادن حطوا فيها ادوات صحيه تنفع بتاع 5 نجوم. قالوا احنا لازم نعمل بتاع مركبين حنفيات ما اعرفش ايه وبتاع وكم من ده. قلت لهم والله انا شفت في المانيا يعني لما كنت هناك في الستينات زرت موقع لجماعه اللي هو الغجر بتاع المانيا بين لهم مساكن وحدات سكنيه وبتاع وكم من ده. فبصيت انا حتى استعجبت لقيت عاملين الحمام والحوض بتاع غسيل الوش بانيينه بالطوب ومبلطينه بالاسمنت. واخد بال حضرتك ازاي؟ فاستعجبت المانيا بيعمل كده في البتاع والحنفيه راكبه جوه الحيط. واخد بال ازاي؟ قلت له ايه ده؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ قال لي انت ما انتش عارف شايف ايه من بره عاملين ازاي؟ الراجل قاعد بره
جايب ازازتين بيره قد كده وصندوق البيره جنبه عمال يعب طول النهار. وعمال ازاي؟ قال لي لما يزنق هيفك الحاجه بتاع، فلازم اعملها له، لما يجي يفكها هيكسرها، وبعدين الحوض هيعمل فيه ايه؟ حوض طوب، هيعمل بيه لو جبت له حوض صيني هياخده يبيعه، حنفيه هيفكها يعملها. ده حتى في المانيا يعني، مش مثلا هنقول والله في قلعه الكبش في مصر ولا في بتاع كمان، لا، في المانيا برضه نفس الناس، في ناس موجوده مخربه، فلابد الواحد يتعامل وياها. فالصور هنا يعني معبره جدا، معبره ازاي؟ للقبه بتاع الاقبغويه، لان احنا فعلا كان البياض بتاعها كان صعب جدا، ولازم الخشب يتعزل ويدهن، واخبر حضرتك ازاي؟ ويتحافظ عليه من الشمس وبتاع يعني، والمئذنه يعني. فالوضع الحقيقه اتغير كتير بتاع. هنا بقى حبيت انا اصور بعض المناظر، معلش، عشان حضرتك تشوفوا ماذا حدث. شايف حضرتك القعده دي؟ ده مش بتاعهم هم، ده تصميم اللي بتاع التسعينات. القعده دي، العمود ده ليه قعده جوه الحشوه الخرسانه دي، قعده خام، كانت جزء منها ضايع، جزء مكسور، جزء مشروخ. طب ايه الحل؟ الحل بتاع الجماعه بتوع الاسكان، وزير الاسكان هم قالوا له اعمل تحليقه خرسانه مسلحه وصب. حضرتك عاوز عدد خام؟ راح كسير خام. مش انت عاوز خام؟ كسوه خام. اخلص بقى خام في الخام. طب والقعده فين؟ طب قول لي بقى اطلعها ازاي؟ راحت القعده. ده في كل جامع كده. يعني انا بدي لكم بس فكره عشان تعرفوا التدخل اللي بتاعها، ومحدش دريان، ولا حد حكى حاجه، ولا حد قال حاجه. واخد بالك ازاي؟ وعدت العمليه ولا بتاع، واخد بالك عزب يعني، ما فيش اي مسؤوليه ولا اي بتاع. هذا هو ما جرى. واخد بالك، انا صورته مخصوص في زيارتي الاخيره عشان تشوف حضرتك ماذا جرى في ترميم الجامع ده بتاع قعده رخام العصر الفاطمي، منقوله مثلا من كنيسه، منقوله من معبد، منقوله من مطعم، منقوله، انما القعده موجوده. عاوز رخام؟ هو في رخام اهو، رخام اهو، شايف لوح رخام؟ في لوح رخام. يعني بس عشان بس حضرتكم تشوفوا ماذا يجري في اعمال الترميم. واخد بالك حضرتك ازاي؟ دي صور بتاعتي انا بقى صورتها للجزء اللي هم رمموه وبتاع وكم ده. طبعا فرق كبير جدا بين الشغل يعني قبل وبعد. الحقيقه القضيه دي المدرسه الجوهريه، حتى المقرنصات هنا كان في جزء منها مفقود ومكسر وبتاع، اتصلح وتكمل واتعمل يعني. حقيقه يعني ليس يعني، لا انا رجعت تاني ولا ايه يا استاذي؟ الوجع على الصحن بقى، ازاي؟ لا رجع تاني. معلش انا اسف جدا، سامحوني. الوقفه كانت قاسيه عليا شويه. نرجع تاني ولا ايه؟ مش كده؟ دي الدراسات اللي اتعملت، دي المواصفات عشان حضرتك تعرف كم كراسة مواصفات اتعملت هنا. هم نفسهم يعني بتاع، انا ما روحت زرتهم قابلوني قالوا والله احنا كل شويه بتاع عاوز حاجه بنروح نرجع نفتح الكتاب بتاعك ونقول اعمل كذا كذا كذا. دي كراسات المواصفات اللي اتعملت، واخد بال حضرتك ازاي؟ للمشروع مش اللوح. شكرا جزيلا.